Thank you Snap. <laughs> احمد مو درامي بس نفسه في اشياء كثير واكثر شيء نفسه فيه انه ما حد يقول جيب مقاضي عشان كذا كان لازم يتدخل نعناع نعناع شايل هم المقاضي احمد مو درامي عليكم ورحمة من الله وبركاته والعون أهل الاستوديو ولع الدنيا ورمضانكم رمضان خير رمضانكم رمضان محبة رمضانكم رمضان عطاء ومع بليهيرة رمضان يجمعنا ويبتع النعنع عفوا وعسيرة النعنع تشردقنا ببطولة بليهيرة دريم سيريس في جولتها الأخيرة بالبتر ريال في لعبة ببجي موبايل بطولة العشر تلاف دولار معانا بعد بطولات وتصفيات ومشوار أسبوعي وشهري وسنوي وبتكمل وما حتحلى هاي البطولة إلا مع المخضرم ومع الأسطورة ماو يا ميت أهلا وسهلا يا ماو رمضانك كريم يا وجه الخير ومشرف ومنور يا ماو اعتذر اهلا وسهلا ارحب فيكم اكيد اعتذر لجند ممكن ما قاعد اسمع التواصل المباشر منك لكن اكيد نمسي عليك وعلى الساده المشاهدين ودائما قبل لا تتكلم قاعد اشوفك بالتعبير ادري انك اعطيتني مقدمه جميله فشكرا شكرا شكرا مبارك لكم على 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 ما تبقى من الشهر ونقول عسى ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال اهلا وسهلا لجند يا اهلا وسهلا فيك اعزائي تعالوا نروح نشوف الفيديو والتعريف الفيديو على بطوله بلاي هيرا معانا وتشمل عده العاب خلينا نشوف الفيديو وراح نرجع لكم ياتي بالثاني قد ياتي بالثاني هنا في القرب من قبل شمشون شمشون وتنفوره 1 في 1 1 في 1 لمن النصر اللعبه رهيب من بعيد من البوتي فورس ايضا تفجير السياره اللاعب الاخر عم مع بليهيرا مش حتغمض عينيك برمضان وعم تجمعنا وبالنعناع شكرا نعنا للدعم وللتواجد والشراكة مع بليهيرا ولكن هاي البطولة يا ماو فيها مقبلات قبل الفطور تاكل لك شوية سمبوسة تاكل لك شوية أمور لتدخل على الدسم والمقبلات برضو دسم لأنه عندنا مباراة تي دي أم حتجمع ما بين الآر 8 والنجمة جالاكسي ما بين راجناروك المستقطب الجديد إلى المنظمة العربية العالمية وأيضا النجمة بلورد ورؤوف بريستيج تعال يا ماو نذهب إلى المعلقين هنكي ومعتز يهلا. في التي دي أم والمعركة تفضل يا معتز تفضل يا هنكي الهواء لكم وتمتعوا ما تعرفوا فيكم الخير يا رب يعطيك العافية يا لجند، يعطيك العافية كذلك ما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم هنكي، ومعتز، رجعنا لهم اليوم نيت خلصنا لكم زمس، وقلنا لكم، وعدناكم، على زي ما وعدناكم، وصلنا لكم اليوم، متحمسين جداً، أن نشوف مباريات، معتز، إخبارك يا صاحبي؟ يا حبيبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتهينا من ليلة الأمس معاك هنكي، وباذن الله انكم تستمتعوا معنا بالليله هاي ونحن عارفين قيمه الجائزه مو قيمه عاديه والاسماء اللي مشاركه كمان مو عاديه واللي تاهلوا من هناك اللي كانوا ست فرق متواجدين معنا وتاهلوا وتواجدوا معنا لهي الليله باذن الله راح يشاركوا معتمات وفرق متواجده وخبرات كبيره موجوده معنا لهي الليله ان شاء الله 10000 دولار قيمه كبيره لكن بنفس الوقت القيمه القيمه اللي رح تكون راح تكون الاكبر باذن الله هي بداخل اكيد المباراه اللي هي ان شاء الله راح نقدم لكم مكان كان مني انا ولا كان منهم خمس مباريات اعتقد نفس ليله الامس اعتقد هذا الشيء اللي راح يكون لو في اي تغيير وهي الامور راح تطلع قدامنا بالسكجول حنعرف كل الامور كل تفاصيل الليله هاي حنعرفها اكيد معناه معاكم بتفاصيل راح تظهر معانا حتكون تي دي ام في مباراه متواجده معانا في بدايتها وبدايتها حتكون ما بين النجمة جالاكسي ولاعبين من الأريتي اي سبورتس من البدايات اللي عم نشوفها حاليا نشوف راجنروك لاعب متواجد معنا حاليا ملعبين من لاعبين الاريت من الصفقات الجديده المتواجده معنا بهاي الليله ورؤوف متواجد بنفس الكلام ثنائيه بالثنائية اعتقد ديو لديو متواجدين نجمة جالاكسي لورد ورؤوف حاليا متواجدين معنا ثنائيه بداخل هذا المستودع 1-0 للاعبين المتواجدين معنا بدايه للنجمة جالاكسي راجنروك من مكان ثاني ورؤوف متواجدين معنا 10 دقائق للمتعه فقط لا اكثر ولا اقل هذا اللي نحن نشوفه

الشرق الاوسط واكيد ال ار اي والقلعه الزرقاء، احنا عارفين بنجوم لامعه متواجده معنا من التيمين وبدايتها حاليا ما بعد الاول والثاني أربع متواجدين معنا حاليا اربعه صفر للاعبين المتواجدين معنا لنيك مغلكسي من البدايات الثنائيه حاليا لرؤوف بريستيج موجود معنا بيحاول قدر الامكان فور بيك يمين يسار على مين بريستيج موجود لورد ورؤوف موجودين والثنائيه من نيك ماجلاكسي راجنروك مش متواجد معنا حاليا راجنروك من الصفقات يعني اللي انا بشوفها من الممكن او اول شيء نتمنى لهم التوفيق يا هنكي هذا اول شيء بالنسبه لار تي سبورت اكيد وانا نجم جالكسي نفس الكلام ككوبس وتواجده معاهم يعني باذن الله انه نشوف لهم مستقبل ان شاء الله انه يكون باهر وناجح مع التيمين المتواجدين بالنسبه للصفقات المتواجده معنا حاليا فنشوف كيف راح تكون لهم بين ام ناطرتهم ومستنيتهم ومنتظر اكيد كل لحظه من لحظات هاي اللي احنا شايفينها شوف انت قاعد تقول بي انا اقول لك هذه العقبه الاولى او نقدر نسميها الخطوه الاولى للفريقين انهم يدرسون معانا في بطوله الهيرا اليت اللي راح تتواجد معاهم ال 18 فريق الاخرى اللي جاي معاهم من بي ال وكذلك 12 فريق متاهل معانا من التصفيات جالكسي يتقدم واضح جدا وين راك وين الكلوز راك شكله يحتاج ليه خويه الاوركني اللاعب معاه في المنتخب يحتاج يقول له تعال نشوف الكلوز ولا لورد ورؤوف عندهم كلمه اخرى شوف برستيج الان اخذ فيه الاقصاء لكن الان قدام رؤوف هل يلعب مع دول رؤوف يقول له العب معاي دول جرب حظك لاحظنا قبل على سنه 2022 تركي يعني اعطانا اشياء كثير لعبنا سموكر ورؤوف صار فيهم تحديات وفاز رؤوف فاتوقع الان الفوز عنده فرصه كبيره جدا لكن الان نستكمل الان الضغط الكبير قاعد يصير لورد برسيج يحاول يتوغل بين اللاعبين لكن روك ياخذ اول اقصى لكن الثاني الان لسه ما بعد يصير معانا الا تقدم فريق النجمة جالكسي بتسع صاد على خمسه تسعة خمسه تي دي ام اتوقع المشاهدين المتابعين معانا في الشات الان مبسوطين على تي دي ام وحابين هذا الشيء لورد جميله لورد جميل لورد جميل الدمج اللي كان لكن رد عليه بتربل هيد ما عنده اي مشكله لكن لورد والان راجن روك, روك, روك خل الدمج عالي يا لورد الامير امير المستودع نقدر نسميه امير المستودع قاعد يقدم افضل ما عنده الى الان لكن الان رؤوف جميلا برسيج بدون اي هيت مارك يا رؤوف اي وسلم منك برسيج ولورد الى الان جماعه خير مره ثانيه نقول لكم الشيء اللي قاعد تشوفونه الان تي ام الـ بين فريقين عندهم جايتهم دعوات لعبوا معانا بعض الاسبوعيه شاركوا فيها وحاولوا يلعبوهم معانا الجوائز كذلك انه انت تقدر تشارك معانا وتدخل معانا في هذه المسابقات اللي قاعد يقدمونها البطولات واللي يقدمونها لنا شباب بلهيرا يعطيهم العافيه الدائمه اسبوعيه شهريه ربع سنويه حكايتنا طويله جدا بدايه سنه 2023 هم بدهم معانا هذا الدعم للسين العربي في عالم الاسبورت في نستكمل برسيج يلا على التحويل على اللورد ياخذ اول اقصاء اللاعب الثاني رؤوف الارك نروح جم شوت جم شوت لعب فيه شوت يلعب على التايم وينك يا بريسيج وينقذ الان وياخذ فيها الاقصاء وصار التعادل التعادل غير عادل واخيرا تقدم فريق الار اي ما 12 11 دوز جميله من رؤوف قراها صح برستيج قاعد يهيل برستيج ما قرا ولا سمع لكن اللورد وين مكانك لورد جالس فوق الكشك ويحاول يشوف اللاعب شافه اكيد وشاله لكن الرؤوف لاحظ معانا رقنا روك حذاري رؤوف رؤوف بعد ما سخنوا شباب اللي رايت يعني كانه يقول قاعدين نسخن حق جيمنا الاول اللي راح يكون معانا بايرنجل زي ما صار امس ايرنجل سان هوك مير مره ثانيه ميرمار ايرنجل ما خبطني يعني اذا تغير شيء هذا معتز هذا شيء راح يزعلني ما توقع نفسه صح ما راح توقع راح شيء هاي شوف سكاجل اصلا بعد هذه المباراه بعد تي دي ام تعتبر خلينا نقول تحميه للفريقين المتواجدين معنا حاليا المتواجدين في تي دي ام تحميل الفريقين فقط ما راح نشوف فيها ظلم لان هاي فقط من نوع نقول فن نوعا ما المتابعين المتواجدين معانا شويه آه لحاولوا قدر الامكان يدخلوا في اجواء البث حاليا برستيج ودروب شات موجوده معانا من البرستيج بدايه بيس رايح فيها ما فيها ابدا رصاصه واحده ويكون طاير البيس متواجد معنا راجنروك الثنائيه وريمونتاد بالفعل من لاعبين لاري تي سبورتس حاليا بعد الاربع صفر بدايه وبعدها ما بعد آه شفنا تقدم بشكل كبير لنيك جالكسي بعدها تي سبورتس ورجعه كبيره حاليا لكن وين واحده بواحده حاليا من بدايه مرة ثانية من راجنروك على اللاعب على رؤوف بالتحديد ورجع لبرستيج مرة أخرى حاليا لدعم راجنروك بيحاول قدر الإمكان يسبورت هذا اللاعب لعرض نفس المكان لكن وين راجنروك الأول لكن رؤوف يردها وبالفعل رد الاعتبار هنا وبرستيج موجود معنا يحاول 15 ل 15 متواجد معنا حاليا بهذه النتيجة المتواجدة وخمس دقائق فقط متواجد معنا لنهاية هذا الحدث ونهاية التي دي أم وهذه المعركة ما بين الأر أي تي سبورتس جمب موجودة من برستيج بيحاول قدر الإمكان على لاعب على نجمة جلاكسي لورد بالتحديد على هذا الامير بوش موجود مع دوج مع برستيج مع لعبه لاري تي لأول لاولها وبالفعل هذه اولى التقدمات المتواجده معنا مع لاعبين لاري تي سبورتس بدايه راجنروك من مكان ام رؤوف متواجد معنا بيحاول قدر الامكان هنا وفيك بيحاول برستيج من جهه اليمنى واليسرى موجودين ياخذوا اولى اللاعبين راجنروك لورد ثانيه لكن وين 17 بالفعل تقدم لنقطتين للاعبين لاريتي تي سبورتس يا ولد يعني عليك يا برستيج لو اتش بي رصاصه واحده وحتكون هي النهائي للاعب لبرستيج جاك روك راجناروك باش روك بالفعل هذه النهايه وهذا السبورت القادم من اللاعب من روك من قوه من برستيج جاك لورد موجود معانا وهي ما ثلاث نقاط فقط فرق ما بين لاعبين متواجدين معنا ما بين النجم جالكسي ولا ريتي سبورتس رؤوف كيف راح يتصرف اللاعب لورد نفس الكلام بريستيج خلي بالك من لورد واميره متواجد معنا حاليا وامير النجم جالكسي من النجمه جالكسي ونقطتين فارق بشكل كبير تقليص للفارق بشكل اكبر واكثر ونقطه واحده فقط ما بينهم ما بين الاريت ما بين بريسيج بيك لكن وين بالنهايه رؤوف ابري فاير هالكلام الكلام حاليا على هذه المنطقه لورد بنفس الكلام هيحاول قدر الامكان بوش بشكل كبير بعد الرجوع بالنتيجه بشكل اكبر هي لكن وين يرجع مره اخرى بالتقدم لاعبين لاريتي سبورت مره ثانيه لبريسيج ناروك بدمج كبير على هذا اللاعب لكن بالنهاية النهايه وحيرجع رجعه اقوى اكثر واكثر, وأكثر, وأكثر وش متواجد نجم جلاكسي رجع اكثر واكثر هي والتعادل المتواجد معنا حليم بهذه اللحظات وتقدم لاري اي سبورتس واحده بوحده شوف كيف التقدم اللي عم يصير هنكي ياخذوها اريت يرجعها مره اخرى حاليا لاعبين نجم جلاكسي يرجع مره ثانيه لاري اي سبورتس للمره الثانيه وتقدم مرة أخرى للاعبين على إي سبورتس متواجدين معنا حاليا كيف حيتصرفوا كيف حيلعبوا لاعبين النجمة جلاكسي هل راح يرجعوا حاليا رجع بنقطة وحيدة فقط آرية نفس الكلام هل راح يكونوا قادرين لرجع حاليا متواجدين معنا بعد دقائق فقط موجودة معنا تفصلنا دقيقتين ونص متواجدة فقط لنهاية هذه المباراة بوش موجود من اللورد حاليا بعد سماع ابدا ما في صوت الله آه يا راجنروك لكن رؤوف يرجع ويسترد ويسترد هذه النقطة المتواجدة معنا اللي يحاول راجنروك من مكان ثاني بوش لكن وين اللورد موجود هي لورد هي بالفعل هذه نهاية هذه <applause> يا ولد يا عين عليك يا راجنروك ام رؤوف موجود معنا بريستيج ممكن حاليا تعادل هذه قريبة بشكل <applause> كبير يا بريستيج موجود 1 اتش بي رؤوف ونهاية بالفعل هي لكن روك لورد ومين وراجنروك متواجدين معانا 1 في ون هنا النهايه ممكن ان تكون ام صعبه لورد بدمج كبير على اللاعب على برستيج للتقدم بنقطتين مره اخرى على التوالي لاعبين هيل نيك ما نجوم للشرق الاوسط متواجدين اما القلعه الزرقاء ستكون هنا بداخل داخل التي دي ام في معركه حاليا صغيره ومصغره ما قبل المعركه الكبرى المتواجده معنا وما قبل المعركه اكيد على جواز كبير متواجده معنا نيك ما جالاكسي وانا بيحاول قدر الامكان ونصف هنكي على نهاية هذه المباراة وعلى نهاية لنعرف مصير مين هيكون الفاز في هذه المباراة لورد جميل جمب شوت العطاب فوق الهنجر ثم يرجع له على طول البوش بعد ما اعطى الدمج الكافي انه ياخذ فيه بهدين هذا الاقصى لك روك الان لاعبين انتبه حذاري يا روك امامك لورد الامير الامير اخذ له دمج جميل من روك لوردني ياخذ فيه الاقصى لك لسه برستيج حاول جمب شوت رؤوف هل راح يقدر رؤوف على اثنين ضد واحد رؤوف لسه قاعد يعاني لكن شوف البك من مسافه بعيده من لورد جميله جدا برستيج رؤوف جمب شوت دبل اقصى على طول يا مجنون يا رؤوف موفمنت والأروع اروع وبكه ولا اروع من لورد سووها صح لك ماك ما قراها صح الان رقنا ياخذ صار تقدم ثلاث نقاط من شباب النجمة ما ولكن لسه رقنا روك في 1 مع لورد لورد جميل رقنا روك الدوج اخذ دمج عالي ما قصرت لورد لكن راوف يروح الان ويرجع فرق نقطة واحدة ايش هذا ايش الكمباك ورا كمباك مرة يتقدم شباب النقبة جلاكسي يرجعون لرأيت يرجعون مرة ثانية النقبة جلاكسي يتقدمون يعانون فيها ويرجعون نقطة لكن رقنا روك ما قراه وما سمع ولورد ياخذ فيه الدبل اقصى سريعة سهلة جدا بالنسبة له شافهم مصطاد الاول بكمين واللاعب الثاني بغدرة والاروع من بوزيشنينج صحيح في تمركز في المركز العالي جدا هذا همه انه يكون اول 30 ثانية فارق معانا ثلاث نقاط فارقه لك لك لكن برستيج الان خلاه دمج من الشمال رقم روك وينك تعرق روك لك راوف داخل بعنف لكن برستيج رد عليه يقول له جاي تبوش ياخذ فيها على طول الاغصاب نقطتين 15 ثانيه تعادل ولا متعادل فيها هي ام هل فيها اوم لورد الان ياخذ دمج جميله جدا من برستيج فرق نقطه واحده ثمان ثواني سبع ثواني يا الله لك خلاص 34 نجمه جالكسي فوزهم في الجيم المستودع مبروك لهم صراحة اللورد ب 20 اقصى 14 اقصى عند رؤوف برستيج 18 اقصى 13 اقصى عند راجن روك صراحة ادوا معانا لورد ابدع وكذلك رؤوف ابدع معانا شوف هم داخلين انهم يلعبون دوز شوف صراحة الفرق الوحيد تدري شو؟ انا أتمنى تشوف سكتون برسيج عشان تصير عادلة لو انها ما صارت هذا يعني فاهم إن في سينرجي في نقدر نسميه كيمستري بين اللاعبين لكن هذا اللي صار معانا معتز اتوقع الشباب موجودين معانا خلينا نروح عند الهوست والمحل ليجند وما خليكم معاهم شكرا هنكي شكرا معتز بدينا بالمقبلات مباراة ايلي باظهار المهارات الفردية منور يا ماو يا ماو بطولتنا ثقيلة اجت بمجموعة بطولات لوصلنا لهذا الحدث اليوم اللي حيكون على مدار ثلاثة ايام على مدار الاليت كانت بطولات اسبوعيه وكانت بطولات شهريه لاصحاب النفس الطويل سيستم البطوله ونظام البطوله حنتحدث عليه اكثر واكثر ولكن على الفرق اللي تاهلت ووصلت معانا خلينا نشوف الجدول ونظام الفرق والتيمات اللي معانا يماو ونتحدث اكثر واكثر عن سيستم بطوله بلاي هيرا والبرايز بول تبعها وكل تفاصيلها اللي راح نسردها الان باذن الله باذن الله شوف اول شيء احنا استمتعنا بالشو ماتش الجميل اللي حصل ويانا وهذا هذه الحلاوه اللي قاعد تخلقها بلاي هيران. اوكي في منافسه لكن بنفس الوقت تحاول تعطي الجماهير وتخلق روح حبيه وديه ما بين كل المتواجدين من فرق محترفه وفرق توها صاعده في هذه المنافسه، هني لاحظ تواجد الفرق المشاركه معانا اليوم نجمه جالكسي الغني عن التعريف الريتايرد، واحد من الفرق في الريجون السعودي اللي قدم صوره جدا جيده واليوم ننتظره باستكمال هذه الصوره والابداع اكثر فاكثر، البي اف واحد من الفرق اللي اثبت نفسه من بينما سين وانت شاهدت ادائهم الخرافي اللي قدموه في هذيك الفتره ونتمنى انه نشوف نفس هذا الاداء بالمنافسه اكثر واكثر اسينشال اولد سكول ممكن تكون في اسماء موجوده من ضمن الاولد سكول عندها خبره ومشاركات سابقه سلاي ماشين الجي كي اليوم ولوريدو ثاندر لوريدو ثاندر بنتاكد اكثر من من هم الـ هم نفسهم التيم نفسه لان على الاغلب انه صارت في شويه امور بخصوص المنظمه الايكورد نار اي سبورت كونكرر نيكس اكس تريبل، الجي كيو وايضا سول اي سبورت وتيم الفالكون راح اتكلم عنهم بشكل تفصيلي مع مجريات الجيم ونعرف عنهم ونستذكر بعض الامور الخاصه فيهم. حلو ونشوف اكثر تفاصيل البطوله عن البوينت سيستم والبرايس بول وكل ما يخص البطوله، طبعا نظام البطوله والبوينت سيستم الجديد يا ماو للتشيكن للمركز الاول 10 نقاط، ست نقاط، الخامس فالرابع وهكذا. تغيير سيستم البوينت سيستم ماو رح يغير من نظام اللعب بكثير بالصالات وطريقه لعب، حنتكلم عنها اكثر تفصيليا نظام الـ 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 البطوله خلينا نشوف البرايز بول جائزه ال 10000 دولار كما ظاهر امامنا لا. على الشاشه ماو وايضا كمان الام في بي له في بي البطوله 500 دولار ماو البوينت سيستم نتكلم عنه ونتحدث عنه شوي وكيف راح يكون مدى تاثيره الايجابي والسلبي على الفرق التاثير السلبي انه ممكن نشهد في فتره من الفترات فتره خمول بحكم ان عدد اللاعبين والمتوازنين والتيمات يكون قليل في احد الاستيجات فهذا الشيء اللي احنا ممكن يكون سلبي لكن الايجابي انك راح تشوف فايتات وممكن تكون فايتات ممتعه للمشاهد كشو هني جدول لل... جدولنا لليوم راح يكون يرنجل ميرامار سان من ثم يرنجل المره الثانيه وميرامار بالنهايه وسان لكل, لكل مات يا صارت حكاية واحدة هي اللي الله يستر منها أما الباقي أنا متأكد أنه راح تكون فيها متعة عالية شوف نظام النقاط الجديد مع توزيع الجوائز راح يكون في حذر يعني الجوائز اليوم مربوطة على الثلاث أوائل فقط اوكي دور المجموعات ممكن راح نلاحظ ان الكل بس يبي يضمن نفسه من ضمن التوب 8 لكن بالفاينل راح نشوف اسلوب لعب غير عن المجموعات أعطيك اياها بشكل مسبق بحكم ان التاهل من التوب 8 ما في جوائز على المراكز فراح نشوف متعه استعراض فرض شخصيه ابراز عضلات لا اكثر لكن حلو. الحذر والكلام كله راح يكون في الفاينل حلو بعجاله يا اخوان انا ومدير المشروع هاي البطوله ببلاي هيرا الاستاذ تركي عبيد تحداني وتحداكم تحت الهواء انه تجيب الالف لايك هل حنجيب الالف لايك او لا ماو بيعوا جال الجيم الاول ما لحقنا وحنتكلم على الانتدابات الجديده والدخول لبعض اللاعبين اللي تقال حنتكلم عليها بعد انتهاء الجوله الاولى ولكن ارينجل الاولى وقراءتك لها بيعوا جال يا مو بعض التعارضات ممكن تواجه بعض التيمات لان في اسماء ممكن الاول احتكاك لها وهذا الشيء اللي راح يعطينا متعه في بدايه الجيم هل تتوقع تشكل لفريق لا صعب التوقع اماراتا <applause> خايف أولا صعب التوقع لانه انت بس تتوقع لا والله صعب دلار. صعب كل شيء وارد كل التيمات الواصله لهذه المرحله ادت دور خرافي خلال الثلاث اشهر الماضيه في تحضير كان قوي وفي انسجام دخول اللاعبين الجداد تاقلم ودخول الاجواء وهذا تحضير قوي وبطوله قوي بجائزه العشر ألاف دولار كل هذا وذاك اعزائي المتابعين النص الشريط الاحمر بنهائي وبطوله بلاي هيرا دريم سيريس اليت في المرحله الاخيره مع الممتعين بالتعليق وبالاداء اتفضل يا معتز اطربنا ومتعنا يا هنك الهوى لكم وفيكم الخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لنرجع لكم ونكون متواجدين معاكم باذن الله باولى مبارياتنا لهذه الليله شكرا ماو وشكرا لجند الله يعطيكم الف الف عافيه. على تغطيتنا وعلى الاستوديو حالياً بداية نرجع لكم ببداية أولى المباريات معنا في هذا الفاينل في بداياتها من أول الأيام والليالي وسهرتنا الرمضانية المعتادة اللي امبارح خبرناكم عليها ونكون متواجدين معنا ومعاكم بإذن الله لنكون بتغطيتها أنا وهنك إن شاء الله لهاي الليلة متواجدين معنا ومعاكم لنشوف مين حيكون حيكون في أعتقد أعتقد مش عارف بس أعتقد إنه في ريهرس ليك بسيط يعني لو في عفوا ريهوست عفوا هوست بسيط حيكون أه حروح نرجع لكم احنا متاكدين يعني ما رح نطول متاكدين احنا ما راح نطول فاخطاء بسيطه وانتم عارفين انه هاي الامور اونلاين والاخطاء الاونلاين متواجده واجد ايا كان يكون انت ببيتك موبايلك قاعد ماسكه فصلت شبكه فصل انا ايا كان يكون فبالنهايه احنا عارفين اونلاين فاي شيء خطا وارد يعني وباي لحظه ممكن الخطا يكون وارد لكن باذن الله نرجع لكم باقرب وقت بثواني بسيطه ما راح نطول نهائيا ان شاء الله نرجع لكم بأولى مبارياتنا ونشهد على خمس مباريات كمان لهي الليله اللي تكونوا على معرفه مثل ما خبروكم الشباب ما هو ليجند آه حنبدا بايرنجل حنروح ميرمار وحده سانهوك نرجع اليوم من الليله راح تكون اثنين ميرمار واثنين إيرانجل ما راح تكون واحدة ميرمار وواحده سانهوك فقط راح تكون واحدة سانهوك اثنين ميرمار واثنين إيرانجل راح نكون متواجدين فيها ان شاء الله معنا ومعاكم فانا اتوقع الليله راح يكون فيها حماس صحيح امبارح شفنا الحماس شفنا اي سبورت شفنا باداء كبير لكن بطولة ليلة الأمس أو ليلة الأمس اللي كانت هي مختلفة عن هاي الليلة أبدا يعني غير مغايرة عنها البارح اللي كنا نلعب عليه كانت جائزة 800 دولار الليلة نحن بنحكي على 10000 دولار متواجدة معنا حتكون جواز للتيمات الموجودة حتى التيمات اللي كانت ليلة الأمس مختلفة عن هاي الليلة ستة منهم فقط يتأهلوا توب 6 اللي كانوا متواجدين معنا ستة راح يتواجدوا معنا هاي الليلة والباقي ما تبقى حتكون ما بين دعوات وإلى آخره متواجدين معنا ان شاء الله فباذن الله انكم تستمتعوا اسماء كبيره من هالخبرات منها هالطامحه اللي حكينا عليهم ليله الامس اللي متواجدين معنا ومن هالخبرات الكبيره اللي صراحه يعني امبارح انا حكيت عن بعض الاشخاص الطامح انه حلم بالفعل اي شخص يكون لاعب مثلا يلعب مع ضد لاعبين ايا كان يكون يعني بنحكي على لاعبين خبرات بشكل كبير ولاعبين الاي سبورت بحد ذات اللي بنحكي يعني عليه نحن فيتعلموا منهم يعني نحن نكبر وايام اصلا بالدنيا نحن بالحقيقه اللي نحن فيها واللي كل يوم نتعلم اللي اكبر منا، كل يوم نتعلم فيه، كل يوم نتعلم فيه، هاي نفس الشيء، هاي رياضة يومياً تتعلم شيء جديد، ممكن الشيء البسيط الخفيف هذا اللي أنت ممكن تتعلمه يؤدي لك لتطورات كبيرة مع الأيام القادمة، فبالتوفيق للجميع ونتمنى لهم والله التوفيق يعني. إن شاء الله، صراحة أنا يعني معتز، احنا ما شفنا اللي هي الكونتندرز اللي قبل، اللي كانت الشهر الماضي، شفنا هذا الشهر فقط الـ 14 فريق تنافسوا، وأكثر فريق شدنا فريق السول ابي اعرف ايش راح يسوي اليوم فريق السول يعني قدام فريق النجمه او جي كي وكذلك تريبل على فالكونز أه يعني تعرف فرق خبرتهم كبيره جدا وعارفين يتعاملون في اسوء الظروف وحتى اريد ثندرز والاي كورد كذلك يعني وجي كي يعني فرق كلها راح تعطينا اسلوب انه هم عندهم قوه هجوميه وعندهم كذلك خبره كبيره جدا من كل لاعب يعني ف ابي اعرف ايش راح يسوي السول اليوم بعكس امس اللي بداها معانا اللي ما حضر امس اكيد الجمهور الفرق الاخرى اللي حاضره معانا انه قدم جوله اولى خرافيه ب 22 اقصاء 21 اقصاء سوري 21 اقصاء بتشيكن دينر كان جاي من نوفو من الجنوب الى شمال غرب يعني هذا الفريق كان يقول لك انا ما ضرني اي روتيشن انا اقدر اصنع الروتيشن انا اقدر ادخل فايت باول الزونات وبنهايه الزونات وهذا الشيء اللي اعطوهم بانهم ياخذون 21 اقصاء لكن اليوم هدف كل الفرق صراحه يعني انا بتاهل تو بيت ما يهمني شيء يعني معتزل جاي تصفيات الان تبي تتاهل مثل البرايز بول 10000 دولار راح توزع وقت النهاية اليوم الاخير اللي هو اليوم الثالث اللي هو يوم الاحد فاليوم ما راح يبين كل شيء لكن احنا راح نستمتع لكن السول ما احس انه فريق يقول لك انا ابي اضمن التاهل بس يا اضمنه 100% توب 1 ولا لا الفرق الثانية المعروفة يعني أشد من نار على علم يعني ما يحتاج أن أقول لكم والله جي و... احنا عارفين فرق فرقة البي لكن الفرق اللي أبدع معانا من الكونتندرز هذول الفرق اللي احنا راح نركز عليهم أكثر أتوقع حتى المشاهد راح يشدهم يشدونهم كثير المدربين الكشافين اللي يدورون على لاعبين يدورون على الفرق يمثلونهم بعض الأحيان في البي من ناحية أرابيا أو أفريقيا فهذا الشيء أنا مبسوط عليه أن احنا نقدر نسميها تدريبات ان تبرز فيها اللاعبين اللي يقدرون يوصلون لهدف الى منطقه جميله من لعبه الاحتراف انك توصل هذه الرياضه الى انك تكون لاعب محترف 100% مو كل اللاعبين محترفين في لعيبه محترفين 100% من ناحيه نومه من ناحيه اكله أو شربة رياضته وتمرينه هذا لاعب محترف فانا متحمس آه معتز هو لاعب شوف اللاعب المحترف لازم يكون حاويها من من كل الاطراف أيوة آه من كل التفاصيل أيوة وين ما آه آه كان يكون نوم آه اكل كريستيانو رونالدو شباب كريستيانو <applause> فلازم يكون حاويها من كل الاطراف والله نتمنى اتمنى لهم التوفيق للجميع كل موجود كلهم شو راح يسوون اليوم؟ بالاي سبورتس والله ما اعرف يعني امبارح اللي شفته انا اشوف في طلعوا معنا بشيء خرافي في جيم ذكي يعني بكلات خفيفه عاديه بسيطه اقصاءات خفيفه ومع هيك جابوا تشيكن ولما شفنا لهم بده يبدوا القوه تبعهم حتى يدخلوا الزون كانت موجودين فكانوا موجودين بالطرفين بالجهتين يعني بدك ذكاء بدك هدوء موجودين وبدك كمان قوة كانوا بعتاد كبير حتى يدخلوا الزون كمان دخلوها نفس الكلام فطريق كان كله مجهد بشكل كبير للاعبين سول اي سبورتس وكانوا قادرين على هذا الشيء فما شاء الله عليهم ونتمنى لهم كل التوفيق اكيد لكل التيمات ما يعني ان كان سول ولا غيرهم بدون اي استثنائية تيم من التيمات المتواجدة معنا من الفرق المتواجدين معنا الاسم الكبير او الاسم الصغير الطامح اللي هو حاليا عم يتواجد معنا لبين يعني كل الشكر اصلا لبلهيره ونعناه على على هذا التغطيه وهذا الشيء وهذا الثناء بالفعل اللي عم يقدم للتيمات بشكل كبير ليجمعهم وليكون جامعين هذه الفرق المتواجده معنا بهاي الليله لا نستمتع نقدم المتعه كان مشاهد ولا نحن كمعلقين متواجدين باذن الله نقدم لكم المتعه اللي انتم طالبينها واللي انتم باذن الله تستمتعوا فيها ان شاء الله في هاي الليله وبرمضان ونرجع مره اخرى ونقول لكم رمضان مبارك علينا وعليكم وان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والعافيه باذن الله تعالى وبداية مع إرنجل مع محبوبة الجماهير وخط طيارة معتدل بالنسبة لجميع كل متواجدين من الفرق المتواجدين معنا في منصف منصف لهذه الخريطة متواجدين معنا في بدايتها ومن الثلث الأول للطيارة فالكون إي طبعا للمكان وللمعتاد ياسنايا سنايا وليانا متواجدين معنا فيها الفالكون والصقور هنا متواجدين لصقور المملكة العربية السعودية فالكون إي يوسف فورفول ونيفرالون متواجدين رباعية متواجدين بالكامل تريبل دي علي متواجد معنا يوزع بيجورس متواجدين مرت نفس الكلام وجي كي سبورتس طبعا كالمكان المعتاد متواجدين فيها روزوك اما في عاصمتها متواجدين اعتقد اللي هم نجما جالاكسي ام سيكون متواجد معهم ضيف حال متواجد معنا ام لا راح نشوف هون متواجدين معنا بالفعل نجما جالاكسي موجودين اما الضيف اللي متواجد معنا مع نجما جالاكسي انس موجود معنا وحطان اعتقد متواجد معنا اسماء موجودين هنا متواجدين لاول مره بنشوفهم لكن متواجدين معنا في داخل منطقه خلينا نحكي نجما جالاكسي هي المتواجده معنا هم المتواجدين معانا خلينا نشوفهم كيف راح يصيروا يتصرفوا مع لاعبين النجمة جالكسي مع الرباعية هذه المتواجدة معنا بوشينكي كوبس من البداية هذا اللي كابوس اللي شفناه واللي ظهر مؤخرا يعني لما نحكي كوبس فنحكي كابوس هو بالفعل تيمات كثيرة متواجدة كاسم متواجد معنا بالفعل كابوس المينا ممكن أن يكون هذا الشيء اللي ناطرينه في داخل البي ام بي ال اللي بنستناه بكل ولا أحر من الجمر حرفيا وبفارغ من الصبر ناطرينه مستنينهم حاليا نشوفهم برباعية متواجدة معنا حاليا أما بالميني كام نظهر وبيتواجد معنا أكثر من تيم متواجدين معنا الكونكر بفايت ثاني اوت واحد متواجد من لاعبينهم ديو ديو اما لاعب واحد موجود حاليا اللي يحاول قدر الامكان يعطي الريفايف هذا الشيء اللي بنلاحظه ونشوفه حاليا في الميني كامل نظهر معانا الفايت بالكامل فالكون لاعب من لاعبين الله على الام 7 على البارل على اللاعب بدايه دمج بدمج كبير من رؤوف واللاعب الثاني متواجد معنا في المقابل موجود معنا لنشوفهم كيف نيد بعيده كل البعد ما فيها ابدا من مهند متواجد معانا حاليا رؤوف من مكان ثاني وفريق ولورد واميرها وامير النجمة جالكسي وامير نجوم الشرق الاوسط المتواجدين معنا حاليا اما كوبس هنا وفريك متواجد معنا وصخره النجمة جالكسي لورد بيحاول قدر الامكان لورد بحركات سينمائيه هون متواجد معنا حاليا في داخل ببجي موبايل وحركات اكيد هذه كلها تكتيك خاص بشكل كبير لورد بدايه مع هذه الحركه وبالفعل وبدايه وبدايه كبيره بدايه على النك الاول وثانيها بالفعل كان على مهند اما النوك فينش متواجد على لاعب من اللاعبين المتواجدين معنا ثنائيه فقط متبقيه ديو اخر من تبقى نورد بيحاول قدر الامكان استكشاف هذه المنطقه اكثر واكثر ليكون قادر او يكشف المنطقه بالكامل ليكشف اي لاعب متواجد معنا مثل ما تم اساسا اكتشاف اول لاعبين وبعدها تم أصلا النوك بعدها الفينش واقصاء اول اللاعبين هذه بداية بدايتها بنشوفها بدايه مع النجم جلاكسي بدايه كبيره مع فريق حاليا واقصاء بالفعل وتاكيد هذا نوك اوت انس من مكان ثاني حاليا واللاعب الثاني متوج معنا للديو نيك جالكسي بالرباعية بيقول لك خلاص يعني مكان مكاني والزمان زماني وهنا زمان النيكبا بقلسي ومكانهم أصلاً أراضيهم ملاعبهم لا أحد يقرب عليها وأنت لما تكون معتدي على أي أرض فبالنهاية رؤوف هيكون قادر لرد هذا الاعتبار كله بالكامل ولرد الثار هنا لأي لاعب ممكن أن يعتدي على هذه المنطقة كلها بالكامل فبوشنكي منطقة للنجمة جالاكسي مكان للنجمة جالاكسي كي ام ايرون سايت فريك ولأنه كان بداية من أنس حاليا متواجد معنا اللورد بيحاول قدر الإمكان هنا وأنهيها هنا ويخلصها بالفعل هنا اللورد هنا الأمير هنا رباعية من الإقصاءات متواجدة مع النجمة جالاكسي لأنه بالفعل هذا الفايت والبداية وهذا المعتدي بداية على بوشينكي وأقصى لولا اللاعبين احنا كفريق طامح نحن بنحكي او لاعبين متواجدين ليحاولوا قدر الامكان ياخذوا خلينا نقول بيحطوا بصمتهم ايا كان يكن في داخل بوشينكي فبالنهايه المكان يعني له يعني قاداته فنجمة جالكسي قادة لبوشينكي متواجدين فيها شفنا انا اتذكر تيم خلينا اذكر اسمه بس الذاكره شوي خانتني في تيم اللي اللي كثير عمل ضجه بالمين لما شفنا بالبين لما دخل فيستا صحيح فيستا لما عمل ضجه كبيره لما كان النزول مع لاعبين نجمة جالاكسي في الايفنتات ايا كان يكون في اي اجتماع يجتمعوا فيه بشكل كبير بالنسبه للبطوله او ايا كان يكون لما دخلنا على الجد لما دخلنا على الروح بشكل كبير خلاص انت هون بدك تقاتل هون المعركه الحقيقيه لما دخلنا عليها بي السلام عليكم، قال لك أنا بمشي من هذا المكان ما لي دخل بأم بيشنكي أنا بطلع منها ولا لي دخل فيها خليني أمشي من هذا المكان، المكان مو مكاني، المكان مكان النجمة جلاكسي وهذا القرار اللي شفناه هو قرار برصاص وبينامل من النجمة جلاكسي ليستبعد هذا التيم من البدايات ليكون تسون بالفعل، يا يعني يمكن من بدايتها مركز 16 وإحنا عارفين أصلا إذا أنت مركز تاسع فأنت تسون، مركز ثامن حتحصل لك نقطة واحدة. الموضوع ما هو موضوع ابدا سهل موضوع النقاط وتجميع النقاط ما هو سهل ابدا لكن امبارح اول مره في مسول اي سبورتس يحسسنا بسهوله النقاط وبسلاسه النقاط وتحصيلها <applause> سول اي سبورتس 21 اقصاء والله 21 اقصاء كان عدد نقاط هائل جدا قاعد اتكلم عن 31 نقطه يعني شيء مو سهل يعني صراحة ما أيد أي فريق صراحة يعني طامح وواصل أو يحاول يوصل إلى منطقة إنه يوصل بي بيل أو حتى يمكن يواصل بي بيل دائما تجنب المناطق الفرق اللي حافظة منطقتهم 100% يعني شوف كيف لعبوها يا شباب النجمة ما لعبوها ترى قوة عضلاتهم أو قوة لاعب واحد لعبوها تكتيكيا هم محافظين وعارفين كيف يتعاملون مع أي فريق يجي معاهم وأخذوهم بوصة كاملة ريتيرد حاسبوا حساباتكم ما قريتوها صح نجمة جالكسي فريق مو سهل مثل ما تقول إني بنزل يا سناي بريانا يا بريانا على الأغلى كبيرة إنك تسحب منهم من شباب الفالكون لكن الفالكون بعد من الفرق اللي حافظوا منطقتهم كاملة فنستكمل الآن حكايتنا مع الكونكرر شيتا اللاعب السولو زي ما عودونا دائما يعني شباب الكونكرر دائما مثل فريق الكورد 12 امس دائما يبقى لاعب واحد اذا بقى لاعب واحد صعوبه انه يجمع نقاط صعبه جدا بانه يوصل لها فنشوف الان اسينشال ريزولت توكسن ديشا جماز ديشا مشارك الان مع الاسينشال وكذلك مشارك مع فريق ذا فيجن السعودي في الدوري السعودي للرياضات الالكترونيه اليوم بتواجد كذلك مع فريق الاسنشال اي سبورت عنده اكثر من فريق يلعب معاهم وعندهم لاعب بالاحتياط محل توكسن اللي هو هيكسي آه وقحطاني اوكي هيكسي وقحطاني بس حبيت اتاكد مع الاسماء اسماء الفرق عشان تكونوا بالصوره كامله نجمه جريكسي ريتيرد اي سبورت بروت فورس وكذلك اسنشال اي سبورت اولد سكول سلايم ماشين جي كي اي سبورت وريدو ثندرز ايكورد اي, كورد اي سبورت ونار اي سبورت والكونكرر والنكست اكس انسيف سيف وتريبل اي سبورت وجي كيو طبعا تريبل اي سبورت السعودي وكي وجي كيو وسول اي سبورت وتيم فالكونز هذا اسم الفرق عشر فرق واصله معانا كدعوات اصحاب أه تذاكر البي ام بي ال وكذلك اصحاب المراكز السته المتواجده معانا في الكونتندرز الشهريه اللي اتصارت معنا بشهر واحد وشهر ثلاثة أو شهر اثنين وثلاثة عذرا شهر اثنين وثلاثة بالضبط هذه وصلنا فيها بينهم يصرون الآن وينفسون فرق على مستوى خرافي واحترافي بحث مئة وطبعا المراكز بالمراكز الأولى سنجل موجود من صالح يوزع فيجورس وعلي انتقال فيجورس من صفوف تويستد ماينز ودخوله مع صفوف تريبل اي سبورت هذه الانتقالات اللي صارت معانا في الفتره وجيزا جي كي كذلك انتقال مارث من فريق يلا الى فريق جي كي اي سبورت فهذه الانتقالات اللي قاعده تصير معانا لازم اركز فيها خصوصا حتى كذلك الفال تفريق فالكونز فريق فالكونز عندهم لاعب معاهم جديد عادل هو اضافه بعد خروج لاست من فريق فالكونز والى الان لا صراحه لاست ما نعرف وين راح يروح هل راح يستمر هل هو لقى فريق يلعب معاهم الان كتست او جود. الله اعلم يمكن بكره نشوفه وصراحه اتمنى نشوف لاست ما نفقده بالسين العربي ابدا في لعبتنا هذه المفضله والمحبه ببجي موبايل في السين الاي سبورت الان فيجرز روتيشن علي علي دائما قاعد نلاحظ يعني اخر فتره احنا مركزين على السوشيال ميديا اكثر اللقطات اللي تصير معانا اي لقطه تصير سوشيال ميديا احنا كلها على بينه وطلع عليها يعني لازم نكون متابعين ما عندنا شيء صراحه يعني ولقطات جميله اللاعبين كلها كلتشات يعني حتى تركي كان يقول شباب هذا قبل البيمبير قاعد نشوف كل مره كلت المشكله الكلتش اللي يصير او نقدر نسميه التدبيله بشكل عام اوكي الجمله الكلمه العامه عاميه انه التدبيلات اللي تصير دائما على فرق بيمبيل وهذا شيء شدنا كثير كوب سواها علي 21 آه لاحظنا بعد كذلك اما خاف ضمي ظني ظني آه دامي لاحظنا كذلك في الدوري السعودي آه تدبيلة من فتاة بنت من فريق البي ال, ال يعني اللي قاعدين نشوفه صراحة يروينا قوة اللاعب الفردي أكثر من نشوف قوة الفريق المتكامل إلى الآن إلى الآن ما شفنا هذا الشيء صراحة لو جينا على فريق ممكن متكامل يعني بالنسبة لي أنا شخصيا أحس الفريق اللي ممكن يقدم على مستوى صعيد جماعي مئة بالمئة وجاهز مئة بالمئة هو فريق الجيكي هذا وجهة نظري آه الفرق الثانيه اكيد عندهم لكن اضافات اللاعبين جدا من ناحيه راي تراجن روك من ناحيه النجمه جالكسي كوبس هذه الاضافات كلها طبيعي جدا ممكن ما تكون 100% ضابطه يعني كيمستري كامل 100% مستحيل هذا يعني نشوف المستحيلات، يعني لازم يكون في طرف القوة الفردية تبان بعض الأحيان مثل كوبز اللي نزل لنا لقطات كثير جدا، آه رجنا روك بعد ما كان مع نصر السنة اللي طافت 2020 في البي 20 ام بي تدبيلته على فريق الأر أيت، والآن بصفوف الأر أيت، هذا الاحتراف هذا الشيء اللي نشوفه، آه لاحظنا انه لعبه سولو بحته شال فريق كامل هذه اللي تتكلم عنها اعتقالات هذه الفتره دائما راح تصير هذا الشيء لكن فريق جاهز من سنه 2022 مسكبة على نفس الرباعيه صحيح اضافه مارث بعض الاحيان قاعد تقولون لي لكن فكروا فيها انتم معاك جي كي آه غيف راجنر ساتان، وهوب اربع لاعبين اساسيين مارث موجود معاهم اللاعب الخامس إضافة عندنا كذلك الان الدي اس سباي وآرتفول اوليفر تيمات اللي شفناهم صراحه على الصعيد البي ام سي او السعودي 2021 22 اوليفر ارتفول سباي الاسماء اللي ما تنسي دائما تذكر في الـ في, الـ في, الـ في الذاكره اللي انت شفت اللاعب صحيح ما شفته في البي ام بي ال لكن شفته في البي ام سي او شفته في البي ام سي في التورمنت او نقدر نسميهم التاير بي البطولات اللي توازت معنا او حتى التاير سي فصراحه معتز الهدوء هذا اللي صاير طبيعي جدا انا اشوفه طبيعي جدا يعني كل الفرق همهم وش هم ترى مو همهم مركز اول يبغى يضمن التاهل ما راح تشوفون فايتات كثير ما راح تشوف التحامات كثيره جدا غير الاحضان وهذا الشيء الطبيعي اللي راح يتداول معانا حتى مجموعة اليوم وبكره الا لو جاك لاعب او فريق واحد شاذ مثل السول امس سووها وقدموا مباراه جوله مجنونه لكن اليوم تسويها شوي صعبه لأن إيه. اصحاب خبره قدامك صحيح الامبارح قدموا اداء مخيف كان من سولي سبورتس لكن هل راح يكون في تقديم اساسا بهاي الليله مع تيمات كبيره متواجده معنا والسفاح من بدايه شفنا هذا التيم السفاح لانجما جالكسي من بدايه تشجيع له نفسه ولجماهيره المتواجده اكيد على البث المباشر وانتم المتواجدين على البث المباشر نتمنى انكم ما تنسونا من دعمكم ضغطة اللايك هذا وزر اللايك اكيد ما راح يتعبكم من ابدا والمتابعه اكيد لحساب بلاي هيرا اللي انتم بتشاهدونه منه باي منصه تكون كان تكون كان فيسبوك ولا كان يوتيوب ايا كان مكان بتظهر قدامكم وامامكم البث المباشر فنتمنى متابعه حسابه بنفس الوقت يا حبايبي زر اللايك لا تنسوه ونتمنى لكم اكيد متابعه ممتعه وباذن الله انكم تستمتعوا في كل تفاصيل هذا الحدث وهذه البطوله من كان من تاهل او من كان من فاينل من تصفيات الى اخره وللنهايه بنشوف النكس بعيد كل البعد في اطراف الميليتري في بعد كبير عن الزون متواجد معنا اما الاولد سكول متواجدين مع حاليا على اطراف جسر لهذا المطار اما لاعبين الأوردي المتواجدين معنا في داخل المطار نفسه هنا السولي سبورتس هنا ابطال ليله الامس هل سيكون ابطال لهذه الليله اللي احنا متواجدين فيها حاليا ماركوس وريبيس هو المتواجد معنا سباي هو من مكان ثاني حاليا اوليفر ارتفول واللاعبين الرباعيه كلهم بالكامل متواجدين معنا مش عارف اذا كان اللاعب الاول اللي اسمه برج يعني اذا ما خابني الظن اعتقد اللي هو برغ اللاعب الاول من الاولد سكول اللاعب المتواجد معنا اللي هو نمبر 1 برق سباي اوليفر وارتفول رباعيه مستنيين من, من الممكن انه ناطرين او منتظرين اللاعبين المتواجدين معنا في الضفه الثانيه اللي هم عارفين نحن وانتم وكل تيمات المتواجدين معنا في تواجدهم في داخل الميليتري بيس نفسها بالضبط وهو المطار اللاعبين اللي اوريدو ثاندرز المتواجدين معنا متواجدين معنا كان بطيخه ولا كل من تبقى من التيم كلهم متواجدين لهي اللحظات في هذه الضفه الثانيه المتواجده في ضفه المطار فمن الصعب من الممكن انك تكون قادر انك تعبر هذه الضفه الثانيه من الجسر هذا من الممكن ان يكون جسر الموت حرفيا لك او لتيمك او ايا كان يكون لكن امبارح في اثباتات ثانيه اثبتت عن طريق لاس ولاعبين متواجدين معنا عنيدين خلينا نقول نوعا ما اللي هم الار كي اللي النادي اللي كان فيهم لدخولهم من الجسر مع انه رباعيه كانت ماسكه الجسر اعتقد من السكاي روكيت اللي كانوا متواجدين معنا إذا ما خابني الظن أعتقد سكاي ركود كانوا متواجدين معنا رباعية أه ماسكين الجسر لكن على الفاضي ما كان في أبدا أي نوع نهائيا من الأقصاءات اللي كانت على الأرتوكي فقط نك واحد لا أكثر ولا أقل أما باقي ما تبقى عبر الجسر وما عندهم أي مشكلة نهائيا عن عبور الجسر هذا بالنسبة للأرتوكي هل سيكون الليلة هاي نفسها بالضبط سيناريو مر على الأرتوكي لنرجع يمر مرة أخرى على الأوردي ثندرز من عبورهم إلى الجسر أما اللاعبين هم معنا قصي لا متواجد معنا أو قيس عفوا قيس متواجد معنا هون ماركوس هسه موجودين ولاعبين السوري اي سبورتس علوش وريبيس هنا وحيدر اللي كان في بي بدايه باول مباراه لكن من بعدها ومن بعد نهايه ليله الامس كان متواجد معنا في المركز الثاني اربع اقصاءات نجمه جالكسي وجي كيو تيم متواجدين بثلاث اقصاءات اس ال يو المتواجدين مشين هم متواجدين معنا إس عفوا في اقصاء واحد اوريدو ثندرز نفس الكلام باقصاء باقي ما تبقى كل من التيمات المتواجده معنا في صفر من الاقصاءات اما التيمات المقصية بالكامل حاليا هم الكونكرر والريتيرد هم متواجدين معنا نفس الكلام تم اقصائهم الخسارة الوحيدة اللي تم تولي كانت عن طريق الورد ثندرز هم للاعبين النكست اللي متواجدين أساسا في ضفة المطار اللي هي الطرف الثاني حاليا جماز بمكان ثاني وأسلاي هم متواجدين معنا بيحاولوا قدر الإمكان جماز هنا متواجد معنا توكسن ولاعبين رباعية كلهم بالكامل نشوف الأسماء المتواجدة معنا مع جماز ريزولت وتوكسن ديشا وجماز رباعية مخيفة من هذه الأسماء جماز من اللاعبين قد الكبيرين والقديمين المتواجدين معنا في المينا لاعب كبير صراحه نشوف مع ديشا اذا ما خاب ظني هل هو اللاعب المصري او لا اللي هو ديشا كان زمانا مع الرادي سبورتس هو ودلهاب ومنير وكثير من الاسماء كانوا متواجدين معنا مع لاعبين الرادي سبورتس زمانا اما حاليا في مكاننا هذا وبالمكان اللي نحن فيه حاليا مع لاعبين ثانيين وروستا ثاني متواجد معنا ممكن انه يكون خلينا نقول فاتحه خير لهم وان شاء الله اكيد نتمنى لهم التوفيق دي بيس هذا السلاح المرعب للجميع المتواجد معنا بهذه اللحظه اللي شفناه يا عيادة لاعبين ومتواجد معنا بنشوف حاليا لاعبين برق لسه متواجد بهذه المنطقة حاولوا سلايهم بنفس المكان ديشا حاليا وبوش متواجد معنا وقرب أكثر وأكثر أما بالمقابل متواجد معنا حاليا قربهم أكثر وأكثر لاعبين حاليا بيحاولوا الدفاع عن هذا الكمباوند لكن في النهاية بداية على قيس ولأنه كانت موجودة معنا ريزولت بيحاول من بعد ما من بعد تدخل من لاعبين من الصقور وصقور المملكة هنا من فالكون اي سبورتس من بعد كبير من الكمباوندات فيها كل البعد فيها ما بين ال 200 ل 300 متر بعد كبير أما تدخل كان جيم كبير من لاعب كبير من بورفول بالتحديد نيد موجوده معانا من الريزولت حاليا بيحاول قدر الامكان اللاعبين اللي يحاولوا اخذ النوك اوت من بعدها على قيس أو النوك اوت ليكملوا المشوار ليكملوا بالفعل هذا الفايت واستكمال هذا الفايت بنيدات موجوده معانا من ريزولت بالتحديد ما بعد النوك في الاول في بوش موجود معانا هنا بيحاول قدر الامكان هنا اللاعب كروك موجود معانا بيحاول على ريزولت بدايه بستويشن موجود معانا بالفعل على النوك اوت جماس من مكان ثاني هنا بالفعل ليكون قادر ليكون بيحاول من بعد النوك اوت على توكسن وعلى ديشا بالفعل اقصى هنا وتاكيد لهذا نوكاو جماز بنيد على مين؟ على كروكو متواجد معنا بيحاول وبيحاولوا لاعبين كروكو متواجد نفس الكلام قيس اما والنيد حاليا على جماز ممكن تكون النهايه هنا بنيد اما بعيد بالفعل سياره حامي لكن وين بالفعل هنا والنهايه واقصى بالكامل للاعبين لجماز وديشا وكل من كان معهم ليحاولوا قدر الامكان اخذ هذا الكومباوند لكن في النهايه الدفاع كان هو الاكبر في داخل هذه المهمة وداخل هذا الفايت من لاعبين متواجدين معانا من قيس ومن ثلاثية اقصاء واحد فقط هو من تم في هذا الفايت وداخل هذا الفايت ومن بعدها كان شاهد على هذا الفايت كله بالكامل فالكون اي وكان متدخلين برصاص خفيف لا اكثر ولا اقل من بعدها نك واحد اخذ عن طريق لاعبين الفالكون وعن طريق باورفول بالتحديد هو صاحب النوكاوت اللي كان متواجد معنا أما فيما بعد كانوا أصحاب الكمباوند هم القادرين على الدفاع عن هذا الحصن خلينا نقول أو عن هذه القلعة اللي هم فيها أما هنا ننتقل معنا معكم في هذه الكاميرا إلى النجمة جالاكسي إلى اللورد إلى رؤوف إلى فريك ولاعبين وكوبس والنجمة جالاكسي ورباعية وسفاحين ولاعبين لأسود الرافدين هنا متواجدين معنا كوبس رؤوف وثنائية من العراق لاعب وكوبس متواجد معنا أما الوحش هنا المدمر هو كوبس اما العقل المدبر، هو رؤوف متواجد معنا اينشتاين لهذا التيم نجمة جالكسي وزون الثالثه يمكن متواجدين فيها وفالكون والصقور بمكان نجمة جالكسي محاديهم لكن بالمقابل نوعا ما فيها بعد. والله شوف جميل جدا وهذا البوزيشن متعودين عليه كري ضربون مسافات بعيده باسلحه الدي ما راح يستهلكون طريقهم بشكل كبير، لكن الفايت صار قبل شوي يعني الجي كيو مع الاسينشال برافو على جي كيو الريكفري آه تمام كله تمام قام مره ثانيه يجددوا عتادهم اللاعب اللي سوى بوش واخذ الفايت كلوز مع اللاعب آه اللي كان بداخل المبنى من فريق الاسينشال آه كان اداء خرافي جدا صراحه منهم اللي هو ريزولت ريزولت يعني الثغره اللي صارت بعد الريفايف اللي سووه شباب الجي كيو كانت جميله جدا انه ياخذ فيها نوك داون على اللاعب ريزولت، لان ريزولت هو كان الاساس لهذا الفايت، اذا طاح ريزولت طاح الهرم، وطاح الهرم وانتهى الفايت، وهذا اللي خذوه الجي كيو الان بسبع نقاط او سبع اقصاءات، هذه النقاط اللي معاهم تميل جدا كبدايه باول الجيم 13 تيم 50 لاعب، احنا نتكلم عن فريق الان لو ياخذ تيسون ما عنده اي مشكله، معي سبع نقاط وهي اصلا يعني اكثر عن اكثر نقاط من المركز الثاني اللي ياخذ ست نقاط، فما عنده اي مشكله لكن اكيد طموحه انه يكون في التوب. او التوب 1 اكيد 100% نسك من اريدو ثندرز سموكر بطيخه اسامه حسن انتقال بطيخه من فريق النصر إي سبورت وانتقالها الى الاريدو ثندرز هذا اللي شفناه امامنا من شباب الاريدو وكذلك الان كذلك حمكو اللي خرج من الفريق وهو اللي كانت اضافه بطيخه محمد. نعم صحيح نسك من اريدو ثندرز سموكر الان كاي جي ال غراء موجوده حذاري حذاري يا سموكر حذاري من شباب نجم جالكسي الرجوع على طول تراجع واضح جدا هذا الان سبيكر فريك معليش يحاول ياخذ دمج على اللاعب الامام لكن شوف الان الرؤيه على شباب الفاركونز زي ما قلنا في البدايه انه ما راح نشوف ضغط كبير بين الفريقين يعني بس طلق لكن شوف اعطاه دمج بورفول قال له شوف خل براحتنا خلكم براحتكم انتوا عندكم بضفه البحر كامله شوفوها وخلونا نركز على جهه فارم كلها جهتنا لان احنا صراحه يعني نحتاج اقصاءات عندنا اقصاء واحد ما هو كافي حق شباب الفالكونز او كذلك اريد ثندرز بقصاء واحد سكاوت اللي شاف فيه فقط التيمات اللي بداخل الزون عرف ان الكمباونز فيها تيمات وهذا هو الان البي اف متواجد في الشمال وشفت زون اولي يكون متنصف الفارم ويكونون شباب النجمه جالكسي والفالكون مرتاحين والجي كيو في الكمباوند هذا اذا شفت الزون عندهم شفت الجاي راح تكون همتهم صعبه خصوصا ان التيمات راح تكون في الجهه الشماليه والجنوبيه بالنسبه لهم في كشك الكشك هذا استراتيجي في كشكات في نص ما بين الفالكون وما بين الجي كيو ممكن ياخذونها لكن هذا الكشك ما راح ينفعك بشكل كامل الا ولو اذا اخذت الهاي جراوند من فارم على الجهه الشماليه سنايبر نست على الكشك راح تكون عندك رؤيه جميله راح او عذرا فقط الموجود معانا على الجهه الشماليه مو الهاي جراوند في كب صغير لكن مستحيل تفكر فيه تفكيرك دائما راح يكون بانك تكون بعد هذا الشيء شفت راح توصل لهذا الكشك بعد عناد للزون وعناد للتيمات اللي امامك لان انت الان في هذا الزون الرابع اذا تحرك انت تفكيرك انا راح ادخل فايت شوف الان جي كي بدون فات مسافه بعيده على شباب النار ملعون جات عليك اللعنه وطحت نوك داون وهذا الاسقاط ممكن يسبب الان ان الجي كي يحاولون يخلصوا على هذول اللاعبين ملعون افتحوا الباب شباب افتحوا الباب افتحوا الباب, افتحوا الباب. فتح شباب ونار تركي الان الريفايف على ملعون ولاحظ شباب الان الجي كيو والفالكون على شباب التربل اي سبورت في قرص يسقط اسقاط اول عليه واتوقع الموضوع قام يصعب وراح تلتحم معانا الحكايه الان بعد ثواني معدوده كلها ثواني تعد معانا ولاحظوا معانا الضغط اللي سببوه فرق اللي جايه معانا بدعوات سببت هذا الضغط انه كل فريق يلعب على لعبه الزون التمركز الصحيح تقاطع روتشينات قليل شفناه ما شفناه بشكل كبير جدا الا من شباب فالكون والفرق الاخرى اللي اصحاب الخبره قاعد تسوي سكاوت ما قاعد تخسر لاعب واحد بعمليه السكاوت فعمليه السكاوت موفقه اريد ثندر سموكر لاحظ معي البوزيشن اللي اخذه اخذ الهاي جراوند الرؤيه على شباب البي اف يا فالك دمار فتح الان ثغره على شباب البي اف مايند كيف راح تصير الان مير يسوي ريفايف ولاحظ شباب الفالكون كانهم ما مرتاحين انه يصيرون جنبهم فريق برباعيه البي اف هل الفالكون راح يقدرون ياخذون ثغره ثانيه لازم ثغرتين واكثر من ثغره لكن صعب البوش خصوصا اريد ثندرز اذا كانوا متواجدين بالهاي جراوند راح يعطونهم فرصه بالبوش فاكيد قراءات بورفول الى الان يقول امسكوا اعصابكم شوي العب عليهم حاول تاخذ لك اسقاط وتاخذ الاقصاء 100% عشان نقدر نفتح الثغره المناسبه ان يقدرون ياخذون هذا البوزيشن ياخذون كذلك عدد النقاط الاقصاءات بدون ما نخسر ولا لاعب احتاج الاربع لاعبين اوبن فيلد نحن نحتاج المركبات والنكس الان والسول علوش لاحظوا معانا كانها جايه رد الديلك جميله من نيد علوش اول لاعب لك داون اول ديد يا اول ديد امس ما توفقت اليوم ما توفق كذلك امام السول والسول الان يحاولون يسوون على طول ريجروب جي كي مارت يسقط اسقاط اول عليهم هل راح تقدر تسوي يا نيد جميله من شباب السول علوش يسقط داون لكن بالنهايه سبب الضغط الكافي بأنه يسقط اللاعبين وسلاي ودعوا والجي كي يكسبون فيها الاربع اقساط والضغط اللي قاعد يقدمونه شباب الجي كيو مسافة بعيده صالح الان سمي بسكار كارل دمج على حيد الله ما هو كافي الدمج اربع لاعبين قدامك يا صالح المهمه صعبه جدا هل راح تقدر تسوي حاجه دخول الزون راح يكون صعب شوف شوف الزوم معانا الجهه الشرقيه بحته الجي كي يبتسم لهم الزون يكون عندهم الفرصه الكبيره التربل اي سبورت وكذلك ال اس الاولد سكول في ضغط كبير الفالكون لازم خلص من الجهة الشمالية عشان يدخل الزون وتوقع الضغط اللي قاعد يصير نجمه جالاكسي رؤوف الآن داخل البوش وش راح يصير نجمه غالكسي حاليا متواجدين معنا راوف فريك لورد وكوبس حاليا المدافع عن هذه الكمباوندات المدافع عن قلعه متواجدين معنا حاليا تريبل دي وزا ملي ميلي ما بينك وما بين النار يوزع حاليا تريبل دي يوزع اخر اللاعبين سول اخر من تبقى في هذا التيم من تريبل دي ما بعد اقصاء ثلاثيه منهم واش من الممكن أن, ان يكون هنا بلمح البصر خلاص لمح اللاعب ممكن ينهي ولا لا يوزع 1 اتش بي لا اتش بي لكن مين يوزع هنا موجود لإنها هذا اللاعب الاخير اخر من تواجد اخر رود اخر من تبقى اما اللورد والامير كوبس وأقصى هنا ثلاثيه متواجده معنا اوف فريك لورد والنهايه هنا لمن تكون ثلاث تيمات متواجده معنا تيم على لاي جراوند متواجد معنا اولد سكول سباي حاليا والانسحاب التكتيكي للزون خمسة 45 ثانيه تفصلنا عن زون عن كابوس جاي على الطريق حرفيا لتيمات كثرة متواجده معنا بهذه المنطقه برق حاليا موجود معنا سباي اوليفر هارتفول والرباعيه زون الخامسه حاليا 30 ثانيه فاصله ما بين هذه التيمات تربل دي يوزع لاعب اخير اما الثلاثيه نجم جلاكسي وخساره ما بعد هذا الدفاع بشكل كبير خساره كبيره كان وهو كابس رؤوف حاليا فريك أرض من تبقى والثلاثيه كيف راح يطلع من هذا المكان كيف راح يوصل الى الزون كيف السبيل اصلا حالياً للوصول الى الزون حاليا والوصول الى الزون من متواجد حاليا لاعبين نجم أما عملوا الدسكول لو تركهم وترك هذا المكان راح يعطي فرصه كبيره بدايه للتربل دي وثانيها للاعبين النجم جالكسي ولو نحكي الافضليه اكيد للنجم جالكسي لو كان في انسحاب اما فالكون اي سبورتس هل سيغادر من هذه الكومباوندات لترك هذا المكان كله بالكامل ونولد سكول اول المغادرين اول المتواجدين حاليا والمتوجهين الى الزون من مكان حاليا من اخافه حرفيه التيمات كبيره هنا متواجدين معنا نفس الكلام ينطبق على النجمة جالكسي على لاعبين الاولد سكول على التوجه حاليا الى داخل الزون من سيكون في الانتظار من سيكون في الاستقبال من سيكون الاستقبال هؤلاء التيمات هؤلاء اللاعبين هؤلاء السفاحين هنا نجم جلاكسي هنا يقف على الاول لكن صعبه نافية حاليا بدايه أخصاء على فريك على نجم جلاكسي هنا متواجدين استقبال ولا اروع من الاولد سكوت ثنائي نوك اوت اخر من تبقى فالكون هنا الصقور صقور المملكه هنا الرؤيه الاكبر والاوسع للاعبين لفالكون اي هنا نيت هنا نوك موجود نيفر متواجد حاليا لانهاء هؤلاء اللاعبين اوليفر اخر من تبقى لعب سولو لاست ون 1 اتش بي يعني وخلص خلاص نيفر الون فول ثنائية متواجدين جي كي سبورت لاستقبال النجمه جلاكسي على البرودكاست موجودين على اللورد بداية من ساتان من سوري من فنان من اسطورة من لاعب حاليا وحرفيا متواجد معانا فالكون اي سبورت هنا الثنائية وغيث والقطار اربع لاعبين جي كي سبورت حاليا راجنار وساتان هنا غيث ومرت حاليا متواجدين في هذه الكمباوندات موجودين عشرة من الاقصاءات معهم وين الرصيد حيروحوا مع مين وبايادي مين بايادي جي كي اي سبورت ام الفالكون من اللاعبين هنا هنا صقور للمملكه هنا الثنائيه متواجده معنا لدخول من الزون معركه الدخول الى الزون اما اينشتاين اينشتاين الجزائر هنا موجود معنا رؤوف اينشتاين نجم والعقل المدبر اللاعب الاخير اخر من تبقى هنا السولو اخر من تواجد في هذا التيم بعد الهروب الى الزون وكيفيه الهروب اصلا اصلا بتواجد الولد سكول لكن في النهايه بعد التأخر بشكل كبير الاولد سكول بالفعل لانسحاب تكتيكي الى زون اربعه بالكامل رباعيه كلهم سكواد بالكامل كتيبه الاولد سكول تم اقصاهم الى دخولهم من الزون جي كي سبورتس حاليا غيث ولا للنكات هم حاليا متواجد معنا حاليا بيحاولوا قدر الامكان الثلاثيه هنا متواجد معنا باقي موجود ليحاولوا قدر الامكان على اطراف وبانحاء هذه الفارم وبنهايه رنجل وبدايتها حاليا الافتتاحيه من سيكون بطلها من سيوقع بالفعل على سماها بتشيكن دينر من البدايات فالكون ام لاعبين متواجدين معنا الثلاثيه، ام الرباعيه كلها بالكامل للجي كي سبورتس، الدخول الى روف ممكن ان سيكون حاليا من الجي كي، ساعتان يتلقى الدمج من لاعبين متواجدين من قيس بالتحديد، كروكا موجود معنا نفس الكلام، هنا ثلاثيه بهذه الكومباوند، هذه القلعه اللي تم الحفاظ عليها والدفاع عنها بالبدايات، اقصاء غيث بخارج نطاق زون نيدات حرفيا، حرب عالميه ثالثه هنا في نهايتها، في فاينل بالفعل متواجد معنا، في تصفيات بدائيه، الى فاينل لمين حيكون في متواجدين معنا، هنا النيد موجوده، كيف راح تكونوا على مين؟ على فالكون سبورتس على النهايه، سته من الفرق موجودين، 16 لاعب حاليا في النهايه، ثلاثيه بالكامل متواجده معنا، 32 متر لكن في كل متر فيها كابوس سيكون، لكن مين سيكون الكابوس عليك؟ يا لاعبين الثلاثيه، يا خمسه من الأقصاءات متواجده معنا، كيف حتدخلوها وكيف حيوصلوها؟ نيفرالون بدايه متواجد معانا اول نكات، باورفول من تبقى، سولو اخر من تواجد في هذا التيم، وهنا رؤوف والحكايه وبدايه النجمه قالت هذه بدايه نجمة جالكسي النار الان البي اف جميله من الله عليك البيف. الله يا بيربو وكذلك مايند بالعقل 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 لكن اخذ لوك داون بيربو وش راح يصير مع المايند الان لوحده امامه لاعبين من شباب النار هو راح ياخذ البيك يبغى البيك يبغى البيك كاب اللاعب الله عليك شوفه يعطي دمج ما هو كافي دمج جميله من ملعون ملعون يتملعن الان وياخذ الاسقاط ويعكر مزاج شباب البي اف يتبقى لاعب وحيد ولاحظ انك مقلكسي رؤوف لوحده عايش داخل السموك ملعون يقول استنوا علي شوي، خلوني ارتاح شوي، خلوني اخذ نفس واحد، النفس راح يرجعني والفاركون زحف على تحت يحاولون يوصلون الزون لاطراف الزون، خصوصا انهم في بوزيشن جميل جدا والجي كي ساتان يا ساتان، شو نقول؟ شين يا ساتان؟ دائما ستان هو ساتان ومارثو أصحاب اللي معاه، لكن لسه البي اف الان قاموا مره ثانيه ثلاث لاعبين ماري ياخذ الميرودوب، احرقوه احرقوه احرقوه، احرقو ودوه على اللوبي ودوه، الله عليك النيوز، نيوز يا نيوز باقي ملعون، حذاري من ملعون هذا متملعن وجالس في مكان خطير جدا والجي كي ستال جاي يشوفه شافه وعرف وين شافه وعرف وين ومايند يقول له خلى علي وين ياخذ مالي توب يودع الملاعب والجي كيو يقولون حنا صامدين في داخل هذه القلعه قلعتنا ما حد يجيها خسرنا لاعب وحيد لكن ما هو كافي انكم تخلونا نخرج برا الملعب البي اف الان يرد علينا دكتور كوركا ستان الان ممكن يرد عليهم كذلك الجي كي بلعبينك لك الجي كيو نركز مع البي اف تخريب بعشر ما خلصوا الفوستيشن الله عليك يا كيزي الله عليك يا كيزي يلا يا كيزي روح عديها باليوم بي عطها يمين شمال مرتون في المكان السليم جميله هذه دبل اقصى دبل اقصى دبل اقصى اللاعب الثاني ورا السور هل هو قريها ولا لا هو قريها ولا لا حذاري حذاري شافه اوه يا نيد جايه من وين؟ من المريخ ليرنجل وصلوها شباب الجي كيم وصل مارثو ستان وخلصها انفوستيشن ب 15 اقصى 1 في 2 1 في 2 مين راح ياخذها يا الله يا الله وش راح يصير بين شباب الجي كي والجي في اف هنا لاعبين جي كي سبورتس وتدخل لساتان لمارت حاليا للثنائية ممكن ستكون حاليا لنهايه جي كي سبورتس لساتان هنا فنان لرسم اللوحات الفنيه لتشيكن دينر لساتان بدايه وينر وينر تشيكن دينر ساتان والمركز الاول وجي كي سبورتس لرسمها وبالفعل لنهاية للاعبين للجي كي اي سبورت بداية منشوف هو الافتتاحية المتواجدة معنا للمركز الأول حاليا جي كي اي سبورت والمركز الأول يهنكي متواجدين فيها هذه من البدايات أما لك بالنهاية إذا البدايات مولعة مع ساتان ومع جي كي اي سبورت شوف شوف أنا قلتها في البداية قلتها في البداية انه الجي كي الفريق الوحيد اللي بالنسبة لي وجهة نظري انه متكامل والكامل الله انهم جاهزين لاي حدث ممكن يصير، فريق يعني معاهم ستان انا لحالي ستان قطع في اي فريق بالنسبة لي راح يكون مرتاح وراح يكون الفريق في اكمل مستوياته، شوف شباب الجي كي وطبعا كلهم يكملون بعض الشباب اللي يقصرون فيهم، لكن الجي كي ب 2008 دمج، هذا مواليد 2008 شباب ولا ايش بالضبط؟ معانا توتال هيل ب 647، لاحظ الدمج اللي قدموه بعكس الدمج اللي اخذوه اخذوا معنا 12 اقصاء صحيح الجي اف او الجي كيو اللي كانوا متواجدين معانا في الكومباوند جي كيو نعم توفيز كوركا ايفو ستيشن اربع لاعبين هذول صراحه صحيح الجي كي جاب الشيكن دينر جاب العشر نقاط لكن شباب الجي كيو كفريق صاعد معانا بالكونتندرز يؤدي هذا الاداء ويدافع عن المكان البوزيشن اللي هو فيه في البيوت اللي هو فيها صراحه اداء يهنئون عليه بانهم قدموا هذا المستوى قدروا يوقفون الفرق اللي هاجمت عليهم نجم كلاكسي فالكون البي اف حتى جي كي ما قدروا يدخلون لهم تعرقلوا منهم اخروهم انهم من يدخلون الا بنهايه الفايت الاخير بين البي اف والجي كيو فبرافو عليهم بالنهايه حنا قاعدين نشوف اوراق جديده معانا الأوراق الجديدة هذه هذه هي البي اف والجي كيو الان معنا في هذه القيام لكن لسه باقي معانا أربع أيام يا جماعة الخير هذا شفتوا يرنقل بس باقي ميرمار وسانو مرة ثانية نرجع يرنقل وميرمار خليكم الآن مع الليجند وماو راجعين لكم إن شاء الله على بداية الجيم الثاني. اند كيو ثانك يو وشكرا وثانك يو معتز. وهم كي كالعادة ابتادوا وأمتاتو والجي كي من العام الماضي وهو عم يعطي المؤشر بتصاعد اشتروا أسهمهم أسهمهم بالتصاعد من العام الماضي وهم يعطوا هالمؤشر وقدروا ياخذوا تشيكن دينار ب 12 إقصاء ب 2008 دمج ماو أهلا وسهلا مشرف ومنور ماو جولة أولى <applause> حماسية نوعا ما اللعب المفتوح والجي كي يطول ويجول في الجوله الاولى ويستمر بنفس الثبات والقوه واللعب المفتوح بادائهم من العام الماضي لغايه هذه البطوله اللي احنا فيها. آه فريق الجي كي بشكل عام من افضل الفرق اللي تعرف تتعامل مع إيرانجل اذا مشت في نفس هذا الاسلوب يعني في فكره ان الحفاظ ومحاوله التموقع فالجي كي دائما يبرز بالتحركات السريعه واعاده التموقع مع كل ستيج الى ستيج اخر راح نتكلم عنهم بشكل كبير لكن قبل ان ندش بتفاصيل الجي كي ليجند ذكرنا انها تعارضات لابد انها تكون موجودة بحكم التيمات اللي ما تعرف بعضها البعض لكن انا هني ممكن اعطي نقطة, نقطة. او اقول علامة تعجب بسيطة ممكن البعض يأيدني والبعض يخالفني انه دائما محطات النزول الصعبه اللي تعارض فرق كبيره مش تقليلا في حجم الفرق الصاعده على سبيل المثال فريق الريتايرد لكن انك تحط نفسك في موقف المنافسه مع فريق مثل نجمه جالاكسي في منطقه بوتين كي يعني في وجهه نظري ورقه ممكن تكون خاسره ونسبه خسارتك فيها كبيره بحكم ان انت قاعد تلعب خمس روم خمس رومات يوم واحد مش على مدار يومين وثلاث عشان تنافس على منطقه معينه لكن والبليد المحاوله فيها شرف لكن ان شاء الله ما نشوفهم يحاولون في الجوله الاخيره في نفس المنطقه على اساس يحافظون على مح... فرصه ال... ال... الوصول الى ال... الفاينل بحكم التوب التاهل للتوب 8. حلو لو نتكلم عن الجيم كمجمل مجمل الجيم والتعارضات اللي انت تكلمت عليها كيف كان قراءتك ونظرتك للجيم الاول بالمجمل نجي نتكلم وليس فقط عن الجي كي <applause> التعارضات كانت بشكل بسيط في البدايات ما بين منطقة البوتينكي والفارم وتميز أمانة بالفارم فريق الجي كيو اللي قدر يحافظ على منطقته من شفت الزون الأول إلى شفت الزون الأخير رغم أنه تعرض لضغط هائل من البدايات إن كان بمحطة النزول مع فريق الكونكرر من خلالها ولد تحصيل ثلاث اقصاءات ومحافظة على أكبر قدر من المساحات في منطقة الفارم إن كان بدخول الأطراف الأخرى اللي جاية من مناطق بعيدة في شفت الزون الثاني الثالث الرابع لاحظنا كم فايت حصل على نفس الكمباوند اللي انتهى فيه الجيم من البدايات وكان فريق الجي كيو صامد وغير ذلك استفاد من دخول الأطراف الثالثة على كل من حاول يتواجد في هذا الكمباوند فيعني ضغط كبير مع هم اربع عناصر موجودين مع عنصر خامس اللي هو الفريق اللي قاعد يشارك كثيرد بارتي فريق واظب بالحاله الدفاعيه بشكل مميز وقدر يطلع برصيد اقصاءات عالي وامانه في وجهه نظري هو فاز في هذه الجوله بدون تشكيل اها كلام جميل وكلام بمكانه لو نتكلم اكثر ما على الانتدابات الجديده لبعض الفرق الموجوده معنا نتكلم عنها بالمجمل ومدى تاثيرها ومدى ايجابيتها لغايه هلا اي نعم لسه بدري الحكم ومش مقياس لسه حتى لما تيجي البطولات الاكثر في في الايام والاشهر القادمه بعجاله نختم هاي النقطه وحنرجع نكمل فيها كيف شايف الانتدابات والانتقالات يا ماو اللي صارت لبعض الفرق امانه في اضافات جميله قاعد تكون ان كانت من اللاعبين الاجانب اللي دخلوا في الريجن وابرزهم ممكن يكون كوبس ومن فريق التوستد يكون فريق اللاعب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يحضر كريبتو اوكي كريبتو لكن هناك انتداب جميل ممكن يكون عنصر شاب صغير ولا لا يعني راح يكون باذن الله له حضور اذا قدر يتاقلم مع المجموعه اللي يلعب فيها مارف، حل. شفنا الفريق يقدر قطل... يطلع بالشيكين دينر عنده عنصر يعني فعال من الناحيه الهجوميه حل. حلو طيب حنكمل اكثر حمود مالش بهاي النقطه خلينا نطلع لنا عندنا انترفيو ودعاية بسيطه يلو. رح نرجع لها ونستمر بالنقطه المهمه اللي عم نتركها انا وحمود خلينا نشوف الانترفيو وراح نرجع لكم احمد مو درامي بس نفسه في اشياء كثير واكثر شيء نفسه فيه انه ما حد يقول له مقاضي عشان كذا كان لازم يتدخل نانا نانا شايل هم المقاضي السلام عليكم وتحياتنا الحجي ونرحب بك ببلاي وعليكم السلام اهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافه بلاي وشكرا للبطوله الحلوه اللي قدمتوها ان شاء الله لنا اللي قدام اليوم احنا بالبي دي اس باتل رويال اليت ومن خلال هذه البطوله حبينا نسالك سؤال منو مثل الحجي الاعلى اذا كان باللعب يعني كلاعب لبوب جون فايل اذا كان بالحياه مثل الاعلى في الحياه اللي هو والدي مثل الاعلى في الببجي نفس الحدي ما في احد مثل الله يحفظ لك الوالد يا ربي الله اليوم المينا شهدت انتقالات مهمه واحده من هاي الانتقالات هو كوبس اللاعب اللي انت كسرت رقمه القياسي ببطوله الأمي -E. شلون تواجد هذا اللاعب بالريجن؟ صراحه يعني انا يعني اتمنى له التوفيق الكوس بالريجن العربي بس وقت ما تبدا البطوله تركيزي بيكون على تيمي وعلى يعني ليس على لاعب معين على تيمي وعلى التيمات الموجوده يعني كل التوفيق يا ربي حج انت بديت خلينا نقول من مرحله الناشئ اخذت جمبايل السلم درجه درجه الى وصلت للعالميه اليوم من خلال هاي التجربه اريد منك كلمه للفرق الناشئه يعني. اتمنى لهم انه لا يكون يكملون طريقهم واذا كان عندهم طموح يكملون طموحهم ولا توقف اذا انت عن انسان عندك طموح كمل باللعب حجي سؤال ادري بيك تحبه والجمهور يحبه أه الحجي عاشق للاكل هذا اول رمضان انت ما متواجد قرب الحجيه وبالبيت أه شلون شلون نفسيا قاعد تتعامل مع رمضان وانت مو بالبيت وخارج البلد اصلا والله شوف انا حاليا يعني ببلد الثاني اللي هو السعوديه يعني ومع عائلتي الثاني اللي هو فريقي وإن شاء الله راح يكون رمضان خير لنا وعلى التيمات كلها الموجوده ان شاء الله. يا رب ونوصي قائد الفريق أن يهتم بيك بموضوع الفطور. <applause> ان شاء الله ان شاء الله. حجي بالنسبه لفريقك وبالنسبه لك انت شنو افضل اكثر خريطه تحس نفسك انه قادر انه تعطي بيها؟ صراحه رنجل. اي الجواب الاشمل كان رنجل يعني. اي <applause> رنجل. حجي انت ممكن انتقلت ثلاث الى اربع <applause> فرق الى وصلت اليوم لهذا فريقك، لعبت نعم. مع عدد كبير من اللاعبين. من هو افضل لاعب لعبت الى جانبه صراحه يعني كانتي. كل التوفيق لابو كند. يا حبيبي منه. اه نقول لك شكرا وعلى سعاده صدرك وعلى اجوبتك الجميله وبلاي هيرة دائما تنتظركم في دي اس فاتل رويال شكرا شكرا لكم. شكرا لكم اعزائي المتابعين والهايلايت وشكرا يا عزيزنا وزميلنا الملم نوجه له تحيه والى اللاعب الظاهره لاعب كي. باور ولاعب س... لاعب باور سابقا وكويست حاليا حبيه. شكرا جزيلا لكم ما والهايلايت واجمل ما جاء وهي حرف وشنكي اللي انت كنت لا تفضلها يا الظاهره هذا لقب جديد لازم الشباب يثبتونه الظاهره <applause> جميل والله حبيته أنك مميز دائما يا لجنت شوف احرجتك؟ اه والله يا حبيبي شوف مثل ما ذكرنا الفايت مهما كانت في محاولات من ريتايرد ما قصروا اسقطوا لاعب اللاعد... سببوا الضرر على لاعب اخر الا ان خبره فريق النجمة جالكسي بي... على ممر السنين الماضيه باكثر من بطوله باكثر من مستوى تنافسي مع فرق عالميه فالفريق عنده الخبره وعنده اغلب القراءات لاي تحركات ممكن تكون الخصوم فهذا السبب انا ما ارجح ان اليوم اي فريق يتعارض معاهم شوف هني هذا واحده من الفايتات اللي ممكن تكون مؤثره في في منتصف الجيم تقريبا وانتقاله الى الجزء الاخير من الجيم صارت معانا اشتباكات كثيره على الجانب الجنوبي الغربي في هذا الكومباوند ما بين اكثر من فريق كان في في نسبه تكدس ما بقول لك كبيره الى حد ما كبيره خلينا اوصفها تسببت هذه الضيقه على بعض تحركات التيمات مما اجبرهم انه يسوون احتكاك مباشر في وقت صعب في إن أي صعب انه يتخطونه يعني رغم انه هو, هو قاعد يسابق الفريق اللي قدامه بالتحرك هو قاعد يسابق التوقيت في لدخول الزون هو قاعد يسابق كذلك يعني الزون يسابق الزمن بالضبط هذا الوصف اللي انا كنت ابي اصوره بس ما طلع وياي حبرين حبرين حمود كفو الله يعطيك العافيه فهذا المشكله اللي خلت اغلب التيمات الموجوده على الجانب الغربي تطلع بمكاسب نقاط الاقصاءات لكن ما تقدر تواكب مجاراتها للزون وأعطتها افضليه للتيمات اللي ماخذه سنتر وكانت واضحه من كثير تيمات ان لعبه السنتر واعاده تموقع لهذا الفريق راح تحدث أكيد عن الجي كي والمنطقه اللي اجى فيها بالاخيره بالشفت الزول ضرب فيها الاخير كانت منطقه اوبن 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 اريا كانت منطقه مفتوحه ما كان في كثير من انواع صحيح. الكفرات طيب تعالوا نشوف الام في بي سويه ومين افضل آآ لاعب معانا بالجوله الاولى بجوله ارنجل بالاجواء الرمضانيه يا مو الوافد الجديد وهذا الانتداب الجديد تكلمت عن الانتباهات هذا واحد من الامثله والامثله الناجحه للانتداب في الى منظمه الجي كي امانه ما هو غريب ومتوقع ان اليوم هذا اللاعب يبرز صحيح. الجميل انه هو موجود بفريق عارف يخل يخلي اللاعب اللي من ضمن تشكيلته ياخذ راحته ويتاقلم ويتشكل معاه بطريقه الفريق نفسه فإن ان كان مارث عنده امكانيه انه يتشكل مع فريق بهذه السرعه فبرافو عليه فهو وصل لمرحله اللاعب المحترف لكن ان ما كان يمتلك هذا الشيء ترى فريقه يمتلك هذا الشيء يتشكل صحيح. على احتياج مارث له ف برافو وانا ناطر منه اكثر امانه في دوري المحترفين بشكل عام حلو وهون عم نشوف الافضل خمس لاعيبه وغيث ما زال يتصدر يعني من العام الماضي الله. وهذا اللاعب السبوت ما زال كثير عليه تبارك الرحمن لاعب جي كي اللاعب غيث ان خانتني الذاكره ماخذ افضل لاعب في الستار تشالنج العام الماضي كمان ايضا يا ما خلتني الذاكره او كانت في ال حقق الام في بي امانه بس ما يحضرني باي بطوله تبارك الرحمن الام في كتار كتار ما شاء الله عنده وطبعا هون عم نشوف التوب فايف مثل ما ظاهرين امامنا والانتدابات وانعكاسها و -و -و وايجابياتها لبعض الفرق ماو قبل أه ما نكمل تحليليا اعزائي المتابعين أه باك تو ستوديو عشان نقول كلمه للمتابعين تركي العبيد استاذ تركي العبيد عم بتحدانا يا اخوان عم بتحدانا على الألف لايك بده ألف لايك على قناه اليوتيوب <تكليست> اتحداني <تكليست> واتحداكم قبل الهوا والله قبل الهواء اللي بدي الالف لايك واتحداك يا ليجد انت والمتابعين المحترمين ورمضانكم رمضان <تكليست> خير ورمضان محبه ماو ميريمار دائما بنقول لعبه الكبار لعبه التاني والصبر شو قرايتك بعد ما شفنا الجوله الاولى اتوقع فكره اعاده التموقع والاستحواذ على مناطق مميزه في الزونات راح يكون هو هدف كثير لاكثر من هدف هدف اول لاكثر من فريق ممكن نشوف النجمه ممكن نشوف الأرائت الجي كي اذا اعطوه المجال انه يستمر على نفس الاسلوب راح يكون سبق بحكم انه موجود في بيكادو في منتصف الجيم شكرا يا ماو اعطيتنا الصافي والوافي والمتعه وانا مارك مريت يا ابو العز جنب ابواب هالبيت بريمار بصوتك انت والمتالق خنكي اتفضلوا الهواء لكم موفقين كل خير يا رب الثاني ميرامار اللي متحمسين لها مره بعد جيم اول خرافي جدا كنا في ارنجل أخذوها شباب جي كي اي سبورت لكن الان جيمه ميرامار مين راح يكون هو صاحبها؟ من هو راح يكون بطلها؟ من راح يختمها معانا ويضمن تاهله ممكن بجوله واحده قد شفناها شفناها بمعدل أغصاءات عاليه ممكن نشوفها كذلك اليوم في ميرامار حرض النار والانتصار مسكونا اياها شباب وراح نمسكها اكثر واكثر هذه الجمله اللي ماشيه معانا في ميرامار هذه الفرق اللي امامنا زي ما قال الشباب في الاستديو انه ما نفضل ولا نرجح ان نشوف فرق متنافسه تنزل مع تيم متعود على منطقته عاش فيها بانه ياخذها وياخذها من اكثر من فريق واضمنها واعتبرها المكان الرئيسي، شفناها كثير حتى قبل ما تكون في هذه البطوله شفناها في السكرمات في اللي صارت التدريبيه، تكلمنا عليه كثير والمدربين يتكلموا كثير لكن بالنهاية هذا الميدان يحمدان واللي حاب يعيش يعيشه بالنهايه انت تحاول انك توصل للميد جيم تاخذ الخبره وتاخذ الضغط النفسي اللي ولد الانفجار ونشوف معانا ابطال بالنهايه مثل ما شفنا شباب الجي كيو اللي ابدعوا معانا في جيمات الرنغل صحيح انهم كانوا متنصفين الزون والزون لهم ما, خ... خ... ما يعني ما يخفى عليكم هذا الشيء لكن الدفاعات صعبه جدا كانت قدامهم كان اكثر من فريق وقدروا يصمدون وياخذون افضل حكايه معاهم بانهم ما يخسرون ولا لاعب واحد فقط اللي كان معاهم بالنهايه خسروا فريق جي كي يعني حلو انهم وصلوا المركز الثاني توزعات التيمات الان زي ما نشوف ميناس دلمار رايحه الى إيه الامبالا صراحه شفت زون او عذر مسار الطائره ما يكون ممتاز لحد ما لبعض يعني الفرق اللي متوجهة على الجهه الشماليه البوزو على الـ الـ الجهه الشماليه يعني كلها تقريبا راح تكون سمارتن إن صعب انك توصل لها راح توصل لها لك راح تعاني بالوقت راح يحاربك الزمن توكسن الان من شباب الاسينشيل على الجي كيو توني قاعد اتكلم عن الجي كيو اسينشيل يعني توني قاعد اتكلم عن الجي كيو انهم بدعوا معانا في رنجل وسووا سووا توكسن قلنا قال انا ما ارد عليكم هم بدعوا دورنا نبدع الان هذه هذه الليله الرمضانيه صح ودي اسميها شيء معتز خلينا نسميه مسلسل الهيرا الرمضاني اللي في هذا مسلسل رمضاني ونستمتع فيه يوميا الساعه 10 توقيت السعوديه ونكون معاك نعم معاكم باذن الله انا وهنكي نتواجد ونستمتع اكيد في هذا المسلسل الرمضاني مدى واكيد ومدته ثلاث ايام يومين نصف نهائي واليوم الاخير اللي راح يكون باذن الله بعد ليله الغد ان شاء الله ونكون متواجدين في معانا معكم ان شاء الله ولا تنسوا اكيد السponsor لهذا كل هذه الحفله اللي عم تشوفوها هذا المسلسل كله بالكامل فهو فلا تنسوا هذا الشيء وباذن الله نكون نقدم نحاول قدر الامكان نقدم لكم المتعه ما نقصر معي حد فيكم المتواجدين في داخل هذه البطوله وبنفس الوقت انتم كجماهير ومتابعين وملح لهذه البطوله إن شاء الله تكونوا مستمتعين ومبسوطين وبعيدين عن مسلسلات رمضان وخلينا بمسلسلات بلهيرة أفضل وأحلى. وبجي اكيد عم تجمعنا في كل مكان ورمضان اكيد عم يجمعنا باذن الله حاليا متواجدين معنا في لاعبين ايفي ستيشن حاليا بيحاول ولاعبين والثنائيه اللي كانوا تقريبا في اواخر رانجل اللي شفناهم في المركز الثاني لكن في النهايه حاليا عم نشوفهم في بداياتنا والازهر هي البدايه وهي العنوان للاعبين متواجدين معنا حرفيا لثنائيه فقط متبقيه من هذا التيم واخر من تواجد في هذا التيم حاليا اما جماز اللي تم اقصاهم في المركز 16 من البدايات لو تذكروا لو لاحظتوا في رانجل من البدايات في المركز 16 اقصاء كان او عفوا مش 16 عشان انا ما اكون مخربطها مع اقصاء المركز ال 16 اللي هو كان في داخل مشينكي هذا الشيء اللي كنا شفناه اما حاليا نستكمل هذا المشوار في لاعب واخير اخر من تبقى حاليا ولاعب واخر من متواجدين جماز موش موجود معانا تومي جن استقبال لكن الاي كي ام كان لها الاسم الاكبر حاليا في داخل هذا الفايت وبالنهايه توكسن اقصاء وحيد وديشا متواجد معانا للريفايف واستكمال مشوار ميرامار في ثلاثيه متواجد معانا ريزولت وجماز وديشا بعد الريفايف هذا واستيلاء حرفيا على منطقه الازهر بالكامل لكن في النهايه بنحكي بما يقارب ال 500 متر بعد عن الزون فمن الضروري لوت سريع اطلع من المكان كله ونحن نحن عارفين تضاريس ميرامار حتى ولو كان ألف متر أوكي ما في مشكلة فالأرقام هاي بالنسبة لميرمار بتحسها صغيرة لأنه بالنهاية وهون مع النهاية هاي عم نشوف نهاية تيم ثاني تسوط على يادة النجمة وعلى يادة النجمة جالكسي بالضبط بالفعل روف على الأول على الثاني وآخر من تبقى كان على يادي كوبس هنا متواجد معانا وبالنهاية أنقاذ للاعب وأنقاذ للعقل المدبر لهذا التيم للنجمة جالاكسي بالتحديد أربع من الأقصات زي البداية اللي بدوها بالفعل بالضبط اللي شفناها في رنجل هنا عم نشوفها مرة أخرى في داخل ميرامار سيناريو عاد لكن في مناطق مختلفة وفي خرائط مختلفة متواجدة معنا لكن في النهاية الأرقام هي هي أربع من الأقصات للنجمة جالكسي بداية في رنجل أربع من الأقصات بداية مرة أخرى في داخل ميرامار متواجدة معنا كوبس حاليا شوف هاي الاليات لما تضاف في داخل يعني انا ابديتات صح <applause> ببجي بالنهايه الابديت اه لما نشوف هاي الاليات اللي عم تنضاف بالنهايه في شغلات بتساعدك على تضاريس ميرامار مثلا اللي عم نشوفها تضاريس نحن عارفين صعبه اي روتيشن اكثر شيء اكثر شيء مستخدم او خلينا نقول سلس بالهاي هاي سبحان الله بدي احكي عليه طلع قدامي هو البقي الباقي افضل الاليات اللي انت ممكن تستخدمها بداخل ميرمار بالنسبه لتضاريسها نحن عم نحكي مقارنه بتضاريس ميرمار فالافضلها اريحها يعني يعطيك اريحيه بالنسبه للتحرك فهي الباقي بداخل ميرمار وإضافة الثانيه اللي شفناها السياره الثانيه والله انا ما انا عارف اسمه بصراحه انا اكون معكم صراحه ايش اسمها هنكي مونستر ترك يعني انا مونستر فيها هل راح يستخدمونها بالاي هل ناس تشوفها في دوري المحترفين ككفر كوسائل تنقل فيها يعني تخيل حجم السياره كبيره جدا حجم كبير اه, فكفر كبير جدا في ميرمار يعني والله آه الف فكره براسي اتوقع اللاعبين يدشوننا في هذه البطوله والله نشوف مش عارفين هذا الشيء اللي ناطرينه مستنينه اكيد في بطولات اكبر ولكن هذه البطوله لا تعتبر من البطولات الصغيره هذه من البطولات الكبيره المتواجده غير انه جائزتها عم نحكي على كبر جائزتها 10000 دولار فليس بالرقم السهل عم نحكي فبنفس الوقت حتى الاسماء المتواجده فليست بالاسماء السهله اسماء كبيره موجوده معنا البدايه كانت بدايه عن طريق هذه الايادي المتواجده وهذه الانامل وهذا اللاعبين هؤلاء اللاعبين المتواجدين معنا بالامام حاليا ساتان مارث وغيث وراجنر راجنر لاعب كويتي من الطراز العالي والثقيل اللي عارفينه اما ساتن فهو اللاعب السوري يعني اللي بنشوف منه ما شاء الله اداء مخيف شفناه بالسنه الماضيه اللي عدته اللي شفناها في بي ام بي جي كي سبورتس باول مره باول روستر شفناهم يعني شفنا انا من وجهه نظري انا احكيها ومش عارف انتم لو بتوافقوني الراي ولا لا جماهير المتواجدين بي ام كانت اقوى بي ام هي السنه الماضيه انا شفت اقوى بي ام واحلاها صراحه وامتعها شفناها استمتعنا فيها بشكل كبير المبارزه اللي كانت المنافسه اللي كانت باور كان بطلها لكن في النهايه بنحكي على الاستمتاع بشكل ككل كاسماء كبيره كانت متنافس موجوده اسماء حتى اللي كانت تنافس فيما قبل شفنا لهم خلينا نقول يعني في اوقات في كلمه نحن بنحكيها يوم لك يوم عليك فبالنهايه انت بالرياضيات بشكل عام ان كان ببجي او كره القدم او ايا كان يكون يوم بتكون بتحسه لك يوم بتحسه مش لك نهائيا ويوم بتقدم فيه يوم ما بتقدم فيه وحسب ظروفك اكيد في النهايه حتى اي ظرف ممكن يمر عليك ممكن يؤدي ممكن يأثر بشكل كبير على تقديمك أو أدائك بالبطولة أو ايا كان يكون في داخل أنت فيها في النهاية التوفيق للجميع لكل من متواجد أوريدو ثندرز واللي كانوا على حلم أو خلينا نقول حلمهم كان نقطة يعني السنة الماضية اللي شفته أنا الحلم كان بين هيك الأعين كان نقطة وحيدة ما بينهم وما بين تايتن اللي كان متواجد معنا التايتن هو كنت بعلق عليها وب بنفس الماب بنفس الخريطة ميرامار بالتحديد على أطراف فيكادو وريد ثندرز نجمة قال او عفوا ار اي تي سبورتس كان بالمقابل والتايتن كان على الجهه اليسرى والله كانها قدام عيني والفايت كان بيحصل قدام عيني وفي النهايه كان اقصاء اوريدو ثندرز وكان الفارق ما بينهم نقطه وحيده بس وهذا الشيء اللي كان حلم ممكن انه يسترجع هذه السنه مره اخرى بما انهم متواجدين وامبارح كنا بنحكي ونتكلم انا وهنكي على شيء واحد هو الاستمراريه دام انك مستمر ودام انك مستمر بالفعل على حلم انت ناوي وطامح له فبالنهايه انت باذن الله انك قادر تحققه وكثير من التيمات طامحه بالفعل مستمره على هذا الحلم نفسه متواجدين والنكس هنا موجودين معانا صالح بدايه هو الدمج الاعلى اما الاقصاء الاول والبدايه اللي كنا شفناها بدايه النكس بيحاول قدر الامكان هنا مراوغه بشكل كبير لكن هذه المراوغه اللي عم نشوفها حاليا نحن بدمج كبير على راشد النون هون متواجد معنا بيحاول النون ملعبين مع ارام مع علي ماروستر قديم كنا شفناه بالفعل ما بين نون ورام هنا ايكورد وبدايتها على راشد نوك فينش وصالح نفس الكلام نوك اوت حاليا متواجد معنا وثالثة اول ديد رابعهم والاخير هو الصقر الوحيد فالكون اخر من تبقى لاعب واحد واخر من تواجد حاليا بهذه اللحظات سحر وانقلب على الساحر بتواني بسيطه بعد نوك اوت واقصاء للاعبين اللي كانوا متواجدين معنا بنشوفهم ايكورد لكن حاليا الساحر بالفعل متواجد هنا من الايكورد لاعب واحد والاخير هو فالكون اخر من تواجد ديد حاليا بالاقصاء وتاكيد لهذا نوك اوت فالكون 1 اتش مش موجود معنا استقبال لكن في النهايه هذا الاستقبال وهذا الهيلث اللي متواجد معاه لن يسمح ابدا بفايت حرفيا مع لاعبين الاي كورد. وانا اقصى كان عن طريق اللاعب والاسطوره العراقيه والكرديه هو ارام متواجد معنا علي النون وارام ثلاثيه وكنا شفناهم يا انكي ارام النون مع لاعبين او خلينا نقول بروستر قديم كان بمسمى وتحت اسم منظمه الار تي جي اللي كان هم النون وارام وكانت اسماء كثيره متواجده معنا لكن حاليا باسماء مختلفه ما بين علي صحيح فولت كان موجود معهم بقول لك باسماء مختلفه حاليا ما بين علي وسرود اللي كان لاعب تحت اسم كونكرر يعني انتقالات حلوه وهي لاول مره ايفنت بيجمعهم هذا الشيء الحلو هذا الشيء اللي بيخليك تستمتع حرفيا ما قبل البي ام بي ال ما قبل معارك البي ام بي اللي ممكن نحضرها نحن في شهرنا الخامس باذن الله يعني ان شاء الله لو ظلينا طيبين ونكون متواجدين معاكم ان شاء الله في بي ام بي في الشهر الخامس في اول ليالي وفي اول يوم بالشهر الخامس ان شاء الله نكون متواجدين فيه آه حنشهد شيء كبير حنشهد شيء انا متوقع السنه اللي فاتت واللي راحت شفنا بي ام بي بمتعه كبيره انا متوقع هاي السنه نشوف شيء اكبر ونشوف متعه اكبر بشكل كبير بعد التدريبات بعد كثير امور نحن عم نشوفها وتطورات كبيره صراحه عم تحصل من اللاعبين ومن اللاعبين وغير ان غير ان التطورات غير ان الانتقالات هذا الشيء اللي بيحليها انك يعني لما بتشوف دماء جديده باللاعبين بالتيم حرفيا عم يتغير بالفرق الدم الجديد لما بيتغير انا شيء واحد ذكر هذا الكلمه نفسها اللي نطقها هو نطقها كودي دماء جديده بالتيم ممكن تغير لك اداء التيم كله بالكامل ذكرتها وذكرها كودي عفوا في داخل بي ام جي سي كنا متواجدين على بي تي ار على اللاعب مش عارف ناسي ليكويد ليكويد هو اللي دخل واللي كان متواجد واللي اعطى صراحه تغيير كبير بشكل جذري للاعبين البي تي ار لكن في النهايه ما حالفهم الحظ لكن احنا بنحكي على اداء بيتغير يعني في اداء بيتغير لما بتكون في دماء جديده بداخل التيم والفريق كله ككل ايا كان يكن فبالنهايه في تغييرات بسيطه ممكن تحصل لك فارق كبير من التيف. هذا الشيء صحيح. اللي انا كنت بتكلم عنه هنكي وهذا سوء الاي e اللي امبارح كان مادي ليلا مش موجود صحيح هو ما هو موجود لكن على ضخ دماء جديده وتطور اللاعبين استمراريه وكذلك تطور بين سنه عن سنه كذلك تطور مدربين. اكون معك صريح يعني مدربين تطوروا ووصلوا الى مستوى اعلى من قبل استفادوا الخبرات اللي اخذوها مع الفرق العالميه فهذا شيء جميل ودائما قاعد نشوف نمو عقليا وذهنيا للمدربين بالاستراتيجيات والتكتيكات المطلوبه منهم، القوه ليس كافيه بانك تكون بطل البي ام جي سي، دائما نقول هذا الشيء وكررناه وحتى المدربين قاموا الان يشوفونه ويكتبونه في السوشيال ميديا، يعني تابعوا المدربين حاولوا تشوفون سورياتهم صراحه تفيد جدا، بالنسبه لي تفيدني شخصيا تفيدني كشغلي اللي انا قاعد اشتغله هذا وكمعلق كمحلل، كلامهم المعاني او بعض الكلمات والمعاني اللي يستخدونها تفيد المحللين بشكل كبير لكن الان تعيد لي سندرز تربل اي سبورت تربل اي سبو فيغورس له نوت فينش على لاعب بطيخه يرد عليه يوزع نوك داون لكن فيغورس قاعد يفكر كيف راح اروح يوزع سحابي صعب في لاعب بالاسفل جميل من فيغورس الله يا فيغورس الله يا في كم شهر كنت اقول لك ارجع وصير افضل وافضل واستمر معانا اليوم قاعد تروينا هذا الابداع هنشوف الان بطيخه 1 في 1 سبري موجود يوم بي دمج عالي هاف اتش بي بي بو لكن صعبه يا بطيخه انكسرت البطيخه وانفضخت البطيخه بالحساوي وعدى وراح بطيخه والان في قرص لسه حسن يلا يا حسن حسن انت جابه النوك داون في ودع الملاعب بعد اداء صراحة الخرافي منه أخذ لاعبين نوك داون والريفايف صار عليهم التعب اللي سواه اللي قدمه راح هباء منثورة راحوا منه الإقصائين والآن أولد سكول والسول كلاسيكو بين اللي هم الكونتندرز الشهر الثاني والشهر الثالث هما هذول بين بعض يلا خلينا نشوف ايش راح يسوون مين الافضل هل هما الاول متاهلين ولا اللي سابقينهم بالمجموعه الثانيه خلينا نلاحظ الان علوش تحرك اكثر هذا هم فريقهم حيدر ريباس حيدر الام بي حيدر يسقط داون ام بي امس الان اوليفر يأخذنا فينش كذلك علوش حاول الان يطلع بين برجو سباي سباي لوش بي بي علوش لسه يحاول يحاول فول كلوز هو الاقوى هو الاسطر هو اللي نزل لعب نوك داون ياخذ فلسيدك لكن ارت فل يضغط بدمج عالي جدا على ماركوس مولي توب تقول له اطلع بون عليك الامان ودع وروح وارجع مره ثانيه وتجهز للروم الثالث اللي راح تكون سان هوك الله يكون في عونكم يا سول امس ابدعتوا واتوقع الطاقه اللي بذلتوها امس قاعده تروح هباء منثوره اليوم لسه امامكم امل صحيح ثلاث ماتشات ثلاث مباريات ثلاث خرائط كافي أن تأهلكم عليكم بالاستمرار وترجعون أقوى الجي كي مارث الآن وصولة أمام الأيكورد حذاري يا مارث أيكورد الآن علي أرام ان داخلين فايت جاهزين سخنين حتى الجي كي توهم خلصين ماتشهم الأول تشيكن دينر جاهزين مارث وستان هم اللاعبين اللي كانوا متبقين الوحيدين وجابوا فيها التشيكن دينر بأمام شباب الجي كيو اللي أخذوا تسونات أغلب المراكز الأولى أخذوا تسون جي كيو الآن أخذ تسون ف وكذلك الآن السول يليهم الان التربل وش قاعد يصير مع شباب التربل اي سبورت؟ امام عيوننا شباب الجي كي رؤيه على شباب الايكورد هل هم عندهم فكر عن اللاعبين؟ ممكن شايفينهم مسافات بعيده صراحه ستان رؤيته وطلته بالهاي جراوند كانه يقول انا عارف شوف مثلث برمودا اللي رسمينه شباب الجي كي كانهم يقولون راح ادخلهم مثلث برمودا حبه حبه وراح يختفون شباب الايكورد هم ثلاث لاعبين طبيعي جدا ما هم عارفين هم ثلاث لاعبين لكن ستان متجهز الى اربع لاعبين والله كان سولو كان اي مكان انا راح العب معاه كانه تيم كامل قدامي واحتاج اني اخذ عليه هذا الفايت ستان تفكيره اعلى بكثير بانه هم يكون اكيد وصول بي جي سي بعد وصوله السنه اللي طافت ما توفق فيها صحيح ما قدم افضل ما عنده افضل صوره لكن كاول مشاركه بهذا الروستر ما عنده اي مشكله راضي اكيد واليوم طامح انه يوصل بشكل اعلى مع هذا الفريق فهذا الفايت الان محتاجه انه يشوف فريقه وين وصل بهذه الفتره الشهور اللي مرت باضافه مارث باضافه اللاعبين من ناحيه البريك رجعوا مره ثانيه لكن الان ديسن هولد راجنر عنده ميني 14 زي ما عودنا الدي ام ارز اللاعب السبورت الراجنر بخبره اللاعب اللي يقدم افضل ما عنده لكن كذلك فريق الاي كورد اذا قاعد اتكلم عن ارام علي واناون لعيبه جاهزين كلوز رينج نعرف احنا قوه الشباب هذول الثلاثي ما عندهم اي مشكله تعالوا داخل فاهم معاكم داخل المبنى نبغاكم كلوز يمكن المسافات البعيده انتم كثره عدد يمكن تصير عندكم فرصه بالبوش اسرع منا لكن اذا جيتونا داخل المبنى راح ممكن تكون هذه مصيده والمصيده راح تكون بعنوان كورد على شباب الجي كي، خلينا نشوف من اقوى الدفاعيين ولا المهاجمين معانا الان الهود اللي صاير بينهم قاعد يلتحم اكثر والاعصاب قاعد تفلت من الان ايديهم عارفين الزون يمشي ويحرك عندهم دقيقه واحده بقرار الفايت ثم يليها 30 ثانيه لاتخاذ القرار تمركز او ممكن انسحاب الى الزون، الى الان ترى ما شفنا الزون ما بعد نشوف الماب وين قاعد تروح الزونات معانا الزون الاولى وين صارت اكيد شفت عادي جدا لكن بتعطينا مراسم قليله وين راح تروح مع ماجيكي مارث سول عليه ووصل عندهم حسسهم بالخطر ثم اللي عليه الان فقط استكشاف المناطق اللي حوله يعرف في احد ما في احد حذاري يا مارتس نوك داون حطيتك داون صدقني ساتان راح يزعل زعل كبير عليك من كثر الزعل يمكن راح يقول لك يلا مع السلامة راح ننسحب وانتهى الموضوع لاحظ معي علي قاعد يجهز الثغرات والان نشوف الماب ونشوف حكايتنا وين قاعد تصير معنا اولد سكول من ناحية الشرقية الى اللابندتا وكذلك الاسنشيل متواجدين في ناس جنرالز والجريف يارد من شباب البي اف والنار متواجدين هاي جراند بيكادو سان مارتين على الجهة الجنوبية وريد ثندرز من لوس زي ما عودونا والنجم من فالديلمار او عذرا نعم آه فالديلمار اتوقع لوس هيغوس آه صراحه الاسم ممكن ضاع مني لكن نسكب من الان نشوف زون اولي يكون مثل نصف لبندتا وكذلك اوليد ثندرز والفاركون بأربعية جميله جدا توزع والاولد سكول على الاسينشال مسافات بعيده والجي كي قرار ستان انسحاب قلت لكم دقيقه واحده راح يجي الكول راح يجي القرار من ستان وقراره مشينا للزون عارف التيمات وعارف التيمات وين راح تتمركز فاكن عارف مكانهم وين راح يكونون معانا وعارف مكان اريد ثندرز والنجمه جالكسي وكذلك الاسينشال من ناحيه خبره هذول الفرق وتعارفهم وكذلك ملحمتهم المستمره معانا من بدايه ممكن سنه 2021 عارف تفكيرهم عارفين بعض وعارفين بعض من كل النواحي وصل الاستان الى منطقه الغربيه من ناحيه اللوس دينوس امورهم تمام والتمركز يعطينا صوره واحده الصوره عباره عن شفت زون شمالي ثاني راح تكون اغلب الفايتات في اللابندتا اكبر المستفيدين الفالكون والاسينشال الفالكون اذا لعبها صح باورفول بتمركز سليم جدا على الجهه الشرقيه من او الجهه الغربيه لفانديتا بانه يكون ما يتضرر من فريق الاسينشال ويسوون نقدر نسميها انا وياكم اصدقاء لكن وديه لبعض الدقائق خلينا نلعبها وديه انتم ركزوا على جهتكم حنركز على جهتنا لان هدفنا واحد مين راح ياخذ الشيكن دينر لان لو وصل اي فريق ثاني طرف ثالث راح يكونون عقبتهم صعبه لبندتا راح تكتظ بالتيمات وكل تيم راح يمر من جهه لبندتا راح يكون تفكيره بانه يتدخل كطرف ثالث وطرف رابع وتبدا معانا المجزره صراحه الان انا في ربكه وتوتر <applause> اني محتار بالسيناريوز اللي راح تصير في اكثر من سيناريو لكن سيناريو البطل او صاحب التشيكن دينر في هذا الجيم والله صعب يعني كل الفرق كاملين والكامل الله جي كي كاملين فاركو كاملين آه اللي هم الاسنشن كاملين, كاملين كذلك اريد تدرس كاملين اريد تدرس عارفين قوتهم في لوسلينوس قد ايش كانت معارف في الدوري المحترفين والله شوف فاركو سبورتس موجودين بالفعل برباعيه حاليا وكثير من التيمات لكن باقي ما تبقى ثلاثيات موجوده معانا في النهاية في أرقام مريحة بالنسبة للاعبين والاتيمات المتواجدة معنا حرفيا تسع فرق 32 لاعب بنحكي على رقم مريح حرفيا على شفت زون ثالث متواجدين فيه نحن حاليا فبالنهاية بالنهاية في أرقام مريحة حرفيا لأي تحرك لأي روتيت أي ناوي أنت تعمله بنشوف حتى التيمات مرتاحين حرفيا بداخل الفايتات هذا الشيء اللي بنشوفه بميرمارك أكبر ماب بالفعل بداخل ببجي موبايل فبالنهاية بتعطي الرياحية للتدخل او للتحرك حرفيا خلينا نحكي انه بتحركاتك بداخل الماب بتكون بريحية دام انه الخريطه كبيره ودام انه اعطاء الفرصه اصلا من الارقام اللي متواجده معنا عم تعطى فرصه للتيبات فبالنهايه من هيكون بطلها ومين هيكون صاحب التشيكن دينار الثاني المتواجد معانا جي كي اي سبورت لم او عفوا موجود هو حاليا بكامل عتاده اصلا برباعية بالكامل لكن بزيرو من الاقساط هذا الشيء اللي بنشوفه ممكن ان يكون باك تو باك مره اخرى بتشيكن دينر بعد اول وتحصيل التشيكن دينر الاول الافتتاحيه كانت عن طريقه وعلى يدي من ثنائيه كانت موجوده في النهايات ونهايات رنجل من نجمة جالكسي مثل افتتاحية والسيناريو يلي شفناه بداخل رنجل عم نرجع مرة أخرى شفناه وشاهدناه عن طريق رؤوف لثلاثية كانت على يد رؤوف وإقصاء وحيد أعتقد عن طريق كوبس هذا الشيء اللي رمحته أنا تقريبا في بودكاست مسجل لما رحنا وشفنا الفايت ما بينهم وما بين كونكرر اللي كان متواجد معنا ايكورد حاليا بعد اقصاء سرود هنون هون متواجد معنا رام وعلي وثلاثيه متواجدين وايكورد بدايه عم نشوف حاليا بدايه مسكوب الفورم فور عن طريق هذا اللاعب اللي بنشوفه حاليا باقصاء لاولى اللاعبين من الايكورد في هذا الروتيشن في اقتطاع حرفيا لاولى الروتيشنات اللي بنشوفها حاليا من ايكورد يتبقى معنا دي او يتبقى معنا ثنائيه متواجده معنا حرفيا النون ممكن ان يكون استقبال لهذا اللاعب المتواجد معنا لرد الاعتبار في داخل وفي اراضي ميرمار متواجده معنا لا يديها وعلى جبالها علي لإقصاء حرفيا ومن تواجد لاعب واحد فقط هنا متواجد معنا النون اخر من تبقى في طرف من اطراف الزون وعلى اطرافها لكن في النهايه من سيكون حرفيا هو لاقصاء لصاحب الاقصاء على هذا اللاعب اللي هو خارج نطاق هذه الزون اما اللاعب يفوز شفناه ولمحناه تركي هنا متواجد معنا ملعون وعموري ويفوز اربع لاعبين متواجدين معنا الى الدخول ولدخوله من الزون جي كي سبورتس على اطراف اللوس نسر متواجدين معنا جماز متوسط هذه الزون وموس وفي وسطها من لاعب من جي كي سبورتس مارث اللي كان ان في بي لاولى المباريات والمباراه الاولى في رنجل بالتحديد هنا في نوك اوت موجود معنا راح يكون في ريفايف او لا هذا الشيء لم نشوفه بقرب كبير اعتقد من اللاعب المتواجد معنا هو غيث يمكن اللي بجانب مارث اما ساتان وبداخل الزون على طرف من اطرافه بيحاول تامين الطريق بالكامل الجي كي اي سبورتس بيحاولوا قدر الامكان هنا للدخول الى الزون اكثر واكثر بيبو اعتقد اللي اسمه بريدو ريبو يا اخي بريبو يا اخي اكتبوا أسماءكم والله العظيم انتم شباب من امبارح قلت لكم اكتبوا أسماءكم زي الناس خلينا نرفضها نحن مير و او امير اللاعب اللي بنشوفه حاليا وثلاث ثلاثيه من تبقى اساسا من هذا المنتوج معنا يفوز موجود تركي حاليا ورباعيه وهذا اللاعب اللي بنحكي عليه اساسا نوك اوت على واقصى عفوا وتاكيد اساسا لهذا لهذا الاسقاط على اللاعبين اللعب فالكون اي سبورتس بدايه أقصى لاعب من اللاعبين فالكون يتبقوا معنا ثلاث لاعبين دمار لاستقبال احدى اللاعبين حاليا لتكون 1 في 1 ما بين هؤلاء اللاعبين اللي نشوفهم حاليا لاخذ هذا الكمبوند من سيكون مير هون متواجد معنا رؤوف كبس هنا و الضربات ممكن ان تكون من اللاعبين اللي اريدوا حاليا اسامه وسموكر موجود حسن واللاعب بطيخه من اطراف واعلى يادي وعلى, وعلى هايات لوسينوس هنا متواجدين فيها أوريدو ثاندرز موجودين معنا سموكر كيف حيتصرف حاليا مع لاعبين مع انك ما جالكسي متواجدين مع نيدات اولى بدايتها وهذه الثانية موجوده معنا رؤوف بعد الدمج البسيط حسن ممكن ان يكون هو صعب النوك اوت بعد هذا الفلانك اللي بنشوفه لكن كوبس بيحاول قدر مكان بسكو 3 لاعطاء الكفر للاعب لرؤوف بالتحديد على الجهه يمنى على الجهه يسرى واحد اثنين ممكن ان ستكون رؤوف يا ولد رؤوف وندات رؤوف وما أدراك ما ناديت رؤوف يعني رؤوف نحن بنحكي لما تقول بالمليمتر فتلفظ على هذا اللاعب فقط بالتهديد على رؤوف وانتهى الكلام من بعده انتهى لكن هنا رد الاعتبار ورد على كلامي انا اسامه موجود معنا من الاوريدو ثاندرز حاليا بعد نوك اوت موجود على رؤوف كابس حاليا لورد وفريق لتقديم الفزعه حرفيا والسبورت والدعم لهذا اللاعب لقمه ولدرهم ولقائدهم لرؤوف حرفيا رؤوف ون اتش بي حاليا عم نحكي على لورد 1 اتش بي بعد نوك اوت على حسن ثنائيه من تبقى حاليا من لاعبين الاوريدو ثاندرز وبيحاولوا ممكن ان يكون هنا نيك ما هنا نجوم الشرق <applause> الاوسط في ميرامار في جبالها في هاياتها على لاعبين على كوبس والتقدم اسامه من مكان فريك من مكان نيد المره الثانيه على التوالي ممكن ان تكون من كوبس واحده بوحده واحده سموكر واحده كوبس بطيخه لتاديه المهام واستكمال هذا الفايت والنيدات موجوده على فريك ممكن ان تكون هم لاعبين موجودين كوبس حاليا نك اوت واللاعب المتواجد معنا بنشوفهم لوريدو حاليا فريك لاستكمال هذا الفايت اكثر واكثر هنا صخره النجمه Galaxy. ورباعيه بالكامل ونوك اوت موجود على كوبس حاليا سموكر 1 اتش بي جماد المكاتر على فالكون موجود هنا تومي هنا تومسون هنا تومي هنا بطيخة على لورد بدايه النوك اوت فريك لرد الاعتبار هنا في جبال ميرمار هنا في اياتها هنا بطيخه وفريك ولاعب اثنين جنب موجود استقبال من رؤوف من الخلف هذه واحده وبدايتها هذه ثانيه بطيخه اعملها وسويها الله الله يا بطيخه على الاول على الثاني اولد سكول في الانحاء والثير بارتي ممكن ان سيكون حاليا على اللاعبين هنا اوريدو ثندرز والاقصاب الكامل عن طريق على يد فريك بدايه وبدا رؤوف انهى لعب فريك والانقاذ لهذا بالفعل لهؤلاء اللاعبين الثلاثيه جي كي سبورت واصل ووصول هؤلاء اللاعبين ساتر موجود هارد متواجد حاليا هنا سكوب 3 والانفور كان موجود لكن في النهايه ما كان في اي نوك اوت على اللاعبين جي كي سبورت وفي النهايه نيك جالاكسي أربعة من الإقصاءات بالفعل على أوريدو ثاندرز وزيادة لهذه الأعداد وزيادة لهذا الرصيد ثمانية من الإقصاءات متواجدة مع لاعبين نجم جلاكسي استكمال وتجديد لهذا الفايت لكن باسم وبيسم مختلف بقطار عراقي متواجد معنا غيث من الجي كي سبورت والتقرب حرفيا لكن في النهاية إنقاذ تم وكان حاليا ولا زال على هؤلاء اللاعبين على هؤلاء السفاحين على أسود على أسود الرافدين هنا أسد متواجد معنا حرفيا أم كوبس موجود بيحاول جمب هو غلطه ممكن ان تكون يا موجود أفريق كله الاول على السطر <applause> ثاني هكبس واحده اثنين من اللاعبين من النجمه جلاكسي على الاول والثاني والثالث الرابع والاخير اخر من تبقى هنا ممنوع الثل بارتي على النجمه جلاكسي منع وحرفيا ارض محيطه بالالغام من لاعبين من اسود الرافدين من النجمه جلاكسي كابس حاليا موجود روفن اوت انسحاب تكتيكي من المنطقه كلها بالكامل بعد جاشر اقصاء متواجد معنا تقبل دفع هذا الثمن والخساره لكن برد برد موجود معنا والاستقبال على كبس حيكون هنا موجود هل سيكون هل سيدوم هل برد سيكون هنا نيو لا, لا كبس موجود افريد يا فريك جي جي يا فريك وان اتش بي كابس موجود هنا كابوس المينا حاضر وموجود على الاول على الثاني والثالث صعبه وان اتش بي هنا من تبقى معنا لاست وان سولو والاخير هنا والنهايه نجمة جلاسي، هذه وقتها حاليا وقت الصراع وقت الفايت هذا سيكون ام سيدوم لو لا حنشوف لورد والامير لعب سولو من تبقى والانقاذ حيتم وحيكون على اللاعبين عن طريق اللاعب برغ من تواجد معنا ستارت فول ولاعبين كانوا بالفعل لا زالوا يحاولون هم النجمه جالكسي لكن تحت ايادي وعلى عاتق لاعب واحد وهو لورد اولد سكول بعد ما ساعد شباب النجم جالكسي يمسون ريكفري عكروا مزاز شباب الجي كي وشباب النجم جالكسي ما ضيعوا الفرصه واخذوها الان وصول لاعب وحيد لورد لكن نار الان والاسينشيل اسينشيل بثلاث لاعبين ديشه جماز وكذلك ريزولت الرؤيه موجوده يلا اضرب 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 حاول حاول ما عليه طلقه واحده كافيه ممكن ورا الصخره سبوك شايفه انت عارف انه في صخره قدامك ممكن لا حولت لاعب نارك ملعون الآس على جماز جماز عدى وراح والاي بلاعب سولو ولاعب سولو كذلك بنجم جالكسي 12 اقصاء و11 اقصاء عندنا عن شباب الاولد سكول 11 اقصاء الاولد سكول يعني عباره عن تيم نظف ودخل ثيرد بارتي براحته لكن بالنهايه خسر لاعبين او لاعب وحيد بالفايت بينه وبين دخوله كطرف ثالث على شباب بنجم و والجي كي وكذلك الاوريدو ثندرز ثغرات شفناها من شباب الاوريدو ما تمنيت ان اشوف سموكر يكون اول لاعبين اللي يسوي جمب ويدخل يتحمس للفايت كان يقدر يهلد بالطيخة سوى اللي عليه واكثر بانه يكسب فيها الوقت يكسب فيها النوكداونز الاسقاطات اللي مطلوبه كان مطلوب من بطيخه لكن بالنهايه سموكر يعني ضيعت ثغرة ممكن كان ديك شباب النقمة يكون نكون معكم صريحين وتوقع هذا استوديو التحليل راح يتكلم فيها بشكل اكبر واعمق نشوف الان اي كورد اناون اخذ الاسنشال ديشا وهو كلاعب سولو وجاب خامس النقاط من ناحية الاقصاءات الاسنشال بلاعبين جماز ريزولت والاي كورت برا لورد لعبة فرسيد خ... او زون وشباب النار الان لوك داون نار الله عليك يا عموري عم ياخذ اللاعب الاول ريزولت الان ياخذ البيك يا ريزولت دمج ما هو كافي لسه مرة ثانية نار عموري عم الان باندجز والهود اللي صار ايكورد باوت تفزون مركز خامس، هارد لك عليهم ما قصرتوا، اوه يا الام جي 3 بسكفور يا يفوز، يفوز يا يفوز يا يفوز، مش قاعد تسوي يا يفوز؟ هذا هو ام جي 3 وسكفور اولد سكور سباي بلاعب وحيد، برك الصغط الان، الفلش راح يصير، على طول حوله الى ردود بعد السبرين والاروع منه كان بالام جي 3، كسب فيها هذا الاقصاء اللي بالنسبه لهم الرابع 12 اقصاء جالكسي 11 اقصاء اولد سكول هل راح يقدرون يكملونها سولو بسولو بسولو قدام فريق كامل وعموري ياخذ انه وهذا الاقصاء اللي بالنسبه له الخامس وهذه حكايتهم اولد سكول سباي 1 في 1 لورد والسباي داخل بوش لورد هل هو عارف عن سباي حذاري صاد وعرف لكن سباي بلي كيم. ما مس ولا شيء اخذ اللي صور عليه واكثر وجاب الاسقاط والاقصاء على طول ال 12 بالنسبه له اخر غير لاعب امام أربعة متوحشين هل نشوف كلتش هل نشوف معجزه ولا خلاص ارحموه ارحموه يا شباب النار اول لاعب دمج بدمج وجي جي شباب النار وينر وينر تشيكن دينر باربع لاعبين بدون خساره ولا اي لاعب بستة اقصاءات تقريبا او سبعه ادائهم كان تمركز بحت جدا الفيتات كانت بين صف ضفة الأولد سكول وضفة النجمة جريكسي هاي جراوند اللوس نينوس الجهة الشمالية شفنا فيها أربع تيمات متواجدة معانا خلصناها مع شباب نجمة جريكسي وكذلك الأولد سكول اللي كان حبي يدخلون طرف ثالث لكن ما قدروا يدخلوا طرف ثالث خسروا فيها لاعب بالنهاية ياخذون مركز ثاني ومركز ثاني عن شباب نجمة جريكسي والفريق اللي متمركز معانا بمنتصف الزون هو كان عنده التشيكن دينر لكن يعني يبقى معناه انه صاحب الشكل دينر على فكره ياخذ 10 نقاط فقط غير الفرقه الثانيه جابت معانا 15 12 اقصاء وال15 اقصاء هي اللي كانت عندها الان نقاط اعلى بكثير لكن لسه احنا تونا في بدايه المتعه يعني تونا ثاني ماتش متز يعني باقي لنا ثالث ورابع وخامس <applause> لسه, لسه باقي لنا ثلاث ماتشات صحيح لسه بكير 1200 دمج هنا لاصحاب التشيكن دينر اللي شفناه وكثير من التفاصيل اللي حيذكروها ان كان مننا نحن ولا ان كان اكيد من ال المتواجدين معنا ماو اكيد و ليجند المتواجدين توتال دامج 1200 553 هي المتواجده ست اقصات موجود مع النار اي موجود معنا, معنا أصحاب المركز الاول اللي كانوا متوسطين زونو في النهايه زون لما تعطيك هديه لما تعطيك هديه تقول لك خذ لو انت قادر تاخذها فاخذها وبالفعل كانوا قادرين ياخذوا التشيكن دينر وكانوا قادرين بالفعل اصحاب المركز عليها انهم يستغلوا المركز الاول هذا اصحاب المركز الاول اللي هي إيه للباب الثانية المتواجد معنا من بعد الاولى ومن بعد الجي كي من تحصيلهم للمركز الاول لكن باقي ما تبقى بالفعل زي ما حكى هنكي بالضبط بنحكي على اول مباراه انتهت ثاني مباراه انتهت باقي ما تبقى معنا ثلاث مباريات متواجده معنا فمين حيكون بطلهم من حيكون متواجد معنا تصفيات هي اللي راح تحكي وراح تتكلم عن الفاينل النهائي مين راح يكون متواجد معنا فهذا الشيء اللي راح نشوفه ان شاء الله خلال خمس مباريات لهي الليله وخمس مباريات لليله الغد ان شاء الله راح نكون معاكم انا وهنكي لتغطيتها ان شاء الله الله هذا اللي ناطرينه وهذا اللي مستنينه نحن وانتم فننقلكم ولا تتفضلوا وتروحوا معنا على الاستديو مع ماو ولجي ناري 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 من جماله نار يا حبيبي نار نار اي سبورت ولاها نار وشرار وتولعت بمعتز وهنكي يخلف عليكم امتعته وابدعته نار اي سبورت اصحاب النفس الطويل الحصان الاسود القادم من بطولات بي دي اس بلاي هيرا من البطولات الاسبوعيه والشهريه والان في بطولة الإليد يصارع الله. فلاطحة PUBG موبايل في الوطن العربي ويقتنص تشيكن دينر مهم وهي رسالة لا يأس مع الحياة أي نعم أنتم كبار بالاسم وكلكم على الروس ونفتخر فيكم ولكن عندنا فرق صاعدة وبلاي هيرا عم تعطي هاي الفرصة وعم تعطي هذا المجال لهاي الفرق الوعدة أنه تنافس الفرق العربية العالمية الموجوده معنا وانبسط يا تركي ويلا يا ماو نار يا حبيبي نار يا ماو مع نار اي سبورت والله برافو بس احنا وصلنا ألف لايك ولا بعد يا لجن يا تركي والله شكلهم ما بحبوني ولا بحبوك يا تركي يعني احنا لهلا شباب وشي 60 لايك بدنا ألف لايك تركي متحديكم انا ما على التكبيس يعني يا, يا شباب <تصفيق> يلا <تصفيق> باذن الله الشباب قدها وباذن الله ما يقصروا معنا باللايكات والشيرات وبلاي يعني تستاهل هذا الرد الجميل منكم على اللي قاعد يقدمونه من بيئه احترافيه من الاساس الى هذا المستوى اللي احنا واصلين له ولابراز هذه الفرق اللي احنا شاهدناها نار هذا احد الامثله الجميله اللي من أحسنت. الممكن انت مستقبلا تكون مكانهم فكل التوفيق جوله امانه لو بنتكلم عنها اعطتنا متعه بالاحتكاك اللي حصل في البدايات فقدنا حس الميرامار باعاده التموقع والاطلاع والاستفادة من الهاي جراوند بالالتحامات الكثيفه اللي صارت ما بين الـ اللعب المفتوح بدايه الجيم ليجند yes. يس طيب <applause> آه حنتكلم عن نار وفريق نار ايسبورت والتشيك اللي اخذوه ولكن نبدا ونمشي المشوار مثل ما بدت ميرمار بمسار طياره ميرمار وستايل اللعب اللي انفرض اللي انت عم تذكره يا ماما اوكي <applause> تمام فنحن بعطيه الملخص السريع تفضل ولا بعد البريك تفضل 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 نتكلم عن مصاري الطياره بيعود جالي بيعود جالي مصاري الطياره وبعد هيك رح نطلع للفاصل الاعلاني تفضل يا كان موجود على الجانب الجنوبي الشرقي رغم انه كان صعب ويعزلنا عن كثير مناطق لان الناس التيمات خلت اعاده تموقع من جديد صار في احتكاك في منطقه الازهر وبعض المناطق الاخرى بشكل جزئي الى حد ما مما ادى الى خساره تيمين في البدايات لكن هناك سيناريو ثاني راح نتحدث عنه بعدين اللي هو الاحتكاكات والالتحامات في المنتصف. حلو، حنتكلم اكثر واكثر ونخوض بميرمار ولكن حنطلع بفاصل اعلاني عن بليهيرا ومتعتها وحلاوتها برمضان، رمضان يجمعنا مع بليهيرا، تفضل على الاعلان مع الانترفيو مع الملة وراجعين لكم. احمد مو درامي، بس نفسه في اشياء كثير، واكثر شيء نفسه فيه انه ما حد له جيب مقاضي. عشان كذا كان لازم يتدخل نعناع، نعناع شايل هم المقاضي، أحمد مو درامي، ورجعنا لكم اعزائي المتابعين كل الموجودين اكسبوا الصلاه على الحبيب المصطفى عليه وعليه وعليه افضل الصلاه والسلام وتقبل الله الصيام يا رب العالمين والطاعه ماو بالهايلايت لميري مار واللعب المفتوح وكان بدايتها مع فريق الاي كورد اللي عم بيلعب اللعب المفتوح التام اللي فرضه مسار الطيارة على اغلب الفرق أه شوف يمكن بالستيج هذا هذا النقطه اللي يمكن نتكلم عنها وانت ذكرتها اللي هو الاي كورد والنكست يمكن شفنا اكثر من احتكاك والتحام في الستيج 1 الى الستيج 2 في التشيك بوينت ونقاط التمركز ان كانت من الفرق اللي شاهدناها ان كان من ساندر ثاندر والتربل دي وان كان السكول والسول والاولد سكول الفرق كلها كانت عندها الجرأة الكافية ان تاخذ الفايت بشكل كامل بدون فكرة الانسحاب بحكم ان احنا موجودين في الراوند الثاني وفي فرص ثالثة للتعويض اللي هو الراوند الثالث والرابع والخامس ممكن تكون جيدة لكن ممكن تكون غير جيدة للفرق اللي خسرت الفرق اللي كسبتها اربع نقاط تعتبر بدايتها جيده انه هو اصر انه يكمل هذا الفايت لكن كثرت هذه الفايتات اللي صارت ممكن اعطتنا هداوه كبيره في الزون الرابعه تقريبا أحياني. الى الى انتقالها الى الزون الخامس حلو وايضا عندنا كان بالمقابل فايت الترابل والأوريد والملفت للنظر كان معانا اللاعب بطيخه كان طالع الجبل وفاتح ويلا ويلا ولكن أه لكن دي كان الهاي جراند والتمركز تبعهم كان هو الطالب قصدك النجمه جالكسي لا الترابل الترابل دي وأريدو. اوكي هذا 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 بنقطه الاحتكاك اللي صارت في الزون الثاني وهني النجمه جالكسي اريدو ثاندر يعني بعد ما انتهت وعدت هذه النقطه اوريدو ثاندر استفاد من بوزيشن انه ياخذ الرؤيه الا ان الفايت اللي ظل ما بين النجمه جالكسي واليوتيليتيز والضغط اللي حصل بتبادل النيدات وتبادل السقاطات ما بين الطرفين والتوقيت اللي ممكن الزم فريق الاوريدي ثاندر بتحرك ممكن يكون خارج وكذلك أحي. النجمه جالكسي سبب مشاكل على الاثنين حتى لو تلاحظ النجمه جالكسي انتهى من الفايت ما مدى يعيد تمركزه من جديد الا انه هناك فيه جيت كيبنج من فريق الاولد سكول مثل ما أه أه قاعد هاللحظه هني بس انت اللاعب كوبس بهي اللقطه سبحان الله اجت هاي اللقطه تك لي شوف شوف كوبس شوف كوبس صار مسك اليو ام بي وجاب نواك اللاعب التاني الثاني ما لحقنا نشوفه ولكن اجى أحيح. عليه التريد كان وانت لي شوف 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 كوبس لا الاضافه اللاعب كوبس ما لو... لو نتكلم بعجاله واضافه اللاعب كوبس لفريق العالم النجمة جلاكسي متى متى ممكن يكون ايجابيته ومدى انعكاسه في في الايام الجايه والبطولات الجايه اكثر والاحتكاك الاكثر وممكن يكون التناغم اكثر والتاقلم مع okay. مع فكر بالاخص رؤوف كيف ممكن تشوف اضافه اللاعب كوبس لفريق النجمة جلاكسي؟ وبعجاله انتاجيته بالارقام واضحه من كل المشاركات السابقه، لكن اليوم انا بعد ناطره لحد الان ما شفت الظهور الكبير. فريق عنده او لاعب بشكل عام عنده اداء خرافي بالمواجهات الفرديه خصوصا لما يعتمد على مهاراته وفكره بشكل خاص اتمنى ان هذا الفكر يندمج اكثر مع مع الفريق على اساس ان احنا نشوفه بارز مع تواجد التيم بشكل مجمل حلو وهنا عم نشوف كمان قدامنا يا اللاعب من فريق اولد سكول الام في بي في جوله ميرامار وحنشوف امامنا ايضا الاحصائيات اللي حتظهر امامنا على الشاشه بعد الجوله الثانيه في جوله ميرامار ولكن جوله ميرامار عنوانها لا مستحيل مع نار، نار قادم من التصفيات ومن البطولات الشهريه والاسبوعيه، منظمه جديده طالعه صاعدة بدها تكون موجوده وعم بتحارب وعم بتواجه وعم بتكون مع فلاطحه ببجي موبايل في الوطن العربي والعالم، فرق مثل النجمة وأريدو والفالكون و وكل الفرق الموجوده، مدى ايجابيه هاي التشيكن، اي نعم بست اقصاءات ولكن مش مهم الاقصاءات اكثر ما هي مهم الحضور وانتزاع هيك تشيكن يا موبايل. الفريق امانه شاهدته من الجوله الاولى الى الجوله الثانيه يحاول يعتمد على التمركز والتموقع في منطقه واحده، هني نلاحظ افضل اللاعبين في الجوله الماضيه، يمكن ابرزهم كان برق من فريق الاولد سكول برصيد ست اقصاءات وبالمنافسه مايند وايضا رؤوف 5 5 فريق على الجانب الاخر كلهم خمسه تبارك الرحمن واللي بقول واللي بقول رؤوف ما بيدمج ما شاء الله اي جي ال 1000 دمج كذلك الاعلى بالضرر ما شاء الله عليه برافو, برافو. حاليا حاليا الاي جي مو فكره الاي صار لابد ان يدمج ولا ولا دور الاي جي انتهينا منه هذا في السابق فقط دور اي جي حاليا الاي جي لابد ان يكون عنده المهارات الكافيه كذلك بالمواجهات أستحن. حلو راح اخلي هذه النقطه هذا منار اوكي راح نتكلم عن النار نار النار <applause> بشكل عام في هذه الجوله ليجند اعتمد او استفاد بشكل كبير من خساره التيمات في الستيج 1 والستيج 2 مع العلم انه هو نزل من اوائل التيمات من الطياره الى منطقه البال المار ما تسرع في الدخول الى عمق الزون ظل يلعب على الطرف من الزون الاولى الى الزون الثانيه الى الزون الثالثه بعدها استغل الفرصه باعاده تموقع في الاند جيم في سنتر الزون اللي اعطاه مجال انه يحافظ على كثافه العدديه ويطلع بالتشيكن نينر في الجوله الماضيه ما توفق بحكم الصعوبات اللي واجهتها في النهايه الا انه في هذه الجوله حلو. وصل الى المبتغى اللي هو يبي اللي هو دينر ولا ح... و... واضح من عدد الاقصاءات حلو وعجبني الشعار تبعهم انا ما والله نار علم العراق على طريق على, على شكل النار والله يجعل... آه. يجعلنا ويجعلنا ويجعلكم من اصحاب الجنان قولوا امين كل آه. السمعين السامعين ما نطوي صفحه مريمار ونتكلم عن سان هوك يعني مريمار شفنا اللعب المفتوح فما بالك بسان هوك كيف <سؤال> على اللي شفناه في ميرامار مجبرين التيمات ان يطبقون هذا الاسلوب في سان هوك بس خلاص هيك ينتهي انتهي <applause> اي لان 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 اذا اذا صار عكس ذلك فهذا فيها علامه استفهام انه انت ليش عكست اسلوب لعبك اللي اوريدي احنا شفناه المفروض ما يتطبق بالشكل الكبير في ميرامار ف استمتعوا المشاهدين خليه يستمتعوا بس الى الان يعني الجي كي قدر ياخذ اول تشيكن فالكون الى الان الحاضر الغائب فينا نقول وبعجاله يمكن ما عم بتوفق بمسار طياره وفي اماكن نزوله يا في الجوله في الجوله الماضيه ترى فالكون كان ماخذ بوزيشن جدا مميز امانه في منطقه لابدنتا وماخذ مساحات كبيره لكن ما كانت واضحه معي بالضبط اللي حصل لهم اللي ألو. قاعد اشوفها من الماب انه هو كان ما بين اكثر من فريق لهذا السبب ألو. يمكن واجه مشكله في الدخول حلو خلينا نشوف كيف حتكون سان هوك والدخول الملكي من الملكي هنكي وسلطان التعليق معتز الهوانا لكم ويا حبيبي يا معتز موفقين كل خير يا رب <applause> يا حبيبي يا لجند الله يسلمك يعطيك الصحة والعافية شكرا يا لجند شكرا يا ماو يعطيكم ألف ألف عافية لندخل معانا ومعاكم ومع هنكي بإذن الله وتواجدين يا هنكي في هوك الله يتواجدنا في كل الان لانه فيها متعه بعكس امس اللي كانت ممكن بين الفرق اللي الناشئه وتحاول توصل معانا لاعلى المستويات اليوم الفرق ملتحمه الناشئه والمحت اللي تحاول توصل للاحتراف عن طريق بوابه بليهيرا اليوم راح يقابلون فرق محترفه جاهزة أنها تحاول تشوف قوة صلابة هذه الفرق لاحظنا أنه في الفرق جابت شكن دينر الفرق اللي متأهلة من الكوتيدرز هذا شيء جميل شفناهم جاب المركز الثاني كذلك وثالث وهذا الشيء يدل على أنهم قادرين يوصلون لأفضل مستويات الريتيرد الآن في الخا والتثمط في, في, الشمال والنكس مع النار وش قاعد يصير وبدأ الالتحام ياخذ نقدان الأول راشد يبدأ على يفوز 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 يسقط هذا هو اللاعب اللي منتقل الآن من الفريق الفيق... الفريق المنتقل نعم صحيح نستكمل الاحداث اللي قاعد تصير معانا صالح ايش راح يسوي مع شباب النكست انهم متواجدين باربع لاعبين لكن اولد ديد لوش بي هو اللي قاعد يعاني الان لكن اسمه خلصنا نعم الف... الفيرتشوال. في الفيرتشوال جي اس واخيرا جاء الاسم بالي لكن جميله الدي بي اس او ستوف كي ملعون ملعون قاعد تسوي؟ والله اسم على مسمى ملعون اخترت اسم يناسب شخصيه لعبك يناسب اسلوب ستايل لعبك اللي قاعد تقدمه معانا باسلوب نارك ولعبك اللي قاعد تسوي تسويه الان امامنا الخبازه اللي قاعد تبنيها جميله جدا هذا هو ملعون الان يصير ملعون ويتملعن يا خطير يا فنان انت ايش قاعد تسوي باقي لعب وحيد فالكون هل هو قري هل هو عارف ولا مو عارف لسه يقدر يبوش لكن مهلد الريفايف قاعد يصير اوه يا راشد 1 في 2 يا راشد صعبه يا راشد والنار داخلين والنكس الان يسقطون والتريبلي سبور جاي من الخلف والنكس فالكون يسقط الصغر الان والصفوف تنهدم من شباب النار جميل النار خلصوا خلص عليهم لكن جاو ملوك الرونز وصلوا الملوك لكن الملوك الان جايين يخرجون للي جايين يكتسحون هذه المنطقه منطقتكم رونا جبروتكم رونا مرجلتكم رونا لعبكم اللي بعتدي منا شفناه في بوشنكي مع شباب النجمه جالكسي هل التربل سبورت فيجرس يوزع صالح علي قادرين يطردون هذول الخمس لاعبين فريق النكست وكذلك فريق النار نجمه جالكسي على تريبلي سبورت ذكرنا نجمه وجوله النقمة من ظهرنا على طول نك بنك رد الدين على طول واجب رد الدين واجب لكن لسه البوش اللي صاير راوف قاعد يضغط من الجهه المعاكسه كذلك والضغط اللي قاعد يصير الان راح يسبب انفجاره اربع تيمات في نفس البوزيشن ثلاث تيمين جايين فلانك وتيمين داخلين داخل الرونز صالح يبحث عن ثغره الثغره موجوده يا صالح ولا كيف يا صالح هل نشوف الان الضغط الكبير اللي قاعد يبنونه شباب تربل اي سبورت لكن لسه ما خلصنا هل ممكن تشوف البوش الان يلا يا البوش تاخذها الان الله عليكم يا شباب النار البناء المحنك لتربل ولا مره شفت تربل يسبوه يخسرون فايتر رونز هل هذا اليوم نشوف الخساره ولا ايش ريبل دي حاليا والرباعيه والتقدم يوزع من علي من اربع لاعبين متكاملين متواجدين معنا بكتيبه وتدخل من النيك ماجالاكسي من الاعلى من هاي جراوند مطلة على هذا المكان بالكامل على الروينز وتواجدها ام نار المتواجدين في داخل هذا الكومباوند في داخل هذا القصر المتواجد لمن سيكون الحكم في داخل هذا القصر في قصر الروينز المتواجدين معنا حاليا تركي يفوز ولاعبين عموري ورباعية بالكامل وأصحاب لتشكن دينار الثاني اللي كان متواجد معنا في ميرمار هنا متواجدين معنا في داخل الروينز في أربع لاعبين واثنين من الإقصاد أما تبقى أنك مقلكسي في الأعلى جن هو سيكون هو الحل في داخل هذه المعركة في داخل معركة مخيفة وهي وعنوانها كلوز حاليا متواجدين معنا متقربين أكثر وأكثر بيحاولوا التقدم في جورس دمج كبير على التربل دي يوزع نفس الكلام 1 اتش بي 1 اتش بي لهؤلاء اللاعبين للثنائيه المتواجده معنا حاليا صالح نوك اوت من اللاعبين المتواجدين معنا بنشوفهم من, من التربل دي ويفوز والتقرب دي بي اس هذا عنوان الحدث حيكون وهل سيكون من يفوز حاليا بيحاول بيك بسرعه كبيره على لاعبين على التربل دي بالتحديد اولد دونا متواجد معنا اخر من تبقى ومن تواجد من لاعبين المتواجدين معنا من نيكس حاليا علي نوك من تربل دي خساره لصالح ثنائية فقط متبقي معانا يوزع فيغورس والنجمة جالكسي لسه متقرب ومتواجد وبيحاول قدر الامكان التقرب على هذه المنطقة أكثر وأكثر نشوف الامر يلي يعني وصل من لاعب من نجمة جلاكسي من رؤوف بالتحديد الى القرب لهذه المنطقه لاربع لاعبين متكاملين لاسود الرافدين لورد من جهه يسرى ورؤوف هنا متواجد معنا في الجهه اليمنى كوبس حاليا والتقرب هو لورد الامير متواجد لوحده حاليا فريق بيحاول اكثر واكثر ثلاث من التيمات متواجده في داخل هذا القصر لمن سيكون الحكم ومن سيكون ملك هذا القصر والملك لمن سيكون هنا النكست بيلاعب واحد من اولد رؤوف هنا متواجد معنا كوبس بيحاول فريق نفس الكلام معموري بي بي أول من رؤوف هنا البدايه هنا الافتتاحيه بنوك فينش موجوده بالفعل من رؤوف هنا البدايه من النجما جلاكسي وتدخل من أول ديد على اللعب على النكس اخر اول متواجد معنا أول ديد اخر من تبقى اساسا وخساره لورد حاليا بدايه في داخل هذا الفايت وداخل وقرب هذا الفايت اللي كان من النج جلاكسي وتقربهم الثير بارتي اللي حصل وبدايتها على النيك. ما حاليا رؤوف ما بعدها عموري بي على رؤوف رؤوف للاستقبال هنا متواجد معنا بالفعل علي موجود في شوت جن بيحاول قدر الامكان اس حاليا علي كيف راح يتصرف انس موجود من ريترد حاليا والاقصاء تدخل حاليا بي اكثر واكثر من تريبل دي على لاعبين نيكبا جالكسي يوزع بدايتها وتاكيد هذا الاسقاط واخر من تبقى كوبس لاعب واحد ولا كلاتشات اللي كنا نشوفها واللي كانت تتواجد هل راح نرجع ونشوفها مره اخرى ولا لا لكن هالمرة على أسماء جديدة ومتجددة أكثر وأكثر واحدها ومتواجد معنا أولدد لاعب أما ترميل دي بثلاثية يوزع علي فيغور كوبس قادر على هذا الشيء ولا لا دخل وقرب تيم إيه ثاني جي كيو حاليا على القرب اكثر واكثر على روينزو هذا ليس بقصر هذا بحرفيا مجزره بداخل هذا القصر المتواجد معنا هنا بيحاول هذا اللاعب المتواجد مع اخر من تبقى لاعب في بدايه اوت كوبس حاليا نفس الكلام استقبال ليفو ستيشن بدايه أن يوزع نفس الكلام ينطبق يعني لكن من مين من قيس استقبال للاعبين تربل دي واحد اولد واحد قيس ما بعد التدخل والثيرد بارتي معنا والتقرب اكثر واكثر على الفايت على الفايت اكثر قيس بيحاول كابس حاليا بيلوش فيه نوعا أولدت نفس الكلام فيجر اوه يا قيس الله عليك هنا كررك المتواجد معنا حاولوا بالفعل لكن النيد موجودة من اولد هذا اللاعب الصامد الجبروت القوه المتواجده معنا عند النكس عند أولدت بالتحديد هذا الواحد والوحيد المتواجد معنا هنا أولدت اخر من تبقى كان موجود معنا في بدايه الفايت ليستكمل هذا المشوار اكثر واكثر لكن وين ويا لكن مين يا دروب شات موجودة من قيس لينها من تبقى انها هذا الصامد هنا كوبس موجود معانا السول الوحيد هذا الاسوان هذا الكابوس هذه المولي موجود معانا للتحرك اكثر واكثر هي يوم بي يمين يسار دوج ولا اروع الله 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 يا كوبس ولا طلقة ولا رصاصة اصابت هذا اللاعب من دج مخيف مقابل قيس ولاعب واخير اخر من تبقى اربع لاعبين كانوا متواجدين الان بلاعب واحد واخير اربعه من الأقصات ثلاثه منهم متواجده مع كوبس وواحد كان متواجد مع روف ليستكمل مشوار في سانوك لاعب واحد فقط وهو كوبس اخر من تبقى في هذا الفريق المتواجد معنا من اسود الرافدين من كوبس بالتحديد كنا نتمنى نشوف كلاتشي يعني كنا نتمنى نشوف لقطه من لقطات هيك البطوله لقطه من لقطات بلاي هيرا اللي هي متواجده وعم تجمع لنا هذه الفرق الموجوده معنا حاليا لن نستمتع اكثر واكثر في داخل البطوله لكن في النهايه هنا المشوار راح يستكمل على عاتقه كله هذا الحمل الكبير هو على كوبس بالتحديد من النجمه جالكسي ثالث مبارياتنا سانوك موجوده معنا يتبقى مباراتين ميرامار وايرانجل في الختام ستكون معنا مثل البدايه ومثل الافتتاحيه في مسكها الختام ستكون ايرانجل عشر فرق حاليا 36 لاعب موجودين معنا هنا الصقور فالكون اي سبورتس متواجدين معانا اولد سكول ارتفول واوليفر برق وسباي اربع لاعبين بالكامل لكن بتوزع كبير وبعد كبير ما بينهم على اطرافهم نشوف حاليا اللاعب من لاعبينهم ارتفول بيحاول يلتحق بهذا اللاعب بيحاول يلتحق بالفعل باوليفر بيحاول قدر الامكان يستكشفوا المكان اكثر واكثر يسكاوت هذه المنطقه كلها بالكامل ليامن نوعا ما الطريق للفريق وباقي ما تبقى من الفريق وباقي ما تبقى من اللاعبين لكن فالكون اي سبورتس على على محط هذه الانظار وعلى حطها على محط هذه المناطق كلها فالكون والتدخل وانسحاب من ارتفول بالتحديد حاليا من اولد سكول هذا المتواجد معنا حاليا لكن في النهايه مطارده مافيات هنا مافيات فالكون اي سبورتس هنا صقور المملكه العربيه السعودية السعوديه هنا متواجد معنا فالكون اي سبورتس حاليا بدايه دمار والثنائيه ولو التقرب باورفل من مكان ثاني على اولد سكول بدايه على واحد على ثانية بعد الانسحاب ارتفول هنا موجود معنا انسحاب الى البر الامان المتواجد معنا منهم سباي لاستقبال هذا اللاعب لارتفول بالتحديد ثنائيه منهم وبرق بعيد كل البعد فالكون اي سبورتس واستحلال على هذه المنطقه كلها بالكامل واستيلاء بدايه ما بعد أقصى اوليفر لا معنا الرباعيه كلهم بالكامل فالكون اي سبورتس وهذه بدايتها كل ما شاهدتم من فايتات هذه زون اولى فقط ما بالك فيما بعد هدوء حيعم اكيد 100% على سانوك نحن عارفين فايتات السرعه والبدايه اللي بتكون في سانوك بالتحديد كصغرها اكيد لكن هنا إي سبورتس هنا ماركوس اها آه <applause> هون الغدره لما تقول لك يا ساتان لما قلت لكم انا امبارح خلي سلاحكم بايدكم خلوه بييدكم بيسانوك وانا خلوه بييدكم يا سانوك لانه هون حتتهاوش وحتتضارب وحت خليه خليه هون ماركوس ما بيرحم ماركوس اذا امبارح على ايم شفناه من لو جراوند لهاي جراوند ببجي اللي شفناها ب بارنجل بجورج بول بالتحديد ايم بيخوف فما بالك بكلوز كيف رح يكون يعني اكيد راح يكون بخوف اكثر واكثر هذه غدره هذه كابوس كان لساتان ولاقصاء لاعب من لاعبين جي كي سبورتس بعد استحلالهم على ارنجل الأولى اللي كانت موجوده معنا باولى مبارياتنا لهي الليله هي رنجل كان بدايتها جي كي سبورتس هم اصحاب المركز الاول هم من وقعوا على سماء رنجل في دينر ومن بعدها نار اللي كانوا متواجدين معنا في ميامار عم نرجع حاليا في سانوك وغدرت ماركوس حاليا للجي كي سبورتس اما ما تبقى منهم ثلاث لاعبين يعني متواجدين على اطراف البوت كامب وريدو ثاندرز على اطرافها وموجودين معنا السول حاليا في كواري بالتحديد ولا واحد من تبقى من النجمة جالكسي اللي لاحظنا واللي شاهدنا المعركه الكبرى اللي كانت في داخل الروينز هذه اللي اقصت كثير من التيمات اللي شفناها من البدايه أعطت خسارات كبيره صراحه للفرق اللي كانت موجوده معنا منهم تربل دي منهم نجما جالكسي حتى ولو هم فازوا بالفايتات واللي شفناها كل هذه الفايت لكن بفائز واحد فقط هو واحد خارج من هذه المنطقه فدفعوا ثمن كبير صراحه الدخول فشكله التيكت غالي على روينز يعني لما تدخل انت شكلها الدخوليه غاليه يعني بدك تدخل على الروينز فدخل الدخوليه كانت غاليه انك تدخلها وتطلع منها عايش فطلع منها كوبس بس هو الوحيد باقي ما تبقى كل الفرق اللي شفناها آه شفنا كثير شفنا نار تريبل دي آه شفنا تدخل اكثر من تيم ليج مجلسي كان موجود ونيكست اعتقد كمان بنحكي باربع فرق اربع اسماء صحيح طلع منهم ناجي واحد واللي هو كورس صحيح شوف صراحه اللي صارت يعني الفايتات في رونز ما كنا متوقعين بتصير هذه الفايتات يمكن تعودنا نشوف هذه الفايتات دائما في كامب ليس الرونز لكن المرة كنا نقول عاصمة سان سانهوك صار صارت المرة في هذا الماتش تحديدا عاصمتها الرونز ماين السلام عليكم يا اخي شباب يعني سؤال و... يعني سؤال حق المحلل ما واتمنى يسمعني يعني ايش سالفة سكاوت بالضبط؟ يعني قبل شوي شفنا ساتان طالع سكاوت في الجهة الشرقية من البودكامب بعد ال... نقدر نسميه المستنقع اللي كان موجود اللي فاصل بين البودكامب الجهة الشرقية على الكواري وصولاً بعد المستنقع يعني كان علامه استفهام ليش تثن هناك تيما كان وين اصلا عند هناك من الجهة الشماليه البوت الان هذا كذلك لاعب بالبايك تسوي سكاوت من شبه المستحيلات يا تمر مسرع او انك لا تسوي سكاوت بالدبع. البايك يعني من زي ما شفتوا امامكم يعني حدث حدث العاقل بما يعقل العموم آه دمنا احنا الان راح نمر فتره برود اعصاب كبيره جدا آه فاضي نخسر لاعب تلو اخر حنقول لكم مع السريع قبل ما نشوف الفايت بين الأوريديو ثندرز والجي كي الان اللي قاعد يتابع وحاب يشارك فمثل هذه البطولات المقدمه من بلاي هيرا كل عليك حمل تطبيق بلاي هيرا ترى الان 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 اقول لكم يعني الحين الحين رايت ناو طيب عندكم كم باقي باقي عندكم ساعه و58 دقيقه بالضبط ويسكر تسجيل هذا الاسبوع فاللي حاب يشارك مع تيما كلم اصحابك يلا جمعوا جمعوا شبابك كل واحد يسوي يصير كابتن واحد ويدخلون تطبيق بلاي هيرو سريع سريع وسجلوا وشاركوا ولعبوا الله يكتب لكم الخير اللي فيه واللي يكون ما هم من سكان السعوديه حول فقط الاب ستور او جوجل بلاي الى السعوديه وحملها امورك زي الفل وامورك عسل والمهمه بسيطه جدا فالموضوع يحتاج سرعه الان واذا ما لحقت على هذا الاسبوع الحق على الاسبوع اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده, واللي بعده خبر اصحابك انه احنا بطولات بلاي اسبوعيه موجوده بعدها راح تجي شهريه يعني انت عندك من بدايه سنه 2023 شهر شارتني بالضبط بدات بطولات بنهيرا فشارك والله يوفقكم جميعكم باذن الله نستكمل الان احداثنا اللي قاعده تصير في مابتنا اللي سانوك اللي يكرهها معتز وانا احبها جدا اتمنى نشوف في كندي صراحه عشان الشباب يرتاحون لان بدات الغيره من الان هم محبين في كندي وانا محب سانوك موضوع صعب جدا وكذلك ما ننسى الشريك او الراعي نعناع يعطيهم العافية على الرعاية لهذه البطولة نستكمل كذلك حكايتنا أنه الهدوء اللي راح يصير عميق جدا آه لأول مرة أشوف تريبل إي سبورت يخسرون الرونز لكن صراحة الخسارة ما أقدر أسميها خسارة لأن دخل عليهم طرف ثالث ورابع يعني في أكثر من فريق وفريقين أصلا سبقوهم بالنزلة بالنزل على الرونز موضوع كان صعب جدا ولاحظنا أن النجمة جالكسي آه الان السايله خلاص الوت الجهه الجنوبيه الغربيه على طول على السريع وراح اتحرك واحاول ادخل فايت مع حقين الرونز خلاص الرونز راح يكمل على بينال، بينال راح يمكن يروح جسر البودكام على جهه الجنوبيه الغربيه البودكام والان لاحظ شفت الزون والتيمات اكيد راح تتوزع في المنتصف انها مرتاحه عدد 33 10 لاعبين 10 ايام معليش 10 فرق 33 لاعب ما هو العدد الكبير البالكون والسول فايت راح يكون ملتهب باورفل في الكلوز مثل ما يكون الخيار الامثل بالنسبه لفالكون خصوصا ان شباب السول روني امس قوتهم في جمع لاعبينهم لكن الان علوش وصل ام بي شوف علوش شوف علوش علوش الان ضاع لك شوف نزل دمار اول لاعب تو يتكلم عن الام في بي هذا هو اذا كان متواجد راح يتواجد في هذه اللحظه هذه اللحظه المهمه في يوسف ودمار سقطوا وجوه او مدفع في الفالكون صور المملكه هم سقطوا الان بورفول هو الاي جي ال راح تسوي قدام لاعبين علوش ريباس صعبه ولا مو صعبه خلينا نشوف بورفول اللاعب الاول اخذ النقطة الاول اللاعب الثاني تحويل السلاح لو في سلاح ممكن كان فيه امل لكن بالنهاية السول هيمنوا على هذه المنطقة وهيمنوا على الفرق جميعهم شوف جماز الآن شوف جماز شايف وعارف ها أضرب ما أضرب أبي أضمن أبي أضمن أبي أضمن أبي أضمن التيمين وليس تيم واحد أبي أضمن الفريقين أبي أخذ جميع الأقصاءات الموجودة لكن شوف القراءة الآن لسيشيل عرفوا أنه في لاعب هناك ماركوس اللي كان يتوغل وجاء من الخلف أوه, أوه, يا يوسف كأنك بديت على جماز وعطلت ريزولت ديش ينزل لك اللاعب الأول أو توكسن اللي كان متواجد دول بي إف متواجدين بري بوت بالخلف كذلك لاحظ التيمات يعني كل ما قل العدد راح تشوف تكدس في منطقه واحده كل الاكتمات قاعد تحاول تقرب لهذه المنطقه اللي هي منتصف الزون ومنتصف الزون راح تشوف اطراف ثالثه ورابعه وخامسه وهذا اللي قاعد يصير معانا اربع فرق متواجدين في نفس المنطقه ذات الان توكسن اللاعب البصري يرمي النادي الاولى والثانيه على علوش علوش دمج خفيف ما هو كافي يلا مره ثانيه سخنها سخنها الامر ماها سريع لكن ما راح تاثر تاثير كبير وشباب الفالكونز رجعوا بثلاث لاعبين فقط لاعب واحد ودع معاهم الباقيين متواجدين مهمين هل هو دمار اللي ودع نعم دمار اللي ودع وعذر باورفول اللي ودع معانا دمار نفر الون وكذلك يوسف الثلاث لاعبين متواجدين لسه الى الان تجديد في هذه المنطقة والاسنشل بعد داون على جماز عاش جماز شوف الان دمار ينزل اللاعب الاول علوش هل راح يصير بوش ولا نيت نيت لتأمين هذا الاسقاط هي النيد يوصلها ايزي بيزي راح يجي الفينش ويكسب فيها الاقصاء الثاني كتوتل والشباب الان بوش 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 لكن توكسن 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 توكس توكسن دمار ياكشن جميل ولا اروع منه اما نفسه واما اللي نفسه انه يوصل لبر الامان ويدخل فايت لكن شوف الان بري بود ياخذ مقدار احلى دمار ودمار جالك الريفايف لازم يكون موجود الا ولو ريباس حذاري ريباس 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 حذاري ريباس ريباس ما راح يضرب مهلد وجماز رجع مره ثانيه هذا الفايسي اللي قاعد يطول معانا بأكثر من حكايه، هل يدخلون الآن؟ لك شوف يوسف يحاول يدافع عن الشباب من فراجر الى سبورتر ونفر الون يقصي شباب السور ريباس بالمركز العاشر، هارد لك لهم والفالكون والأولد سكول، اتوقع الجيم قاعد يلتحم، كم فريق هنا؟ اربع تيمات بس أربع يوسف ياخذ ثروته جدا من شباب الأولد سكول بارك ينزل يوسف لوك داون نوك فينش ويكسب بالأقصاب جميله من الأولد سكول والتيمات الآن كل تيم يبحث عن ثغره انه ياخذ نقطه، اعطوني النقاط صار في عندنا عقم بالنقاط ما في اي إغصاءات كثيره يبحثون على اي راس امامهم بانهم يكسبون في الإغصان توكسن هو اللي يكون في المبنى، الان تفكيره ابغى اسحب، ابي اطلع من هذا الكومباوند، كمباوند اللعنه، هذا كومباوند اللعنه، هذه نسميه مثلث برمودا، نعم هو مثلث برمودا، هذا اللي اذا دخل في تيم راح يعاني جدا، ممكن ما يخرج منه بسلام، وهذا اللي صار مع جميع الفرق اللي دخلوا هذه المنطقه، الاسنشل توكسن يقول ابي اخرج واطلع وتوكسن طلع الان والبي اف ما هم مركزين عليهم ولاحظ الفايتات راح تكون الان منقسمه الاسنشل اذا قروها صح راح ياخذون افضل منطقه بالهاي من جراوند من منتصف الزون يامنون الانحاء اللي حواليهم يدخلون على اطراف ثالث ورابع والجي كي واريدو ثندرز جي كي واريدو ثندرز في فايت ثاني موجود معانا محتدم حاليا ما بينهم بدايه اولى نكات من لاعبين الأوريدو أندرز على دي جي كي سبورتس بداية شفنا معركة كانت بالروينز نرجع نشوف على أطراف كواري معركة أخرى موجودة معانا ومجازر حرفيا بأيادي مارت حاليا بلوتش اتش بي من سموكر من دمج كبير جي كي راجنر حاليا بداية ولأنه كات موجود معانا حسن وجي كي سبورتس حاليا ساتر ما بعد الإقصاء اللي تم على يد السولي سبورتس اللي كان هو ماركوس بالتحديد هو صاحب الاقصاء على ساتان ليتبقوا معانا ثنائي حاليا ما بعد النوكاوت اللي صار واللي حصل على راجنر بالتحديد بطيخة عرف المكان عرف الزمان سمع الصوت وسمع الخطوات موجودة واضحة وصريحة نيد بعيدة كل البعد حرفيا هذا بالمكان هذا لنشوفه كيف راح تكون كيف هذا المشوار يا قطار وين هتروح وين هتودي راجنر حاليا بنوك اوت ريفايف لا يتم لازم يتم من مارت لكن في النهايه تدخل حاليا من اللاعبين من متواجدين معنا حاليا مارت بدايه والله على النيد روعه من مارت النيد لكن في النهايه دي بي اس هو عنوان لهذا الفايت مع المولي وتواجدها واقصاء الثنائيه اللي كانت متواجده معنا بدايه النوك اوت اللي كان على راجنر مارت حاول الاستقبال بالنيد. لكن في النهايه نوك أوت وحيد فقط لا اكثر ولا اقل غيث والايم هنا سم متواجد معنا هنا الدي بي اس سيكون عنوان الفايت هذا ولا صعبة، هنا بيحاول قدر الامكان بطيخة، هل فيها ولا صعبة غيث بيحاول البوش لك فين؟ هعرف المكان والزمان وسام من مكان ونفس الكلام ينطبق على بطيخة ثنائية بكمين بيسار انتهى القطار، هنا بتواجد لاعبين جي كي سبورتس واللاعب الوحيد آخر من تبقى هذا السولو هذا الوحيد اللي كان متواجد معنا من لاعبين جي كي سبورتس تم الإقصاء وتم الإنهاء على هذا اللاعب وبنفس الكلام ينطبق على الثنائية اللي كانت موجودة معانا اللي كانوا بيحاولوا قدر الإمكان مارث يعطي الريفايف لنهضة هذا اللاعب ونهضة راجنر بالتحديد ليستكمل المشوار بثلاثية لكن في النهاية كان في بوش وكان في ثير بارتي لاستقبال هؤلاء اللاعبين بداية لوريدو نرجع نشوف أرتفل على الريزولت نيران صديقة ما بين لاعبين لكن هذه نيران صديقة مو بوقتها ابدا بزور رابع موجودين هوك وما بالك هوك اي صوت ممكن ان يسمع ما بين 300 و 400 متر تسمع صوت النيد اعطى نوك اوت الانف موجوده واضحه وصريحه على البرودكاست مسج فبالنهايه ممكن انه ياثر عليك بشكل كبير وتاثير بسيط ممكن ياثر اثر كبير وهذا بدايته وهذا التاثير الكبير اللي بنشوفه نوك اوت اللي تحصل واللي صار متواجد معنا توكسين حاليا بدايه لكن في النهايه دي بي اس من سباي عن هالكلام كله بالكامل على لاعبين على جماز وتوكسن وبالفعل قفزه وكانت قفزه اسد وبالنهايه شراسه متواجده من هؤلاء اللاعبين من الاولد سكول بالتحديد بارك وارد فول حاليا والثلاثيه فالكون اي سبورتس اللي كانوا واللي كيف اصلا نفذوا من هؤلاء اللاعبين اللي كانوا بالثلاثيه بعد اقصاء باورفول ما بعدها اقصاء يوسف وهنا ما تبقى معانا لاعبين ومتواجدين معانا للاعبين اللي يستكملوا مشوار بيسانوك حاليا هؤلاء اللاعبين هؤلاء الصقور وصقور المملكه العربيه السعوديه فالكون نوكاوت حاليا بدايه اللعب من لاعبيهم دمار هل سيكون قادر على هذا المشوار على استكمال هذا اللاعبين على رد هذا النار بالنار من لاعب متواجد معانا بنيد موجوده حاليا نيفارالون بيحاول دمار نفس الكلام ثلاثه من الاقصاءات وحيده لكل من دمار ونيفارالون ويوسف اللي تم اقصاؤه ولاعب من تبقى معنا بدمار حاليا كيف رح يتصرف نيفرالون انسحاب تكتيكي للمنطقه هذا افضل شي نيفرالون انسحب يعطيك الريفايف بعدها خذ راحتك ايش بدك تسوي سوي بدك تستكمل مشوار استكمل بدك تفايت فايت 19 لاعب موجودين بهاي اللحظات سبعه من الفرق موجودين بارك حاليا من اوت من ارام من الخلف حاليا متدخل والقرب اكثر واكثر الى الفايتات والقرب اكثر واكثر الى الزون ارام على الاول ارام على الثاني والثالث والاخير سباي حاليا وتجهيز النيد تكتيكيا النيد تكتيكيا حرفيا دي بي اس الاستقبال لكن في النهايه اليوم بي كانت هي اساس وحاليا نهايه هذا الفايت ما بعده بدايته من ارام على الاول وعلى الثاني بدايه ثانيها برق وثالثة ونهايه سباي على يدي كانت ارام وانهاها وخلصها بيوم بي برباعيه ليحاولوا قدر الامكان 22 متر امتار بسيطه فقط تفصلنا عن زون وعن نهايه زون موجوده بالنسبه لسانوك اوريدو ثاندرز من اوت للاعب وريفايف فيتم بالفعل لاستكمالهم باربع لاعبين بكتيبه متكامله متواجده معنا سموكر كورد مره اخرى على التوالي ارام ناويها شر وليس ناويها بخير متواجد معنا في فور وسكوب الفور لنوك موجود لكن بالنهايه في حرام موجود موجود ما بينكم اذا انت كنت ايه مكسم? بالنهاية بالنهايه في منتصفها في حرامي وهو دمار متواجد من فالكون اي سبورتس سرقه لهذه الاسقاط اللي تم لهذا الاسقاط اللي تم عن طريق ارام خذها وخلصها دمار واخذ هذه النقطة المتواجدة لصالح الفالكون اي سبورتس حاليا اربع وخمس سيمات متواجدة معنا أريد برباعية بالكامل وثلاث لاعبين من ايكورد ديو موجودين مع تيم الفالكون ومعانا تيم الفورس المتواجدين معنا في لاعب واحد سولو والنجم جالكسي نفس الكلام ينطبق عليه في 16 فيرست ايد عدنا والعود احمد حرب البتالهيل هيل للنجم جالكسي يعني هذا الشيء اللي ما اللي لزمان ما عدنا شفناه تذكر اخر ابديت حصل وصار في بالنسبه للزون هذا اللي ما خلى نهائي النجمة جالكسي حتى مش حنذكر يعني او نحدد اللي ما خلى كثير من التيمات يلعبوا على الباتل هيل والحرب والمعركه اللي كنا نشهدها هنا بنرجع نشهد هاي المعركه مثل ما قلت لكم عدنا والعود احمد ويا هنكي مع مين؟ مع كوبس والنجمه جالكسي والله امريكي ايش كانت جنسيتك راح تلعب زينا مثل نيجا جالكسي يلعبون هذه سان هوك لعبه البتل هيل لانه لعب سولو كذلك لكن الان السكم الاي كورد ارام وسرود وكذلك ازهي نفر الون الزون يحرق يا, يا الله يا ارام غلط مو بوقت يا ارام كيف تسوي هذا الغلط يا ارام كيف تسويها مثل هذا الغلط فادح جدا لكن الفالك نفر الون يصل من بطيخ نريد تندر شو على نيابهم في نوك داون حاصل لكن حسن يعطيهم فو وينك يا بطيخ على بي ماك باقي اللاعب الاخر لكن يصير لود عنده 320 طلقه سبريت سموك سبريت سموك نعم يتبارك موجود خلصوا عليها الله على الايم خلصها بمخزن واحد الاسقاط والفنش على اللاعبين والان لاخ كوبز جاي بالغدرة نزل اللاعب الاول نوك داون تمار والبي اف وتندرس بطيخ الان وسموكر عارفين في لعب جاوت فزور كوبز ما لحق على اقصاءاته عنده دبل اسقاط لكن ما لحق عليهم والان عمليه الريكفري سريعه جدا من البطيخه خلاص انتهى توقع الجيم الا ولو دمار عنده كلمه اخرى والبي اف اللي هو بروت فورس هاللاعب السولو عندهم ست اقصاءات وتسع اقصاءات عندهم شباب الاوريدو فالكونز باربع اقصاءات باتل هي البحتة ما اتوقع راح يعطوا فرصه للتيم الاوريدو ثندرز بانهم ياخذون اقصاء واحد منهم او يسوي دينايد الى اللاعب نفسه ديناي يسوي نفسه عشان ما ياخذون هذا الاقصاء فنقدر نقول مبروك شباب اريدو ثندرز هذا الجيم سان هوك كانت بعنوانكم اخذتوها معانا بوينر وينر وينر شكل تسع اقصاءات بالراحه لعبوهم وراح يقدرون صراحه دخول بطيخه مع روستر اريدو ثندرز دمار دمار, دمار, دمار خليك كمان كلامي دمار حتى من هذه المسافه تدمج مو مخلي احد بحاله يا دمار انت ميت خلاص بتنوكه يعني اوكي بتنوكه بتصير له ريكفري ما علينا سموكر ما قصرت واخذتها وزي ما قالها سموكر كان يحب يسمعها على خفيف يا سموكر على الخفيف المهم هذا قاعد طلبها سموكر خصيصا له وهذه جاتك سموكر سبرين ان يا مير يا مير جالك جالك سموكر يبغى الكل اوه يا بطيخه هذه الاقصاء مبروك لشباب الاوريدو ثندرز بعشر اقصاءات جيم جميل بالنسبة لهم، صحيح ما كان عدد كبير جدا بنهاية الزون، التيمات المرتاحة اثبتت لنا اعطونا الراحه وراح نقدر نقدم شيء السكمة حديث على بطيخه تغار بطيخه اللي في صفوف الاريد ثندرز قاعد يعني يعطيهم طعم يمكن هذه النقطه اللي كانوا يحتاجونها يا هاي الطاقه اللي عم نحكي عليها انا هاي البي ام جي سي <applause> اه نقطه البي ام جي سي اوكي نقطة البي ام جي سي ممكن انها تجي منه ولا لا بس عم نحكي على طاقة انه ممكن تجي على التيم من خلال لاعب واحد اللي هو واجب بالفعل يعني استقبال لعيبة متواجدة معنا او خلينا نقول عقود متواجدة معنا بالفعل من خلال لاعبين وهنا الاوريدو ثندرز نذكر التفاصيل وبعدها نكمل 1800 تقريبا دمج و750 ما يقارب هون الهيل اللي هم متلقينه و11 اقصى استحقوها ما بعد عناء بالفعل واستقبال كلا جي كي سبورتس الى اخره لكثير من التيمات وفايتات تمت وصارت وحصلت على ايادي الاوريدو ثندرز ومن بعدها تحصيل التشيكن دينر والمركز الاول. كنا بنحكي على الدماء لما بتدخل على الفرق وهنا على فريق موجود ودخول دماء جديده مثل بطيخه مثل كوبس على نجمه جالاكسي مثل راجنوروك عالم من شوي شاهدنا لو تذكروا ببدايه البث شاهدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلوا على النبي نكسب الاجر كمان في رمضان شفنا شاهدنا التي دي ام لما اتلعبت شفنا راجنوروك استقطاب كمان للار اي سبورتس هذه صفقه كمان جديده موجوده صفقات كثيره وكبيره متواجده في المينا حاليا كلها راح نشهدها في داخل بي ام بي ال لكن حاليا هاي تست هيك تست بسيط متواجد حاليا في داخل بليهيرا هذه متعه كبيره عم تتقدم بالفعل من بليهيرا لنشاهد ولنا ولنكون ون... شاهدين على هذه المتعه بالفعل وعلى هذه الاستقطابات اللي عم تتم من خلال الفرق ونتمنى نتمنى يعني نشوف الاروع والافضل يعني من هذا الشيء اللي عم نشوفه نحن يعني شيء عم نشوفه نحن متعه حاليا بعده باذن الله يكون افضل وافضل ونستمتع معنا ومعاكم اعتقد بنروح على الاستديو حاليا آ... على ما وعلى جند باذن الله ناخذكم وننقلكم لكم الاستديو ونرجع لكم من بعدها ان شاء الله أو اوكي لا المخرج عاوز كده استنى نرجع لكم شوف نرجع اوكي نرجع دقيق يا شباب دقيق دقيق دقيق. معاكم نحن ايوه لا لا هو قاعد يقول لا تروح لهم فخلاص اوكي انا بقول لك عشان نرجع دمنا أه؟ دمنا قاعدين نجهز نرجع لهم يلا اوكي لا. انا شفت كيف ارجع <applause> انا اول شيء اسلم هيك هذا ارجع هيك شفتني <applause> هلا يا معتز شكرا يا معتز شكرا يا هنكي يعطيكم العافيه كفيتوا ووفيتوا سان هوك لم ولن توفي بوعودها ولكن اريد وفى بوعوده وادري اقترب سنه دينر ب 11 اقصاء سان هوك شفناها يا ماو هادي الا ببداياتها بعد هيك كانت طبع ميريمار وكانت بنكهة ميريمار والهدوء اللي كان فيها ولكن أريده لعب وقدر يقتنص التشيكن دينر مع مسار طائرة نوعا ما ما كتير بفرق هوك بحكم أنه ما ضيقة ما بصغيرة مش باب واسعة فمسار الطيارة ما كتير بكون له هالتأثير الكبير صحيح في البدايات والبليد well على الاوريدا ثاندر انا اول شيء حبيته في الاوريدا ثاندر هو احتكاكهم مع والفايت اللي خذوه بشكل مبكر عن طريق الهاي جراوند كامب الفا مع فريق الكونكرر توزيعتهم استجابتهم لبعض ورك اللي يعملوه غير ذلك قبل ياخذون التشيكن دينر محاولتهم للاصطياد التيمات اللي كانت في منطقه الهاتينا كانت جيده الفريق عارف خبايا كل منطقه الجزيره الصغيره هذه في سان هوك بحكم انه هو صار له فتره متعود ينزل فيها وفي ضواحي منطقه الهاتينا فبرافو عليهم في اصطيادهم للخصم اللي كان معاهم في الدروب وكذلك محاوله اقتناص الاقصاءات في نفس هذه الجهه ومجارات الزون مثل ما تذكرت ما كان في كثير امور غير اللي هو الالتحام بمحطات النزول تحديدا بالرونز راح نتكلم نتعمق فيها اكثر وخلينا نتعمق شوي و... 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 ولكن خلينا نطلع لبريك اذا كان البريك معنا جاهز رح نطلع للبريك بريك ريدي نروح على البريك ونرجع نخوض اكثر ونتكلم اكثر عن رونز وما حدث بالطرف بال... الثيرد بارتي اللي شفناه والاطراف الثالثه اللي كانت تدخل معنا وحرب الشتجن اللي طالت برونز يا ماو كل هذا وذاك رح نتكلم عنه ولكن حنطلع بريك دقائق بسيطه وراح نرجع لكم استنونا احمد مو درامي بس نفسه في اشياء كثير واكثر شيء نفسه فيه انه ما حد يقول تجيب مقاضي عشان كذا كان لازم يتدخل نانا نانا شايل هم المقاضي

يا بتاع النانا يا بنانا يا مدلينا يا نعناع ما تنسوا الرابط عم بنحط بالتشات حملوا تطبيقهم ريك ما بلاي هيرا اللي بدك شفناها اللي شفناها ببدايه الجوله <applause> يب يب شوف امانه اكيد طبيعي راح يكون في 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 تعارض في محطة النزول لأن في بعض الفرق جديدة على بعضها وما تعرف محطات نزول بعضها لكن الغريب في ذلك دخول الأطراف الطرف الثالث والطرف الرابع أنا أنا مع فكرة الطرف الثالث خصوصا مع نظام اللعب الجديد لكن هو إذا كانت في حتى نسبة سنه. حتى سلوها كامارو في الطرف الثالث بالضبط بالضبط لكن أنا ضد الطرف الثالث اللي فيه نسبة المخاطرة عالية جدا اليوم دخول الطرف الثالث في 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 في, في دي كان كانت في مخاطره طيب نسبه المخاطره تعتبر اقل من نسبه المخاطره بدخول فريق النجمه جالكسي والدليل ان فريق النجمه جالكسي اخر من وصل الى هذه المنطقه لكن طلع في لاعب واحد جميل دخول الاطراف على بعضها لكن عرف النسبه هل تساعد اني ادخل وراح اكسب من خلالها خروج واستكمال للجوله ولا مجرد اني اكسب ثلاث اربع نقاط هو الهدف النقاط الاقصاء كلنا مع نقطه زياده فرص تحصيل نقاط الاقصاء لكن بنفس الوقت نقيم الفرصه الموجوده من امامنا هل تسمح ان ندخل في هذا الريسك بدون خطوره ونطلع سالمين؟ اللي شفته ممكن ممكن يكون هذا الشيء حاليا ما راح يكون مؤثر بشكل كبير تحديدا لفريق النجمه جالكسي بحكم انتاجيته في الجولتين الماضيتين لكن انت ذكرت مستقبلا ممكن انت يكون ذكرت مؤثر في اليوم في اليوم فايل انت ذكرت نقطة مهمة اللي هو السيستم الجديد البوينت سيستم ومدى تأثيره وبايجابياته وسلبياته، هل عم نشوفه معنا بالثلاث جولات الأولى وتأثير نظام البوينت سيستم الجديد اللي صار على تشيكن؟ ونظام النقاط اكيد اكيد مؤثر شفنا حتى حتى فتره الراحه اللي قاعد تكون في السابق كنا نشوف فتره الراحه ما بين بدايه الفايتات وخوض المغامره تكون ما بعد العشر دقائق ال 13 دقيقه الاولى اليوم احنا قاعد نشاهد المغامره والفايتات تكون باول الدقائق ونشاهدها في نفس توقيتها العشرة انتقلت الى المنتصف فهي نفسها بس اللهم ان المنتصف هو اللي صار فارغ غير ما كانت البدايات فارغه بالنهايه هذا هو هذا هو نمط لعب جديد ولا بد ان تتاقلم معه لكن انا في 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 وجهه نظري محاوله تقدير الفايت وضرر هذا الفايت آه على كل تيم اليوم ارد اقول المراكز يعني... الثمانيه ما راح تكون فارقه لكن بالفاينل اكيد الفايتات هذه لازم تحسب لها حساب اكبر طيب تعالوا نشوف الام في بي سوية في الجولة الثالثة معنا مين كان ام في بي مابت سان هوك ونستمر واللاعب بطيخة يعني الوارد الجديد بست ب6 اقصاءات ب 619 دمج لاعب فريق اوريدو لاعب نصر منظمة نصر إيسبورت سابقا ولاعب منظمة أريدو الوالد الجديد ويعني داخل وبقوة ويعني جايب أكثر من نصف اقصاءات فريقه يابا 11 اقصاء اوريدو هو جايب ستة ما شاء الله لاعب كان يعتمد عليه سابقا في النصر سبورت اليوم هو هو جديده يثبت نفسه اليوم سؤال آه ما ما مث... عن البطيخه انا بعتذر معه آه عن البطيخه نفسه دائما اللاعب بيميزه اللاعب الاندفيدجوال سكيلز بتحسه لاعب مهاري فردي اكثر من انه لاعب جماعي، يعني بتحطه راس حربه بيفتح لك فايت، بجيب لك اول كل، بجيب لك اول اقصاء، بتحسه لاعب اندفاع لاعب حماسة لاعب واثق ما بيخاف هذا ما كان يميزه من حتى من ايام لما كان نصر ايسبورت هو يمتلك المهارات الفرديه لكن الجميل انه هو ايضا عنده يعني الروح القياديه فاليوم اذا هو مش قائد فريق هو سابقا قائد فريق النصر أوه. فاليوم اذا هو مش قائد فريق النصر فريقه راح يكون حر في قياده نفسه مع محاوله أحسنت. مجارات المعطيات اللي قاعد تكون عن طريق أحسن. فريقه فبطيخه عند الاستجابه وعند القدره انه يتوالم مع اي فريق إن كان بواقع خبرته ومشاركاته السابقه اتمنى انه يشوف هذه النسخه من بطيخه تكون افضل من ما كانت لان احس انه يمتلك كثير في في وضع القياده شوي احيانا ممكن صورتك تقل بحكم انه توزيع توزيع الادوار والمهام والى اخره ارقام جميله كوبس هني تسع اقصاءات بالرغم انها جاي متاخر كان. من الزون لا وكوبس بالضبط جاي متاخر من الزون واخذ اقصاءين على أريد ولكن الزون كان هو له الكلمه الاخيره كان ممكن أريد كان ممكن تشوف التشيكن كان ممكن يختلف بالاونه الاخيره وبالفايت الاخير لو قدر يفنش اخر لاعبين كان كان ولكن الزون ما لحق وهون عم نشوف هيد تو هيد مع بروتي فورس والنجمة جالكسي ماو نرجع نستمر بنقطه مهمه جدا كنا عم نتكلم فيها عن نظام النقاط والبوينت سيستم ومدى تاثيره هلا حيصير التركيز على الاقصاءات اكثر من البليسمنت من المركز هذا اللي عم بنعكس آه، اللي عم بنعكس معنا وهذا اللي عم نشوفه هل ممكن نشوفه ايضا بالبطولات القادمه من باب جي موبايل كان في ام بي ال وغيره من البطولات القادمه كلياتها هل ممكن نشوف هذا ستايل اللعب الايرلي فايت اللعب على الاقصاءات اكثر اكثر من لعب البليسمنت لعب البليسمنت لانه النقاط مفتوحات المركز الاول ب 10 نقاط يعني مش هل داكي. ممكن الـ 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 البالانس الكبير ممكن ينعمل بالضبط اليوم يمكن سابقا اللاعب او الفريق يحط وضعه بين اوكي خلينا ننتظر ظروف في الجيم في المنتصف من بعدها بلش العب على الـ الاقصاءات الموجوده او البليسمنت بوينت اليوم لا انت من البدايات لازم تقرر انت راح تلعب على شنو مع معطيات الجيم في الجوله الاولى في الزون الاول في الزون حلو. الثاني هي انت في سنتر زون طبيعي راح تحاول تلعب placement point على البليسمنت بوينت والتمركز والتشيكن طيب، اربط لي بيرنجل هاي هاي النقطه اللي احنا بيرنجل القادمه هل حتشوف نفس رنجل أول, 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 اول مفتوح؟ التكدس اللي شفناه في نص الجيم اتمنى ما يكون حاضر واستغلال الفرص اللي كانت موجودة في الزون الثاني الزون الثالث في الجولة الأولى من الرنجل اتمنى ان نشوف فيها تحرك أسرع شفنا في الاشتباكات اللي كانت بالمناطق كذلك اتمنى ان ما نشاهدها ريتاير تحديدا وقلت لك لكل التيمات حلو وممكن مسار الطياره كمان ممكن يكون يخدم الفرق او بعض الفرق في بالجوله الثانيه من انجل الجوله الاولى كانت انجل كانت مسار طياره صعب وفرض هذا التكدسات ولكن تكدساتنا ومتعتنا وقاعدين وسامعين مع ملوك التعليق هنكي ومعتز اتفضلوا الهوا لكم موفقين كل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى وعدنا لكم في مبارياتنا الرابعة حاليا المباراة هذه في رنجل بالتحديد متواجدين معنا ومعاكم انا وهنكي في التعليق على هذه المباراه لما قبل الاخيره وما قبل الحسم لتصفيات متواجدين في بلاي هيرا وراعيها نعناع متواجدين وشريكه اكيد اي كورد نار كونكرر ونكس متواجدين تريبل دي جيوي كيو ولاعبين السولي اي سبورتس والتيم فالكون نجما جلاكسي ريتارد تيم وبيرت فورس المتواجدين معانا اولد سكول سلايد جي كي ومن تبقى كلهم انتيمات ما متواجدين معنا في هذه المرحله في مباراتنا الرابعه في خط زون متواجد معنا او خط طائره متواجد معنا في منتصف الخريطه انا بشوف اللي خطوط الطائره صراحه يعني ما شاء الله منصفه بشكل مو طبيعي بالنسبه للتيمات في رنجل بالتحديد اللي عم نشوفه حتى كثير من اللايحات شفنا سانوك مش مهمه بشكل كبير يعني خط طائرتها عادي بالنسبه للجميع قادر انك توصل لاي مرحله بدك اياها اي مكان بدك اياه من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها تقدر توصل بكل اريحيه بالنسبه لخط طياره سانوك بالتحديد اما هون في رنغل فهو منصف فيها شفناها بالبدايه وهذه مره ثانيه عم نشوفها على التوالي بالنسبه لانقل عم نرجع ونشوف الخط الطاير منصف وجي كي سبورت كان صاحبها وكان صاحب المركز الاول فيها وبدايتها نرجع نشوف جي كيو حاليا على اطراف الفارم طبعا كالمعتاد اللي شفناه بدايه في النجما جالكسي ولاعبين متواجدين من ريترد المتواجدين معنا في داخل بوشينكي حاليا عند مره اخرى يعني بنحكي على عناد مره ثانيه في داخلها مع انه خسروا ببدايه اول فايت لكن حكينا يوم لك يوم عليك ما في اي مشكله لكن نجم جلاكسي في الاراضي وفي ملاعبهم في داخل بوشنكي مره اخرى راح يكون في خساره مره ثانيه او لا في داخل بوشنكي بالتحديد من النجم جلاكسي من اياديهم كوبس ورؤوف وفريك فريك ولورد اربعه كلهم متكاملين مهند موجود معنا حطان موجود انس و اربع لاعبين متكاملين مره اخرى راح نرجع نشوف هذه الغدره اللي صارت واللي تمت عن طريق وعلى ايادي لورد بالتحديد هذا اللاعب اللي شفناه اللي هو ابتدى هذا الفايت واللي هو كان مفتاح الفايت حرفيا للاعبين النجمه جالكسي بدايه في اول راوند او خلينا نقول في اول مباراه في رانجل بالتحديد مهند هنا قدر الامكان لمنع لورد على المره الثانيه نفس المكان نفس الغدره مشان ما خلينا نقول مره ثانيه لسعه مره اخرى من نفس المكان هذا الشيء راح تكون كبيره بحق لاعبين الريترد المتواجدين معنا حاليا او ريترد هول المتواجدين لورد نفس الكلام لكن هذه المره بدعم من كوبس متواجد بهذه المنطقه بيحاول قدر الامكان يسبورت هذا اللاعب يدعم هذا اللاعب يدعم لورد اكثر واكثر يحاول يكون اقرب منه بيحاول يقدم الدعم بشكل كبير هذا كوبس وهذا ليم هذه القوه وهذا الكابوس هذا لاعب متواجد معنا بي يعني محترف كبير بالفعل ودخوله لهذه المنطقه والدخول للبوشنكي ممنوع يا شباب الريتر هذه مره اخرى وتوجيه كلمه مره ثانيه من لاعبين النجمه جالاكسي لكن بدايتها كانت من لورد هذه ثانيها توجيه رصاص من لاعب كوبس على اللاعبين وبدايه على اللاعب انس اعتقد او مهند عفوا هو صاحب النوك اوت بدايه عم نشوفه من اللاعبين الريتارد حاليا صعب الريفايف للمنطقه وصعب الانسحاب تكتيكي من هذه المنطقه رو في مكان شوف برق وين راح يعني انا بشوفه بمكان صراحه يعني المكان اللي هو فيه مكان ممتاز حرفيا مكان ممتاز ومكان قادر انه يفلنك فلنك حلو لكن بالنهايه بدنا الاداء وبدنا التقديم بشكل كبير على رؤوف بالتحديد هو اللاعب الوحيد اللي بمنطقه اوه على النيد الله يا هذه بدايه هبايزون وهذه ثانيه بايزون هذا برك موجود معنا على الارض لكن رد الاعتبار هنا رياكشن عالمي من الامير من امير ايرانجل وامير بوشينكي اميرها هو متواجد ملكها هنا موجود هو متواجد ورياكشن عالمي من هذا اللاعب ما بعد دبل نوك اوت متواجدين على لاعبين الريتر بالتحديد نيك ماجلاكسي موجوده بيحاول قدر امكان هنا بالنيد رح يأخدها بالمكان الصحيح او لا حتكون او لا حيكون فيها دمج لكن بسيط وطفيف فقط لا اكثر ولا اقل دي بي اس عنوان هذا الحدث دي بي اس عنوان هذا الفايت من رؤوف متواجد معنا بكلوز حرفيا ممكن ان يكون هنا الدي بي اس لكن وين هروب من الاول ممكن ان يكون الله يا رؤوف يا عيني عليك يا رؤوف خذوا الاول والثاني وهذا ثالثهم معليش هذا الجزات اللي يدخل بشنكي يا شباب معليش يا شباب هذه الجزات اللي يدخل بشنكي مش مجبور انك تدخل بوشينكي عادي يعني اخذتها اول بدايه رنجل شفناها بوشنكي شنكي بأيدي نجمة جالكسي هذه مره ثانيه انك ترجع تدخلها وعناد يكون بالمقابل نجمة جالكسي مقابل لك الموضوع صعب نوعا ما ولها الاحقيه صراحه ما ما في اي مشكله انا ارضي وهذا ملعبي لا تدخل عليه لا أحقية الرد براحته يعني كيف بده يرد, يرد يرد براحته وهذا الرد المتواجد معنا من رؤوف التحديد من هذا اللاعب هنا يتبقى معنا لاعب واحد صاحب الرياكشن عليه لورد اللي كان فلازم 100% يكون عنده الانفو على هذا اللاعب بهذه المنطقه بهذه الانحاء اللي اخذ منها الرصاص والدمج على لورد بالتحديد، فلازم يكونوا حذرين بشكل كبير، حذار يا ما من نوك فينش من لاعب من لاعبيكم للاقصاء هنا الفور يفتح مره واثنين على هذا اللاعب، عارفين المكان، عارفين الزمان نيتو جهز بالكامل، قبس هنا متواجد معانا، يد على لورد موجوده بالفعل، عرفوا المكان، عرفوا الزمان، فريك ورد، هنا موجودين، كبس بالبوش البوش، لكن مين؟ فريك ورد، وخلصوها بالكامل على الريتيرد وانهو الكلام، وأنه الزمان، هنا الزمان ينتهي في بوشنكي. فدلوا المكان يا شباب هذه نصيحة من ما تزلكم أنتم فدلوا المكان يا شباب لأنه مكان النجمة جالاكسي بوشينكي العاصمة وعاصمة رينجل للنجمة جالكسي فلا تعتدوا على المكان فمن اعتدى عادي يعني يتقبل الرد كيف من كان يكون كل فعل له ردة فعل مثل ما نقول لما بتفعل شيء وبدك تدخل بوشينكي هذه ردة الفعل المتواجدة من النجمة <applause> جالكسي وهذا رد الاعتبار منهم ممنوع الدخول يا هنكي هذا آه. كلمة محطوطة هذا تعرف ايش لازم يحطوا ما بعرف إنتوا ايش بتقولوا عليها لأن احنا بنقول عليها قاربه إحنا بنحكي اللي هي مثلا لوحه بتكون ببدايه المدينه إينا. او شيء فمثلا السعوديه ترحب بكم سوريا ترحب بكم ايا <applause> كان يكون تمام العراق ترحب بكم ايا كان هنا بتقول لك والله الدخول يعني فقط واجب من شوف كلام الضيف واجب يعني اول مره واجب, واجب ثاني مره خلاص فهمت هو اول مره شلوه قالوا اوكي الامور طيبه ثاني مره قالوا يعني احنا اسفين جدا يعني ما, ما يمشي الموضوع لان صراحه تمنيت ان الرسائل يتغيرون من نزلتهم لكن اذا منح قاعد اتكلم عن نجمه جالاكسي خبركم ان اليوم في لعبه المستودع فازوا شباب النجمة جالاكسي على شباب الار 8 لكن لسه باقي معانا الجوله الاخرى راح تكون ان شاء الله بكره بدايه البث فلا تنسون نبغى نشوف هل الار راح يردون على شباب النجمة جالاكسي في المستودع ولا نقدر نقول من الان ابطال المستودع هم النجمة جالاكسي هذا اللي اتوقع كنت اتمنى اشوف كوب صراحه في المستودع معاكم صريح لا صور في لورد و اللورد ورؤوف لكن كوبز قبل شوي انا في لو شفت الدوج حقه يعني ارجع وشوف في الرونز كيف سوى دوج حق اللاعب قدام ما اعطاه ولا هيت مارك يعني دوج كل الطلقات اللي بيده ما خلاه اعطاه ولا اعطاه ولا, ولا اي فرصه بانه يعطيه دمج فاتمنى اشوفه وكذلك عند الار يعني عندهم سكتون وبرستيج الدو هذول اثنينهم مع بعض اه لعبت معاهم كلاسيك مره ما يخلون احد بحاله يعني ما يخلوني ولا لاعب يعني يمشون في الرامات ف لازم كمستري بين اللاعبين نقصون مره ثانيه في راجن روك بالنهايه نبغى نشوف المتعه وسي ار 7 اللاعب اذا كان رجع على المستوى القديم اخر فتره اشوفه ما شاء الله عليه صاير آه يلعب كره قدم ترك بوب جمبالي شو على جنب يعني اتمنى انه رجع على مستواه ورجع على حكايته وادائه لكن بالنهايه كلنا نبغى نشوف البيست اوف 3 وش راح يصير فيها بين النجمه جالكسي ورأيت 8 في المستودع اليوم لأ رأيتوا ونجم جريكسي ما هم موجودين في نفس المجموعة فما عندنا أي مشكلة قاعد نشوف النجم جريكسي وش قاعدين يقدمون معانا لكن رجعوا النجم جريكسي سنة 2021 و2020 أيام الجنز يعني بداياتهم كانوا يحبون الاجريسف يحبون يجمعون فيه لصقات يحبون اي احد قدامهم فايت راح ياخذونه هذا اللي كنا متعودين من شباب نجم جالكسي بعكس 2022 بدوا ما بقول لكم يجيبون اقصاءات على قد ما ان تفكير رؤوف صار مع المدرب حقهم ان احنا نبغى نوصل لبطوله العالم، وصلوا لبطوله العالم قد ما افضل ما عندهم سنه 2021 اخذوا ثاني او ثالث عذرا لكن بالنهايه او ثاني ثاني ولا ثالث؟ ضيعت. آه الثالث الثالث صحيح. اوكي ف الاغلب انه بعد ما عاشوا الشعور والضغوطات النفسيه في البي ام جي سي المدربين يعني يكتبون عنها الان الفرق لما يوصل لاعب من بمبيلي ريبي او افريقيا المينا بشكل عام دائما يمكن تشوف او اي فريق بكل العالم خلاص بشكل عام بكل العالم اي فريق يوصل من ناحيه قوه فرديه قوه جماعيه ايا كانت بدون تكتيك بدون شيء يعني نقدر نقول لك يزرع في بالهم عقليه الاستراتيجيات وهذا الشيء صح ما راح يقدر يوصل اللاعب الى مستوى اللاعبين بي ام جي سي وهذا الشيء قاعدين نشوفه، فرق كثيره توصل هناك ايا كانت ممكن ما تقدم افضل ما عندها مثل ما تقدم في فهذا الشيء يصير دائما معانا الاختلاف في الريجنات وهذا الشيء يعتمد على المدرب وعلى عقليه اللاعب اذا يتطور واذا هو راح يتقبل هذه العقليه ويستمر عليها فرؤوف طبقها صحيح ما جاب اقصاءات كثير في في 2022 لكن بالنهايه هو الان جابوا لاعب امريكي قاعد يقدم اداء خرافي من ناحيه الفراقر ينفع مع نمط الزونات الجديده النقاط كل شيء قاعد يمشي معاهم الى الان بالشكل السليم فهي كلها مساله تطبيق, تطبيق تطبيق الان وتدريب وجاهزيه للدوري المحترفين وهذا الشيء اللي قاعد اشوفه الان نستكمل مع السول اللي الحاضر الغائب اللي كان معانا امس حاضر 100% او نقدر اقول 200% اليوم غائب 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 لاحظ البوش الآن عليه بالميني كام او ميني ما ميني كام نعم الآن بجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يو ياخذون اول فريش على حيدر الام في بي لكن توفيز كوركا وقيس وش راح تسوون؟ جاء علوش علوش رودور رودوري ياخذ عليه اي دمج ما في اي دمج لكن لسه آه توفيز راح في الاوبن لاحظ ريدات سوري باس نزل الكوركا باقي قيس وتوفيز وش راح تسوون يا الله على الاوزي يا قيس وش سويت يا قيس؟ كمل بالاوزي والدمج العالي يحول اسكر الله الله الله, الله والنيد تنزل نوك واخر لاعب علوش يخلص الفايت وينقذ شباب السول من التوسون ومبدا التوسون زي ما قالها تلك المبادئ محب المبادئ وهذا المبدا صراحه الان يعني مركز ساس على 16 تسون والكونكرر لو قارينها راح يوصلون الى اقصاء شباب السول لكن السول بدون اي ضغط من شباب الكونكرر مرتاحين في لاعب موجود من شباب الكونكرر قاعد ياخذ رؤيه والبي اف على شباب الجي كي مارت نوك داون هذا اللي صاير معانا الى الان السول يعني ما قلناها امس يعني داخل كان مع فرق أه على مستوى ما نقدر على مستواه على قد ما انه كنون على نفس النمط انهم جايين يوصلون لهذه المرحله من الاحتراف انهم يوصلون للضغط النفسي مع الفرق اصحاب الخبره العاليه يوصلها غير اسلوب لعبه لكن الى الان ما دخل في الجو البي اف والجي كي ردا على شباب البي اف بعد ما اخذوا عليهم النوك داون والفنش على اللاعب مارتك الان غيث له دمج ستان ياخذ البي اف بري بود نوك فينش سريعه والنار تركي وكذلك اللي هو يفوز اتوقع الان الزون جميله زون جديده بالنسبه لنا قاعد تكون شرقيه زون يا سنايا بوليانا زون الفريق فال كز حرك يقدرون يسوون حاجه الله اعلم نيكس الان والبي اف مير يا مير دمج خفيف بردوث من راشد ما هي كافيه راشد بهذا الدمج لكن مير الان سحب طيب ونجم جالكسي الروتيشن كيف راح يكون؟ كيف راح يكون دخولهم؟ شوفوا الضغط العالي جدا اللي قاعد يكون في الجهه الشماليه الغربيه باوت اوف زون نيكست على شباب البي اف جي كي وكذلك النار كلهم متواجدين في هذه المنطقه راشد ياخذ البي اف البي اف انتوا ايش سويتوا مع التيمات عشان الكل يكون ناوي عليكم بهذه الشكليه يعني هل هم يعني بـ بـ يعني ما كانوا موجودين امس اللي هي الكونتنترز كانوا في الشهر اثنين الشهر الاول اللي بدوها فيها بنيهيرا هيرة آه الله اعلم ايش صاير في الماتش ممكن هذه حكايتهم هذه وصلت لكن لسه الان هم نشوف التوب 8 اللي, اللي راح يوصلون معانا نشوف الفايتر اي آل جي كي مارث جميله مارث لسه موجود لسه لعب لونك دول جميله من مارث دبل اغصاء سريعه وينهي شباب النار جميله مارث بالبايسون اسطوره الولد هذا اللاعب اسطوره وجاهز الى اي فايت كان يقول ستار في فايت ثاني في فايت ثاني تعال تعال مارت ودك تاخذ الإقصاءات تعال يا مارسا تاني وين رايحين وين رايح تعال انزل راح ينزله راح ينزله ولا لا خلاص تفكيره ينسحب خلاص خليهم يعدون بتوقفون وقفوا الله يا ايه المتعه وقفوا وقرار ستان هو الاخير الاول والاخير وش راح تضر يا ستان فايت ولا انسحاب النكس راشد اخر لاعب يوصل لشباب النكس راح يكونون ثلاثه باربعه ولاحظ معي ستان قراره بالانسحاب بانه يتواجد على اطراف الزون تامين التيم بشكل استراتيجي بانه يكون بمرحله دفاعيه اكثر من يكون هجوميه جميله منهم لكن خلينا نشوف مع بعض فاركون وصالح واول ديد هذا الفايت امس صار معانا بين عرب ماندس وفريق اخر والله نسيت راح من بالي اسمه نفس الحكايه وطال الفايت بالنهايه الفريقين اللي كان كان اوت كانوا في في اخر ما بالنهايه خلينا نشوف احنا الفرق الان انه اسم جي كي هو الموجود وفريق النكس اللي كان متواجدين امس بنفس المجموعه اكيد عارفين الاغلاط اللي صارت معانا بعد قراءتهم والان احنا بنشوف مين الفريق اللي قادر يضمن تاهله بالماتش الرابع يعني عندنا اكثر من فريق مو يقدر يضمن جي كي عندنا فريق كذلك بروت فورس آه، الاسينشيال الاولد سكول آه، صراحة هذول هذول الفرق بالضبط واريدوا كذلك، هذا الماتش اذا قدموا افضل ما عندهم ممكن يطلعون بعدد نقاط ممتازة تضمن على الاقل انهم يكونون بالتوب 8، وهذا طموح كل الفرق، اول ما بدينا اللايف اليوم اليوم الاول من الجروب اي قلنا نعم، احنا نعم، الفرق طموحها شيء واحد، احنا نبغى نكون توب 8، غير الفرق الثانية أصحاب الجمهور الكبير واللي راح يعاتبونهم حتى لو خذوا مركز ثاني ما راح يرضونهم ليش أخذ ثاني أنا بكول طيب جروب أكيد. ستيج طيب جروب ستيج حبيبي لا 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 أول أول هذا المتعصبين الجمهور الجمهور أكيد الجمهور ما يرحم الجمهور لما لما يحبك خلاص بده يقدم كل شيء ما عندك وهذا ناطرين جماهير كثيرة متواجدة حاليا في بثنا المباشر وين من كان يكون على أي منصة فبالنهاية نتمنى يعني شباب ترى زر اللايك شباب لايك للبث يعني ما يخسركم كبسو اي شيء كبسوا لايكات كبسوا آه كبسوا <applause> كبسو يا شباب على كلمه ما بالضبط ما لانه ما شاء الله عليه <applause> فلا تنسوا هذا الشيء دعمكم والله العظيم ان كان بكلمه طيبه او ايا كان يكون فبالنهايه عارفين ومقدرين هذا الشيء بلي هيرا وعلى تقديرهم لهي الامور كلها اكيد راح تكون في بطولات قادمه وما شاء الله عم يقدموا لكم البطولات الافضل والامتع اللي عم تكون حاليا متواجده في كثير من التيمات اللي فيهم الخبرات الله يسموه كر على كان موجود معنا حاليا على لاعب من لاعبين ما جالكسي على فريق بالتحديد اللي بوش متواجد حاليا بيحاول قدر كان بعد ال... بعد ال... بعد, ال... بعد النوك اوت بالفعل اللي صار متواجد معنا عم نشوف جرأه كبيره من الاوريدو ثاندرز حاليا بحمايه وقياده حاليا الارض المتواجد معنا رؤوف ياري. بقوه كبيره لكن في النهايه بطيخه رد الاعتبار هنا متواجد معنا كوب سلاي مكان جامب شوت موجوده من حسب بيحاول قدر الامكان دمج كبير على كوبس حاليا لورد بنيد بيحاول على بطيخه وانا نيت ثانيه ولاعبين وثنائيه من النجم جالكسي ما بعد النوك اوت على لاعبها كوبس بداخل الكمباوند وثنائيه بخارج الكمباوند بطيخه بيحاول من جهه يمنى حسن بالريفايف سموكر ببعد كبير بيحاول اعطاء الكفر لهؤلاء اللاعبين الثنائيه بالتحديد للريفايف على اسامه وانا بالنيد على بطيخه من لورد ولا اروع هنا المجزره ما بين النجم جالكسي ولا ثندرز ثندرز ما بين رباعي لرباعيه كتيبتين متكاملتين موجوده معنا فريك نوك موجود سموكر من بعد كبير على نوك على لورد موجود كفر ولا اروع من على اللعب كابس الاخير هذا السولو الاخير اخر من تبقى لاست على حسن ممكن يسوي له صعب من الغدره ومن الخلف من اسامه بالتحديد جره كبيره من الاوريدو ثاندرز ما بعد النكاوت اللي اتخذ من سموكر بالتحديد وما بعدها بوش وجرأة كانت موجودة من ثلاثية وكفر من الخلف ومن بعد كبير كفر ولا أروع كان من سموكر أربعة من الأقصاءات اثنين منهم لقائدهم لسموكر وواحد لأسامة وواحد لبطيخ هذا اللاعب اربع من الاقتصاد تمت على لاعبين النجم جالكسي في داخل هذا الكمباوند فالكون اي سبورتس الصقور موجودين هولدد هنا موجود معانا تراكنج ولا اروع على الباقي هنا على فالكون اي سبورتس على نسر من السور قاسيون وصقور المملكه بدايه خساره اولى اللاعبين على لاعب من لاعبينهم على فالكون اي سبورتس بالتحديد خسارة لاعب على يد النكس هنا موجودين فالكون ولاعبين ما بعد انسحاب اصلا تكتيكي كان بالمنطقه اللي شفناها ما بين الجسر يجمع ما بينهم وما بين الجي كي سبورتس اعتقد كان متقربين من بعض بشكل كبير لكن في النهاية بدون أي فايت انسحاب من الطرفين ما بين جي كي ولاعبين النكس ودخولهم الى الزون جيكي حاليا بخارج نطاقه نكس نفس الكلام ينطبق عليهم خارج نطاق الزون متواجدين حاليا لاخذ هذا اللاعب من بعد مغادره لداخل الزون وتوغل اكثر واكثر ودخولهم الى الزون الى زون بريزن حرفيا وليبوفكا المتواجده بداخل نطاق الزون نيكست من بعد ومن جهه يسرى بالكامل الى الزون لدخوله اكثر واكثر واكثر منطقه سلاسه حرفيا وتكتيكيه لدخول الزون بكل اريحيه بدون خساره اي لاعب يا بعد خساره لاعب من لاعبين فالكون مش مجبور على الدروب لكن بالنهايه بيقول لك دائماً انه بارضي وبملعبي دام انه بداخله على الطرف من اطراف يا فانا اروح اجيبه لكن في النهايه مش عارف انه في غدره وفي لسعه كانت موجوده من لاعبين النكست المتواجدين معنا وبالنهايه اخذوا يوسف معاهم الى اللوبي يا يوسف يعني نوك فينش كانت موجوده واقصى حرفيا لهذا اللاعب ومن بعدها حاليا بريزن هذا السجن هذه المحكمه اللي ستحكم على مين باعدام حرفيا لفرق متوقيه ومن بعدها لملك سيكون على عرشه حاليا متواجد معنا ايكورد ارام النون هنا سرود ولاعبين ازي هنا اربع لعبين بالكامل لاعبين بالكامل للاعبين اوه هاي اول مره يعني يا شباب معليش بتصير يا شباب بتصير دائما انه ما في حد متواجد حواليكم فعادي ما في مشكله نهائيا اعمل الريفايف وما في مشكله اي صيحه وايا كان بالمايك عادي عدوها ومشيها يا شباب الدنيا رمضان ما في مشكله عادي اوقات بتصير <applause> نوك الريفايف اكيد هيتم على لاعب من لاعبين الايكورد هنا المتواجدين معانا ثلاث لاعبين ما بعد نوك اوت لاعب من لاعبيهم الريفايف هيتم ونهضه حتقوم اكيد من اللاعبين الاربعه دربل دي على الاطراف لكن على ان جماز هنا متواجد اسلوب السكس بحاول بسنجل دمج بسيط لا اكثر ولا اقل من اللاعب جماز هنا موجود معنا مع ريزولت مع ديشا مع على اطراف البريزون هم موجودين معنا في هذا الكمباوند في زونا الثالثه خمسه من الاقصاءات مع تواجد لاعبين جي كي سبورتس واربعه مع الاوريدو اثنين من الاقصاءات مع لاعبين النكس اربعه من الاقصاءات سول اي سبورتس اللي ادوا اداء رائع صراحه واللي شفناه بالاقصاء كان بليله الامس وحتى بالليله هاي اللي شفناها واحدة من سانك من ماركوس وهون عم نرجع نشوفهم بيرنجل ممكن أن تكون لهم اللي شفناه صراحة بليلة الأمس من إيرانجل بس من سول بالتحديد بيرنجل كان مرعب يعني أداء كان كبير منهم ممكن نرجع نشوفه بعد تعدية إيرانجل الأولى هاي الثانية عم نحكي فيها نحن ثانية ثاني موجودة ممكن سولي سبورتس يادي ممكن يعمل شيء ليش لا هم موجودين باربع اقصاد حاليا وقادرين على تاديتها بما انهم حاليا داخل نطاق الزون والزون اصلا قادمه وجايه على شكلها الرابع وآيكورد لسه موجودين بنفس المكان بعد الربايب على لاعب من لاعبيهم احس الكاتب اوقات مع السكارل بيزيد, بيزيد الارتداد شويه مش بينقصوا ابدا لكن في النهايه اكيد هذا قرار قرار رام وحنشوف كيف راح يتحمل هذا القرار اللي هو في حاليا مع ايكورد مع بدمج كبير على هذا اللاعب سيارات موجوده بالكامل اليات قادره انها تنقل هؤلاء اللاعبين الاربعه بالكامل لداخل الزون هم اصلا بداخلها حاليا ما مش مجبرين نهائيا للتحرك لاي مكان يكون الا لو كان بقرار من الاي جي ال اللي التحكم بهم لنقلهم لمكان ثاني ممكن البوزيشن يكون افضل سبلت وتوزع يكون اروع لكن في النهايه هم حاليا متواجدين بداخل الزون وموجودين بداخل كمباوندات هنا التربل دي ورابع مبارياتنا ما قبل الاخيره وما قبل الختام جي كي سبورت مارت حاليا غيث وراجنار نار ثلاث لاعبين هم رباعيه بالكامل لكن ثلاثتهم حاليا متواجدين وظاهرين امامنا فيه الكاميرا صالح يوزع يوزع لاعب عالمي شفنا له اكثر من لقطه شفنا له اكثر من شيء ما شاء الله على هذا اللاعب واصلا حضرناها قبل شوي لو تذكروا بيرنجل الاولى على لاعب من اللاعبين اللي كان بيقوم البش عليه لكن بالنهايه تم اقصاء لاعب من لاعبين الكونكر اعتقد اللي هو قام بالبش عليه لكن بالنهايه الهولد الكبير اللي كان من يوزع بالتحديد ادى لاقصاء هذا اللاعب وكان يعني يوزع اصلا لاعب يعني بنحكي فردي مخيف فما بالك لما يكون مع تيم وتيم مثال التربي اللي هو متواجد معاه حاليا وعلي وكثير من الاسماء ما شاء الله عليهم فيقرس نفس الكلام يشي حاليا بالعالم متواجد معانا نشوف يوزع حاليا موجود معنا صالح واربع لاعبين بالكامل يعني صفر من الاقصاءات لكن في النهايه حنشوفهم ليبوفكايا هنكي وبريزون ووسطها هي الزون وهي حكمه لمن سيكون راح نشوف بعد دقائق بسيطه لمن سيكون لتشيكن دينر والله زون صعبه انا ضحكت من الالم اللي راح يسبب على الفرق المشاركه معانا لان فالكم متواجدين بجانبهم فريق السول وجي كي الان تحركهم راح يكون امام شباب التريبل والاسينشال ماسكين صح والسول ريباس بداها على فارك باورفل اول اسقاط لشباب السول وهذا هو الاسقاط من كيف تبدي الان الفايت بينهم بين بعض الكونكر على شباب الاولد سكول وفجار اي كورد از هي عليك من اللاعبين اللي طمعانين ويبقون اكثر اقصاءات اكثر عدد لسه احنا عندنا اربعه يقدر يجيب اكثر ولاحظ معانا الان عمليه السنايبر يلا يا صاحبي هل راح تبتعنا الان ولا ماكو ماكو يا صاحبي ولا كيف سموكر يحاول يحاول ياخذ رؤيه معاكسه من جهه خلفيه يلحق يشوف اللاعب الاول لا استعجل استعجال لكن الان ارام وسرود عارفين عنا سبوا كل مكان يحاولون ياخذون زوايا ممكن ياخذون فيها الفايد ارام يطلع من الان يحاول ياخذ زاويه معاكسه لاحظ معنا غرابة موجودة، وين التراك؟ يلا التراك تراك يا صاحبي كمل تراك سموكر، عدى وراح حرام، قال لي أنا آسف، لكن أنا بودع الملاعب، بخليك لحالك هنا وتعامل معاهم، كأنك عم مستودع، ما في مشكلة، جميل النيد، دمج عالي لكن سبب الدمج على نفسك كذلك، دمج حالي فرس إيد فرس إيد، واحد ضد أربعة موضوع صعب جدا الأورو يا الأولد سكول والتعراب باقي سرود الحالة سرود الآن فتحت مصيدة واحدة من أمام شباب نريد الجم شوت لحالها حكاية وقصة ثانية أخذ عليها دمج عالي ونريد ثندرز سبع إقصاءات إلى الآن والآي كود بالمركز الـ 11 تسون هذا هو الموجود معانا والكونكرر والأولد سكول فايد ما بين بعض الون شوت وشيتا وبرق وارتفل كيف راح يبدون هذا الفايت كيف راح ينهونه هم على اطراف الزون من ناحيه الجنوب الشرقي او الجنوب الغربي عذرا فالموضوع شوي صعب خصوصا انهم متواجدين في هذه المنطقه كل ما تاخروا الفرق الاخرى راح تجيهم ارتفول واللي ياخذ نوك داون الكوكر وان شوت يعطيه بوحده واحده بواحدة وياخذ تريد نوك داون سريعه شيتا الحاله كيف راح يتعامل شيتا ريفايف قاعد يصير اوليفر قاعد يحاول ياخذ رؤيه، شايف السموكات لكن ما في اي رؤيه مناسبه، تجديد سموك ممكن مره ثانيه لاصحابه اللي يقومون بالري فايف او عارف شكل عارف خلاص هو اعطاك اوت صاحبه، شوف يا صاحبي هو قدامك في الشجره اليمين، الشجره اليسار ما قطع ما قطع سبري بسبري وشيتا قال له تبي معاي معي دول تعالوا بارز وانا قدر بارزا وقتوني كنت اتكلم عن الطرف الثالث في بوزيشن هم صعب جدا انهم يطول فيه الفايت وطال الفايت هارد يا شباب الكونكرر بالمركز العاشر الآن الاولد سكول يقدرون يتمركزون براحتهم بعد الفينش اللي جاء على الكونكرر ثندرز متواجدين وصلوا بشكل سريع جدا وهذا الشيء قاعد يحمسنا اكثر بانهم يعني يكونون متواجدين بهذا الشكل وكذلك فريق النكست المتواجد على الضفه وشزون يقول لهم اعطيتكم يمين لا لا كانه ودي اروح يسار وراح اعطاهم هارد شفت يسار يقول للتيمات اسنشن هم متواجدين دربل ايس صار فيكم جي كي راجنر يرد عليه وزعه ولا نوك داون نيد يتسخن الان يلا يا نيد راجنر مو لسه ستاي وصل يفكرون داخل السموك الثاني ما في غير الان لكن غيث قريهم عارف داخل بين ثلاثه وش قاعد تسوي ياخذ فينش على يوزع ستان وصل كذلك عمليه الان مطارده بالسيارات اول نوك داون اللاعب الثاني صالح الله عليك يا ستان وعلي نزل لاعب اول هل هذه اللقطه تتكرر عند علي لكن علي لحال الان اللعب الاول سبري سبرين ورا سبرية لكن جي جي والجي كي يخسرون لغيث فقط لكن حركه ساتان وغيث بانهم يدخلون بالبقي طيران ارض جو واخر شيء خلص على شباب التربل خروجهم بالمركز التاسع بتسع احصاءات عن شباب الجي كي، برافو عليهم خلصوا على الفريق لكن الاسينشيل توكسن انسحاب طيب توكسن، توكسن دائما يكون هو اللاعب الفردي اللي يتواجه مع اي فريق امامهم، يفتح الثغرات على الفريق الامامه، لكن الان الاسينشيل قال هذا جي كي، الثغرات مستحيله، الاسينشيل يسقط اللاعب الاول توكسن الان ينسرق من مارث مارث راح ياخذه مارث راح ياخذه نعم, نعم 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 مارث اريد دخل بالبوش والاتاك والهجوم على الاسينشيل، حسن يا حسن اوه بالفال يلا يا الفال روني السلاح وقوت هذا السلاح عارفين قوته في دمج عالي من الجي كي مارث مارث ايش قاعد تسوي مارث قاعد يدخل ويقدر يسرق اي احد امامه يقول هذا كانه براكتس بالنسبه لي نيد ريزولت اولى ما هي في المكان السليم حذاري يا ريزولت ظهرك يا ريزولت حذاري لا تعطي الرجال ظهرك حسن يا حسن قال اعطيتني ظهرك خذ لك داون ونسقاط والان ريزولت يودع والجي كي بوش وحسن لوحده أمام نظام هيمنة الجي كي الجي كي مأدين أداء خرافي جدا هل يبشوا على اللعب الأخير مارت نيدات وموليز هذه النيد الله عليك الله عليك وصلها بالحنكة بالخفة بالرقة لكن راح حسن نزل على الدرج قريها صح الخبرة الخبرة لها دورها يا مارث الخبرة لها دورها لكن هذه النيد ما تحتاج خبرة خذها لك لا يا حسن راحت تعيش لكن مت مع راقنر أخذك بالإقصاء و12 إقصاء ناويينها ناويين هل جي كي بيكسر رغم قياسي هل مارت يجيبه هل راح يجيب ديشه خلي نشوف مارت و لكن عد مارت خلاه يروح هجت وحده من راكنر كافيه وافيه معاه والان الزون الرابعه بعد الشفت والخامس حرك معانا والشفت الخامس يعطينا كلوس ريج من لاعب فاكر عادل هذا البديل اللي كنا نقول عنه الاحتياط كثير تسائل ليش عادل مع فالكون؟ ليش عادل زي هذا الانتقال؟ هذا الانتقال الان قاعد يكون امامكم ورد عادل عليكم ان انا اكون موجود وقادر اني اواكب قوه شباب الفالكون اي او فالكون فريق فالكونز هذا هو الاداء المطلوب لكن جي كي هو رافع علم فالكونز في ع... في اجمل وارقى مكان في رنقل في السماء مرفوع كأنه يقول هذا جيمنا وهذا شكلنا وهذا حكاية النهاية العبر في الخواتيم الختام كيف راح يكون الختام كيف راح يكون حنا نبغى نشوف الختام ونبغى نشوف حركة الزون خمسين ثانية فصلتنا عن صاحب شكندير ما أتوقع هذا الشفت راح يعطي فرصة أكثر من ثلاثين ثانية بعد الشفت لأنه مستحيل الفريق المتبقيين الفرقين راح يكونون مهيمنين السول جي كي كذلك النكست والأولد سكول و كذلك تيم فاكوز بلاعب وحيد مين يا ترى راح يكون صاحب التشيكن دينر هذا التساؤلات رح نعرفها في الدقائق المعدوده ستة والزون السادسة بالفعل والعبرة في الخواتيم يا سادة سولي اي حاليا وفالكون عادل 1 اتش بي نكس على الاطراف جي كي اي سبورتس حاليا راجنر الثلاثية المتكاملة مارث والدخول والتقرب اكثر اكثر من بارك ساتان لفتح الطرق للفنان لرسم الفايتات هنا موجود امرد الاعتبار موجود حاليا من اللاعبين الاولد سكول على ساتان بنوك موجود معنا مارث لكن في النهاية نيد موجودة ممكن ان تكون في المكان دمج بسيط موجود على اللاعب مارث نيد بالمقابل على برغ لكن بعيدة كل البعد ريفايف من راكنر حاليا هذا الطبيب المدافي المدا... المداوي والمشافي والمعافي على على راكنر على ساتان بالتحديد علوش بنيد حاليا موجودة على نفسه حاليا متواجد بنوكاوت راكنر والأروع بفنش على هذا اللاعب ساتان ريفايف تم وكان ولا زال حاليا في النهضة وساتان لرسم هذه اللوحة الفنية من لاعب من فنان دخول وتقرب ممكن أن يكون من عادل من فالكون إي سبورتس حاليا ونهاية إيرانجل هنا ما بين فرق وعشر لاعبين النيد هم المولي مولي من ساتان على عادل في المكان المناسب ولا لا يا ولد يا ساتان هيا بالفعل بالمليمتر انا وخلص على الفالكون على الصقور على اللاعب الاخير اخر من تبقى هو من تواجد عادل اخر من تواجدين المتواجدين معنا 16 اقصى والرقم القياسي على ايادي جي كي سبورتس هنا موجود ساتان وراكنر. مارثو التواجد سته من الاقصاد خمسه مع ساتان اثنين مع اللاعب راكنر. والقطار ما بعد الاقصاد ثلاثة متواجد مع فالكون وأقصى لاعب من لاعبينه مع عن طريق على يد يمين السولي سبورت علوش موجود هنا نيدات موجودة هنا المعركة والحرب العالمية الثالثة على يد ساتان نيد بعيدة كل البعد الأولى ثانية موجودة ورد الاعتبار موجود من السولي سبورت من علوش بالتحديد راكنر والسبري متواجد وحاضر وصريح هنا موجود يم قوة ويم صراحة من اللاعب من راكنر هنا ريباس بيحاول قدر الإمكان مع علوش قدر الإمكان الهولد بهذا المكان بهذا بالفعل الشاك المتواجد الوحيد اللي قادر يحمي هؤلاء اللاعبين هؤلاء الثنائية هؤلاء ديو السولي سبورتس نيكست وحيد واخير لاعب من تبقى سبام داخل هذه السموك ممكن تحصل هيت مارك ومن بعد سبري تنهي تواجد هذا اللاعب تنهي تواجدها اما من تبقى ثنائيه من مين؟ من عرض سكول نيدات موجوده حاضره من اللاعب ساتان بيحاول اكثر واكثر كشف المكان والزمان لهؤلاء اللاعبين بدون اي خوف جرعه كبيره هل فيها ولا صعبه يا ساتان لو كان معك باقي نشوف الحركه اللي شفناها قبل ثواني معدوده بدايه لكن نرجع نشوفها حاليا في النهايات في نهايات رنجل في اخرها وزون السابعه هنا جي كي سبورتس ليرسم البسمه بالفعل لجماهيرهم للرسم بالفعل التشيكن وتوقيع على سماها وسماء ايرنجل بتشيك دينار ثاني مره اخرى بدايتها كانت في ايرنجل مره اخرى في ايرنجل هنا الرابعه ما قبل الاخيره ما قبل الختام ما قبلها بالفعل كانت ولا زالت ستكون ميرامار في النهايه وهنا ستكون ما قبلها ايرنجل سكوب الفور من مارث بيحاول قدر الامكان سموكات لتغطيه هذا المكان من بعدها بوش وجرة كبيره من الجي كي سبورت لسه بيحاول لسه يمين لسه يسار لسه مارث موجود للانتصار للنار للقوه لمارت حاليا سبام داخل سموك دخول من ساتان حاليا هذه الجره الكبيره من هذا السوري من هذا الفنان لكن وين هي تفجير اوليفر تدخل من اولد سكول ريباس بيحاول ونيد ساعتان واغصاب بالفعل من راجنر ونيد وان اتش بي هنا ريبات نيد واحده تنهي الكلام يا راجنر نيد اخرى وتنهي الزمان تنهي هذا المكان وهذا اللاعب الوحيد والاخير اخر من تواجد سولو لاست 1 والثنائيه ديهم اللاعبين جي كي سبورتس ديهم اللاعبين الاولد سكول اوليفر من تبقون هنا متواجدين راجنر ومرث والثنائيه الله 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 يا راجنار يا ولد يا راجنر يا عيني عليك يا ولد راجنر والقوة على الأول هنا بدايتها ثانية هنا لاعب سول لاست ون. ريباس من السولي سبورتس ولاعب من الأولد سكول باش موجود على الجي كي استقبال وينر وينر تشيكن دينر جي كي اي سبارتز. للمرة الثانية في رنجل وتحديدا بدايتها كانت تشيكن دينر نرجع ونشوف مرة أخرى تيكن دينر ثاني على التوالي في ايرنغل بايادي جي كي اي سبورتس كانت ولا اروع ولا امتع من لاعبين متواجدين معنا بدايتها كان رسامها وفنانها ساتان لنرجع ونختتمها بايادي راغنر ومارث بتشيكن دينر مره اخرى في ايرنغل شكلها ايرنغل لجي كي اي سبورتس 3000 دمج 730 هيل تلقي عم نحكي فيها و21 اقصاء لسفاحين ايرنغل هذول يعني انا ايش احكي عليك يا ساتر؟ هلا على مارث ولا على راجنر ولا على القطار الموجود معاكم غيث ما شاء الله ما شاء الله عليكم <سؤال> ما شاء الله عليكم <مشا> الله يهنكي <عليكم> <مشا العينكي> ابداع والله الله يبدع الشباب جي كي امتعونا من <مّل> ناحيه تكتيككم امتعونا بعد كذلك باقصاءاتهم العاليه والتكتيك اللي أعطى فرصه للشباب يروونا قليلا من متعتهم ولعبهم القوي جدا صراحه استمتعنا فيه. المتعه هذه حمستنا يعني على كيفنا كنا نقول زيدوا اجيام زياده خلينا نشوف المتعه هذه لكن كذا نقدر نقول ان راح نشوف نهائي عظيم جدا ان هذا خلاص عرفنا الان جي كي راح يكون متواجد معانا بالنهائي خصوصا بعد هذا الجيم 21 اقصاء تشيكن دينر وجاب تشيكن دينر في قيمة ايرنجل الاولى افتتحها معانا وقبل الاخيره ايرنجل كان يقول ايرنجل باسم جي كي لكن لسه باقي ميرمار قبل ما نروح ميرمار حابين نذكركم كذلك حنا يعني الحكايه هذه اللي قاعدين نشوفها كلها كان يمديك انت اللي قاعد تتابعنا تشارك اذا عندك فريق وعندك اصحابك موجودين معك باللعبه يمديكم تشاركون تطبيق بلهيرا ترى عندكم الحين تقريبا باقي ساعه تسجيل لهذا الاسبوع تقدروا تدخلون تشاركون فيه وتحاولون توصلون لاعلى مراكز وكذلك مشاركتكم ترى فيها فلوس يعني مو بس بلا راح تلعب على برايس بول تحاول تكون المركز الاول، انت واصحابك تتشاركون فيها، ثم تاتي معنا الى الشهريه وشو من الاخر كل اسبوع في شيء، في عندك ايفنت، هذا ابسط ب... ب... لك اياها بكل حاجه، وغير كذا انه بكره عندنا بيست اوف 3 مستودع يعني شفنا اليوم نجمة جلاكسي مع شباب ار 8، لكن لسه ما خلصنا يعني متخيلين؟ ما اتوقع الار 8 راح يرضون انه يطلعون 2-0 مستحيل. يعني اتوقع المتعه راح تستكمل معانا باليوم الثاني واليوم الثالث نحتاجهم فيه بعد يلعبون عشان نشوف الختاميه صراحه المعتز انا مبسوط جدا اني شفت ايرنجل على اكمل صوره سانوك خليها في الحسبان على جنب مسكينه سانوك انا قلت احس انها مسكينه جدا لكن ميرمار المتعه اللي فيها صارت يعني اهم حاجه صارت في ميرمار اللي طافت الفايت اللي كان بين آه جي كي وكذا او عذرا جي كي نعم جي كي وكذلك اللي هم نجمه جالكسي والاوريدو ثندرز والرابع تيم اللي كانوا متواجدين معانا بالهاي جراوند المتعه كانت مستكمله معانا الى نهايتها والمتعه راح نستكملها اكيد بعد سيدي تحريري ثم راجعين لكم على الماتش الخامس خليكم مع ليجند ماو راجعين لكم ش... شكرا هنكي شكرا معتز جي كي يا ماو يقدم اوراق اعتماده وسيطرته وسط... وهيمنته على مابت ارنجل ب 21 اقصاء بسيطره وهيمنه كامله وتامه ورساله واضحه وصريحه لكل الفرق العربيه ترقبونا و... و... ارنجل ملكنا ما حدش اله فيها يا ماو. والله برافو عليهم أمانة فريق قادر يتعامل مع رينجل بشكل جدا جدا ممتاز وتعامل في كذا حال يمكن ما شاف ما شفنا فريق الاوريدو ثاندر بحاله دفاعيه الا ان الحالات الهجوميه اللي قدم لنا اياها كانت دروس امانه في كل الاوضاع في بضيق المسافات في بالطرف الثالث بالمسافات كذلك وبالمناطق اللي كانت ممكن تكون مكشوفه عرف كيف يكفر نفسه عرف شلون يستغل السموك بشكل ممتاز لكن خلينا نبت... نبتديها في البدايات باول الاقصاءات اللي حصلوها الفريق فيها كان نازل الروز هوك مع شفت الزون الاول حاول يلعب على طرف بحكم ان روز كانت على طرف انتشر مع انتشاره استكشف او استطلع على فريق البي اف وايضا فريق النار اي سبورت اللي كانوا من جانب الشمالي من من منطقه الروز فمارث كان هو المرصاد هو صاحب رصد الاحداث اللي صارت واعطاء المعلومات انه ترى في فايت من امامي خلونا نحاول ناخذ الطرف الثالث قرار الطرف الثالث كان مميز بدخولهم بتحصيل الاربع الى خمس اقصاءات وهنا كانت البدايه جميله منهم مجاراتهم مع كل زون طبعا في احداث ثانيه وفايتات ثانيه راح نتكلم عنها بس احس راح يطول الكلام معاهم. حلو اعطت الكلام الوافي عن فريق جي كي وقائد الكتيبه ستان يعني صالوا وجالوا وفعلوا ما بدالهم في مابت ارنجل وبالتحركات السليمه زي ما بيقولوا التحرك السليم في الايم السليم ب 21 اقصاء سليم حلوين ب 2958 دمج يعني كيف ما رموا نوكوا فنشوا يعني الارقام هلا حنتكلم عليها اكثر واكثر من هيك هذا اللي ساعد اللي آه كانت الطياره كان مريح اكثر، حنتكلم عليه ايضا، ولكن خلينا نروح سويه صديقي ماو وياك والمتابعين كل الموجودين، اكسبوا الصلاه على النبي، خلينا نروح على الانترفيو والمقابله ونشوف ما جرى فيها وراجعي علي حياك الله ورحب بك في بلي <applause> يا هلا حبيبي المولي، يا فيك ولي شرفكم متواجد معكم بلي ونشكرهم طبعا على جهودهم تنظيم البطولات هذه للكوميونتي العربي. تحياتنا لك اكيد. أه علاوي اليوم تم تواجد مع تربل دي، شنو الشعور المختلف او النواحي المختلفه بين تربل دي وبين تجاربك السابقه اللي كانت مع فرق اخرى؟ أه الشعور المختلف والشيء المختلف انه هو كلنا الاربعه على او الخمسه حتى الاحتياط على هدف واحد وشيء واحد بدنا مع بعض ان شاء الله. والاستمراريه مع بعض، ما في احد يفكر انه خسرنا بطوله يلا فرقش التيم يلا باي باي، لا الاستمراريه وهذه اهم شيء. ان شاء الله توصلون طموحكم. كنا ب... كل اللاعبين اليوم اللي بهاي المرحله علي وصلوا كانوا عباره عن لاعبين ناشئين او كانوا بفرق كامله ناشئه. اليوم واليوم وصلتوا الى مرحله مرحله ممتازه جدا. شنو الكلمه اللي تحب توجهها الى الفرق الناشئه حاليا؟ نفس نفس الفكره الموجوده عندنا بالتيم اللي هي الاستمراريه مو يعني لعبت بطوله خسرتها وما تأهدت يعني انت سيء او التيم سيء عالج المشاكل الموجوده داخل التيم باذن الله توصل لشيء اللي بدك وافضل من الشيء اللي طامح ان شاء الله ان شاء الله جميل جدا عاد رمضان على ابواب نقول مبارك عليكم الشهر رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله ان شاء الله يكون شهر فضيل مليء بالعباده ومبروك عليكم الشهر ان شاء الله شلون اجواء ببجي موبايل ورمضان؟ والله حتكون صعبه شوي لان انا ساكن باوروبا فحيكون وقت اللعب عندي وانا لسه صايم ممكن يجي الاذان ياذن عندي وانا قاعد العب ايفنت فصعبه عندي شوي بس تبقى جوا حلوه يبقى شهر كريم مميز ان شاء الله تكون الاجواء جميله وتكون شهر خير علينا جميعا على اليوم احنا موجودين بالبي دي اس باتل رويال اليت بنسخه الاليت مع بلاي هيرو وتصير هاي المناوشات داخل المباراه وخارج المباراه بالفرق اللي تنافس على جوائز بهذا الحجم فبالعموم وبالجيم علي عصبي لولا جوال الجيم جدا عصبي خصوصا شخص اكره الخساره مو بس ببجي من قبل شخص اكره الخساره فجوال جيم عصبي. وبره الجيم عصبي وبرا الجيم برا الجيم جدا هادي وبارد فوق ما تتصور <applause> يا رب تكون بارد بالجيم همي. صعبه بس يا رب <applause> كل التوفيق لك علي وان شاء الله نلتقيكم بالبي دي اس باتل رويال مع بلاي هي ان شاء الله شكرا لك حبيبي الملة ملا يعني مولى كثير همك يكون رايق برا الجيم يعني مولا تحياتنا لك حبيبنا الملة وايضا صديقنا وحبيبنا علي الله علي ما هو بالهايلايت مع البي دي اس مع المتعه مع الاثاره برمضان يجمعنا مع بلاي هيرو البي دي اس البتر ريال هاي الهايلايت وهاي بوشنكي وحرب بوشنكي وما سمعوا كلامك يا بابا <applause> uh, والله ما ودي ارد يعني اضيف إضاء يعني اضيف على النقاط او التعقيب على اللي ذكرناه سابقا ونكرر بالنهايه اكيد ممكن يكون عندهم هدف ممكن تحضير للدوري السعودي لكن هم يعني انت اليوم واصل لمرحلة الإليت بي دي اس فبطوله على مستوى كبير ففكره ان انت تغامر بخساره راوندين او انك تكون مثل ما يقولون تجازف بهذه المجازفه امام النكبا جالكسي للاسف ما كانت بالنتيجه اللي انت تتوقعها ريتارد على العموم آه هذا حدث من الاحداث اللي لفت الانتباه بطريقه تعزيز سموكر وتغطيته يمكن في اخطاء حلت من فريق النجمه جالاكسي اللي هو استخدام اليوتيليتيز بشكل خاطئ او بغير انتاجيه افتقدوا الكثير من النيدات بعدم اسقاط اللاعبين اللي هم اوريدي كانوا فوكسين عليهم وبالنهايه سموكر استغل تحركات فريق, آه فريق النجمه جالكسي الضيقه وقدر يعكس الطاوله اللي كانوا يا ما ركز معي اللي كانوا شو فوكسين عليهم عجبني هذا بيض يعني هذا ما بين الإنجليش والعربيك أه يطلع لك المكس هذا مصطلحات الجامريه يا اخي صحيح 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 <applause> انت مثل ما انت ذكرت وانت قلت انه جي كي سيطر وهيمن هو السبوت الكبير اللي كان عليه ومع مسار طائره كنا عم نتكلم عليه ايضا يمهور. شوف وصلنا تقريبا الى الزون ما يقارب الرابعه الخامسه خليني اقول وكان في 24 فريق الجي كي قدر يطلع ب 26 او سوري 24 لاعب قدر يطلع ب 16 بالضبط 24 لاعب قدر يطلع ب 16 اقصاء من ال 24 الموجودين الرقم يعتبر جزء كبير الجي كي استف... ما اعطى مجال ان اي فريق ياخذ راحته بدخوله فايت مع فريق اخر ان كان ان كان فايت الاسنشال ثاندر بدخول الطرف الثالث ضيق الخناق اللي عمله على فريق التربل دي اللي لاحظناه كان محاصر في رج بسيط رغم الاستهتار اللي كان واضح بدخول لاعبين كدرايف باي غيث وساتان الا أن تلقوا عقاب الاستهتار بدخول درايف باي بلاعبين مجازفه كبيره لكن بالنهايه برافو على هذا الفريق اللي اللي ما اعطى مجال في هذه الجوله ان احد يلعب حتى فريق خلينا نقول الاولد سكول حاصرهم كان في بوزيشن حتى ما اعطاه مجال انه يتحرك يعمل بوزيشن ثاني فريق صحيح. اللي كان بالقرب منهم في الاند جيم المخضني السول كذلك ضيق الخنق عليه ما اعطاه مجال انه ياخذ راحته فالجميل الانتشار رغم انهم ثلاث لاعبين مم. الا انهم كل لاعب كان يضغط في جهه معينه من صحيح. الزونات الاخيره برافو عليك يا جوارديولا برافو <applause> <ت Bond> <applause> <applause> <occurs> <applause> عليك برافو <Bravo>. جراسي ما هو بس يستحي يطلع اوه ماو، حلو ماو عندنا ايضا فايت حابين نتكلم عليه نتشعب فيه اكثر هو فايت النجمه جالكسي والاوريدو وتعالوا نشوف سويه الام في بي معانا اللي حيكون من تيم الجي كي وانا مغمض يعني يعني للمره الثانيه على التوالي وعلى التوازي اللاعب مارس اللاعب الصاعد صغير بالعمر يافع في العمر ولكن كبير بادائه وباحصائياته بسبع اقصاءات ب 938 دمج يا ماو برافو بس عندي نقطه عند نقطه بسيطه واتمنى الفريق الجي كي ممكن يضبطونها لا الاوفر الأو... الأو... بيك بحكم جر... آ... ثقته بنفسه الزايده الى حد ما آ... يضبط هذه النقطه أرد إلعرف... عليك, عليك بلسان الجي كي ايه. هي هاي يلا. لاعب يافع وانت لاعب محترف سابق يا ماو بتعرف لاعب صغير بالعمر طالع الثقه الحماس الزايد اللي هو انا بدي ابيك انا بدي اقيم انا بدي اجيب ال ال الاقصاء <applause> عارف العنفوان تبع الشباب اللي انت فقدته هذا من زمان هلا ما شاء الله كبير بالعمر وكبير بالقدر <applause> <applause> الله يحفظك <بالعمر. تصفيق> فهو العنفوان والحماس الزايد يا ماوي اللي ماخده ما فبده لاعب مثل ستان اللي هو يضبط شوي زي ما انت عم بتقول <applause> 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 قبل والفريق كمجمل ممكن قادر يضبطه اليوم رده العقاب ممكن ما تكون سريعه والاستجابه من الفرق الثانيه ما تكون سريعه لكن مستقبلا لما يرتفع مستوى التنافس مع فرق البروليك ممكن يختلف صحيح. هذا الموضوع يكون مؤثر على سل... مؤثر سلبي على فريق الجيكي يعني على المهم باذن الله التحسين والتطوير يكون موجود من كل الف... من كل اللاعبين ومن كل الفرق ايا يكن واكيد نتمنى له التوفيق بس استقطاب لهلا واضح هذا الاستقطاب قوي يا يعني هذا الاستقطاب مرات بشكل كبير بتحتاج يا ماو خلينا نشوف الاوفر اول الاوفر اول مع بعض سوية الاوفر اول رانكينج جي كي في الطليعة وفي الصدارة في دبل تشيكن دينر ب 56 نقطة ب 21 نقطة للبليسمنت بوينت 6 35 وهي النقطة اللي احنا بنحكي فيها 35 نقطة للاقصاءات بنقطة السيستم الجديد الاولد سكول مركز ثاني واريدو والنجمة والبروتي وكما ظاهر امامنا في الجدول قبل ما نقفل هاي النقطة وبعجالي يا ماو مرات تحتاج لاعبين يافعين صغار بالعمر لاعب موهوب عنده هالحماس عنده هالجراه بيجيب نتائج كون عندك لعيبه مخضرمين ان كان مثل ستان وغيث تحتاج لاعب يافع بالعمر موهوب تالنت طالع جديد مدمج مع عناصر الخبره اكيد اكيد خصوصا خصوصا ان اليوم فرصه التطوير واكتساب المهارات مو مبنيه فقط على الممارسه بحكم ان كل شيء ظاهر انت بامكانك تتابع وتتطور بدون لا تمارس بشكل كامل بالصعيد المنافسات الاحترافيه هذا قصدي طبعا الممارسه أحسن. في اللعب مطلوبه اكيد أحسن. فاليوم وايد لاعبين صغار يقدرون يكتسبون من من ما قدمه اللاعبين السابقين بمشاركاتهم السابقه ف عندنا كثير لاعبين لكن حلو. الفرص بحكم ان التيمات قليله اللي هو 20 فريق في دوري المحترفين فالفرص حلو. قاعد تكون شوي صعبه على هاللاعبين الصغار لكن اجتهدوا باذن الله انك تكون مثال مثل ما مارت حاليا هو مثال حلو وكان عندنا مثل ما اول ظهر اللاعب الظاهره حجي ان كان اللاعب انس السوري ايضا كثير لو ايدا سابقا عم 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 احسنت احسنت كثير كثير اسماء وبرزت معنا كل الحلوين الطيبين اللي عم يتابعونك سيبوا الصلاه على النبي لانه حنطير بطيارتنا الجولة الأخيرة إلى ميريمار حنخليها كما قال أمير الشعراء الملة مليئة حتكون بالأسرار وأسرارها مع كوكب الشرق وأمير التعليق هنكي وسلطان التعليق معتز يا حبيبي يا معتز اتفضلوا الهواء لكم وفيكم الخير يا رب رجعنا لكم بجماعة الخير في الماتش الأخير معانا من بليهيرا اليت هذا الماتش الاخير من جروب اي المجموعه الاولى اللي كانت معانا راح يتاهل منها ثمان فرق من يا ترى راح يتاهل بعد ما شفنا تصدر الجي كي الجي كي هو المتصدر وضامن التكت من الان بانه يكون واصل الى نهائي نهائي الاليت اللي راح يكون معانا في يوم الاحد لسه ما خلصنا هذه ميرمار ارض النار والانتصار مسارها من الازهر وجاي معانا الى البوزو بتنصف ومنصفة معانا هيرا في هذه البطولة بعد ما شفنا أداء الفرق جميعهم، الفرق اللي جاية من الكونتندرز برافو عليكم، أداء خرافي منكم صراحة، لا قصور عليكم، أتمنى لكم الاستمرارية بهذا اليوم واليوم الأخير بعد أداء ولا أروع منه، لكن لسه يا جماعة الخير الآن واحدة تحية الاخوي ماو حيا هلا ماو شكرا ماو على كلامك الطيب اتمنى الفرق استفادت من كلامك الطيب يا صاحبي والان وكذلك لجند على تحيه له وطلالته الجميله في الاستديو نستكمل الان هذا المسار توزع الفرق السول على التيرا وكذلك نزول الان ارتفول وكذلك برق فريق الاولد سكول في امبالا بجانب البريتو باراسيو تريبل اي سبورت متواجدين او تريبل دي اي سبورت متواجدين معنا في منطقه لبندتا بجانب الأوريدو ثاندرز زي ما عودونا دائما في لوس لينوس وجي كي متواجدين في البيكادو هذه هي واخيرا فريق نجمة جالكسي يقدر يروح البوزو بكل راحه وزي ما عودنا هذه نزلة البي اف متواجدين في البوزو على انحاء البوزو وليس في البوزو تحديدا في ناس متواجدين بالهاي جراوند تيم ولاعب اخر اللي هو بري بود متواجد على جهة الشرقيه وغربيه متواجد مير ومايند توزع جدا كبير ممكن يعرق لهم الله اعلم شفت زون يقول لنا الحمد لله شوفوا امس في أكون معكم صريحين الشفتات كانت قاعده تتكرر شبه متكرره لكن اليوم في الاليت بالجروبات في اول جروب قاعد يعطينا كل جوله عن جوله زون جديد يدخلنا في حكايه جديده تبرز فيها اسماء جدد أفريقيا جديده انها تشوف روتيشناتهم كيف اسلوب لعبهم راح يتغير بعد هذا الشفت فالان الكونكرر متنصف الزون الجيكاب بيكادو مرتاح في نزلته ماتوغ راح يختلف معاه قبل اللي طاف سوى روتيشن جنوبي لأن المره العكس راح يسوي روتيشن شمالي هذا الفرق الوحيد والحماس اللي معانا راح يبدا بعد دقائق بس من الان احنا في البدايات وتونا بادين الماتش الاخير فخلونا نذكركم كل متواجدين معانا والحاضرين اللي حاب يشارك في مثل هذه البطولات بن بلايهيرا حمل تطبيق بلايهيرا في الاب ستور او جوجل بلاي كل عليك اذا مارك بالسعوديه حول ريج سعودي وحمل تطبيق بلاي هيرا وسووا لك حساب وخلي اصحابك كذلك يحملونه وسووا لك حساب وسووا لكم فريق وصير كابتن انت ولا اي احد من اصحابك لكم دعوات تدخلون مع بعض وتلعبون اليوم او غدا راح يبدا معانا اول اسبوع من اسبوعنا الرابع اللي هو ابريل راح يكون اسبوع بالنسبه لنا الرابع نعم آه او نقدر نقول خلصنا الربع النهائي الشهر الاول والثاني والثالث داخلين الان على الشهر الرابع راح نبدا نقدر نقول تصفياتها من جديد، صحيح ما هي تصفيات كل اسبوع الحالة بس الحلف يرى ان الارقام اللي تحققها معاك في الاسبوع الاول والثاني والثالث والشهريه راح يرجع لك مره ثانيه بانك ان شاء الله تكون بالربع السنويه، فهذا الشيء دعم كبير صراحه للفرق الناشئه وكذلك دعوه للفرق اللي واصل معانا في دوري المحترفين بانهم يلتحمون يخضون تجربه مع الفرق الصاعده والصاعده تلتحم بالفرق اصحاب الخبره ويكسبون الخبره اللي ممكن تخليهم يوصلون معانا للسنه القادمه باذن الله الى البي ام او دوري المحترفين العربي او الافريقي كذلك يعني هي ما هي ملتزمه على فقط البي بي العربي بالعكس كل الخليج العربي موجودين معانا يقدرون يشاركون حتى الاجانب يقدرون يشاركون ترى فكره يعني اي احد موجود معانا يقدر يشارك تعال سجل و ودخل العب وان شاء الله تكون من الاوائل الموجودين معنا دائما ابدا اذكركم بالجواز على شكل سريع جدا عشان تكونون بالصوره امس يعني الشهريه كانت 1100 دولار المركز الاول هو صاحب الكفه العظمى والاكبر معنا كان معاه 800 دولار بعكس اليوم اليوم يعني قاعد نتكلم احنا عن 10000 دولار يعني 10000 دولار آه الموضوع ما هو سهل ولا هو هين قاعد نتكلم عن مركز اول راح ياخذ 5000 دولار والمركز الثاني 3000 دولار والمركز الثالث 1500 وافضل لاعب راح ياخذ 500 دولار وعندنا بهذا الجروب يعني هذا الجروب لحاله لحاله هذا الجروب عندنا اكثر من لاعب صار ام في بي يعني كوبز ام في بي الريجن الامريكي لورد كان ام في بي آه عندكم كذلك نروح على الجي كي عندك راجنر كان ام في بي جي كي غيث ام في بي من سي دور المحترفين او عذرا البطوله الوطنيه السعوديه مارث كان فيها ام في بي عندكم كذلك حتى اريد ثندرز عندنا حسن بطيخه كان ام في بيز فعندنا لعيبه كثير تريبل سبورت يوزع آه كذلك آه آه اللي هو علي 21 كان ام في بي الفالكون عندك النافرالون. يوسف دمار يعني انت غير مجموعه بكره راح تلعب يعني تخيل معتز انت قاعد افكر مين راح يكون في بي انا ماني أنا عارف يعني بكره عندك يا راح يلعبون والفرق الثانيه اللي موجودين معنا في الدوري المحترفين في اسماء كبيره بالفعل راح تلعب في المجموعه ليله الغد ان شاء الله نستناهم بفارغ الصبر نستنى المتعه نستنى الحماس اكيد اللي راح ينقلنا من نصف النهائي الى الفاينل الى النهائي بما بعد ليله الغد ان شاء الله بعد بكره يعني راح نكون معانا ومعكم ان شاء الله للفاينل اللي راح نشوف منه بهاي الليله متاهلين ومن بعدها ليله الغد ان شاء الله متاهلين ثانيين غير هاي الاسماء اللي متواجده حتتواجد اسماء ثانيه مثل ما حكينا يعني بالضبط انت عندك الفرصه كمشاهد موجود اصلا ولاعب ببجي موبايل تحس حالك تعرف لعيب تعال سجل ما في اي مشكله هات سكوادك وتعال وسجل بالبطوله ما في اي مشكله اساسا ممكن توصل لهي المراحل وفيما بعد اكثر واكثر ان شاء الله من التوفيق للجميع ان كان حاليا بداخل انبياء البطوله او خارج البطوله وناويين على تحقيق اي هدف بها بحياتهم ان شاء الله. وهنا الريتارد متواجدين في ميرامار اراضي رنجل ما نفعتهم ابدا واراضي بشنكي ما نفعت معاهم ابدا بالمقابل ومقابلهم كان النجمه جالكسي فبالنهايه الموضوع صعب ما كان سهل ابدا بنزولهم بتواجدهم بداخل بشنكي بالتحديد مع لاعبين النجمه جالكسي هنا كوكرر و الفالكون فالكون اي سبورتس هنا عادل بدمج كبير على ون شوت لمسه واحده حلقه واحده حتكون كافيه بالفعل لنوك اوت على ون شوت بالتحديد سكوب ثري و سكار قدر الامكان سكار ما تواجده في جبال ميرمار هنا في مع عادل مع فالكون اي سبورتس مع الصقور وتاج هؤلاء الصقور المتواجدين دي معانا وانشوت موجود عادل بيحاول قدر الامكان يوسف نيفرلون عادل اوفر فول والرباعيه بالكامل متواجدين دي معانا توكسن وبالقرب حاليا ثير بارتي ممكن ان تكون حاليا متواجده معانا وموجوده فالكوني سبورتس حاليا في الهاي جراوند نيفرلون واطلاله من نيفرلون من الهاي جراوند حاليا متواجده معانا نيفرالون بيحاول قدر الامكان يشرف هو الله على دي بي اس من شراود من كونكرر بالتحديد نوك اوت وفينش بالتحديد هاي الاقصى لهذا اللاعب فالكون اي سبورتس موجود معانا لسه متواجدين هؤلاء الصقور موجودين في الاعلى وهاي جراوند وجبال ميرامار نيك ما كوبس حاليا نوك فينش موجود واضح وصريح على برودكاست مسج موجود ومتواجد معانا شراود بيحاول قدر مكان في دي بي اس هنا موجود مع سموكر ملاعبين لاعبين متواجدين معانا بيحاولوا قدر مكان فالكون ما بينهم وما بين وما بينهم وما بين الكونكرر لاعب لاعب 1 في 1 دي بي اس هنا نهاية بالفعل موجوده واضحه وصريحه دي بي اس عنوان لهذا الفايت مع لاعبين كونكرر ولاعبين الفالكون اي سبورتس وخساره ديو ثنائيه من لاعبين الفالكون اي سبورتس على ايادي وعلى انا من الكونكرر ايادي عراقيه صريحه على عاد الثالثه رابع والاخير لبرالون اخر ما تبقى هنا بوش موجود دي بي اس دوت يمين يسار هذا واحد الثانيه صعبه لبرالون فال فالكون اي سبورتس والصقور يودعون ويحلقون لكن ليس في سماء ميرمار يحلقون الى اللوبي جي جي فالكون اي سبورتس هنا متواجدين معنا لاقصاء عن طريق وعلى ايادي كونكرر لاقصاء هؤلاء اللاعبين والرباعيه كلهم بالكامل كونكرر بيحاولوا شراود شيتا والدي بي اس كان عنوان لهذا الفايت بالفعل ما بعد الاول والثاني واقصاء للاعبين على التوالي منهم في دي بي اس شيتا استكمال هذا الفايت واستكمال هذا المشوار وتجديد فايت بمسمى ثاني من غير الفالكوني سبورتس ومن بعد اقصاءهم حاليا مع لاعبين مع ديشا بالتحديد حاليا لاعب اتش بي ريفا بالتحديد لكن وين توكسن هنا موجود يكس متواجد يكس حاليا نوك اول ممكن يعني على الثاني موجود الثالث والاخير هنا رابعهم كونكرر يودعون ما بعد الاول والثاني والثالث رابع واخير اخر من تواجد حاليا اخر الموجودين لاعب اخر لاعب حاليا من لاعبين الكونكرر هنا ريزولت توكسن وديشا وثلاثيه من بعدها نوك واحد اكسي ريفايف حيتم وحيكون ومشوارهم حيستكمل اكثر واكثر ما بعد تجديد الفايت ما بعد فالكون اي سبوت والاقصاء هنا وان الاخير هنا تر بارتي هنا المجزره الحقيقيه وتر تتغنى برجالها بلاعبين على اطرافها هنا متواجدين بدايه فالكون ثانيه كونكرر وهنا متدخلين ريزولت وهكسي ومن بعدها دخول جي هنا ايفو ستيشن دخول وقرب اكثر واكثر كوركا موجود معنا ثنائيه من الجهه اليمنى وثنائيه من الجهه اليسرى بيحاولوا قدر الامكان فلانك بيحاولوا ممكن حاليا ياخذوها ولا صعبه بفلانك وأطلال أكثر واكثر حتكون الافضل حاليا متواجده معانا من لاعبين من دي موجودين اكسي بيحاول قدر الامكان هنا الدعم والسبورت من هذا المكان من هذا الطرف من هذا الطرف الطرف اليسار بالنسبه للاعبين الايسر ديشا دمج كبير من كوركا موجود معانا بالفعل يوم دخول علي من اكسي هنا صعبه هنا الحفاظ. هنا الحفاظ هنا الحفاظ على جبل من جبال من ربور الله ما بعد دخول مين هنا ما بعد ساري زولت اكسي وديشا على يد قيس وتدخل بالنهايه وانشط هون دخول وتدخل اخر و يا سينجل واحدة اثنين مين على قيس من كونكرر من رد الاعتبار هنا الثار ولا العار من اللاعبين هم بداخل ميرامار هنا من لاعب الكونكرر من وان شوت بالتحديد اخر من تبقى لاست ون اخر من تواجد الله على ابديدات ببجي الله على التهديدات الله كيف تنقل اللاعب مستشفى حاضر هون يا شباب يعني اسعافات اولويه على السريع اسعافات اوليه انقل حط على ظهرك امشي شيل حط نزل ريف انتهى الموضوع قوم تفضل كمل فايتك هذا اللي الشباب ما شاء الله يعني يجيك له تايس لكن انا ما اخليك انا اشيلك وانا اخذك من بعد اعطيك الرباية وتستكمل مشوار ميرامار المتعه المتواجده معانا حاليا ولا موجودين معنا بيحاولوا قدر الامكان تدخل ودخول اس واي لدخولهم وتوغلهم الى الزون اكثر واكثر في زوناتنا الاولى في ميرامار نحكي بفايتات كبيره مع انه كبرها واكبر ماب واكبر خريطه في باب جمباي لكن في النهايه ما بتحرمنا نهائيا من فايتاتها الاوليه اللي بتكون بدائيه متواجده معنا من البدايات يلي شفنا فيها تقريبا من غير ما نشوف على الكام شفنا كوبس باقصاء شفنا كثير من التيمات تم اقصاءهم فالكون اي سبورت شفنا تدخل ريزولت وكثير من الاسماء من بعدها تم اقصاهم بي الكامل ايكورد، النار، كونكرر، نيكست تريبل دي، جي كيو حاليا من بعدها حاليا ما جالكسي موجودين بثلاثيه فريك ولورد اميرها رؤوف اينشتاين حاليا ثلاث لاعبين على طرف من اطراف البوزه متداخلين ومتقربين اكثر واكثر على طرف من اطراف الزون، اما نار ببعد كبير وباسس المناطق ممكن تكتيكيا لدخولهم للزون اساسا بتحسها كلين ما أي لعب في اي لاعب متواجد معنا بهذه الجهه الموجودين هم فيها فقادرين على انهم يدخلوا الزون بكل اريحيه نفس كلام ينطبق على تربل دي في جهه يمنى بيحاولوا يفلنكوا بيحاولوا يفلنك دخول على الزون سكاوت المنطقه كلها بالكامل علي ومن بعدها طريق امان وامن بالنسبه لما تبقى من الفريق كله بالكامل الى دخولهم الى الزون اولد سكول حاليا متواجدين معانا ارت بحاول بيحاول قدر الامكان الدخول الى الزون آه كيف حيدخلها وكيف حيوصلها حاليا آه يتواجدوا معانا برق سباي أربع لاعبين بالكامل متواجدين معنا من حاليا متواجدين اللي قربهم أكثر وأكثر إلى زون أوريدا ببعد كبير عن الزون على الأطراف لبندتا مع لاعبين السلواي اللي بنحكي عليهم اللي صعب بالفعل دخول الى انت لو دخلت جيت حيكون على طرف من اطراف الزون مخيف بشكل كبير لكثير من الاسماء لدخولهم للزون جي كي سبورتس نفس الكلام ينطبق عليهم ببعدهم عن الزون جي كيو باربع اقصاءات واحد من الاقصاءات مع الفورس وما تبقى معنا اربع اقصاءات مع كونكر لكن بلاعب واحد فقط هو وان شوت لاستكمال مشوار ميرامار حاليا وحده هو على عاتقه كل الحمل هذا اللاعب الاخير هذا اخر من تبقى من لاعبين الكونكرر يستكمل هذا المشوار كله بالكامل نار بصفر وزير من الاقصاءات عمل ثندرز تحصيل واحد من الاقساط فقط اسوال اس ال واي، انتوا معنا مشين هم باقصاء واحد فقط، هذه كل الاقساط وهذه كل سيناريوهات ميرامار اللي بديناها اما حاليا هنا احنا في الختام، نحن في الختام بالفعل في ختامها لما نقول لك مسك فلامين سيكون اطر ميرامار حاليا بغبارها بصحرائها متواجدين، من سيكون موقع على سماها في تشيكن دينر في ختام أوه. هذه الليله في جروب وبدايه هاي من سيكون مركز اول والتوب للمتاهلين ومن بعدها جروب بي ينتظرنا غدا ان شاء الله خلي التوب خلي نشوف المركز الاول بعدين خلينا نركز على الفايت بين الاولد سكول وكذلك تريبل دي اي سبورت هل هم راح يقدرون النادي الثلاثي الان علي توت ون شاف الرؤيه لكن روتيشن سريع ولاحظ في يحاول ياخذ الرؤيه الان هل سلاح ديمار نعم موجود معاه هذا هو ديمار الميني 14 يقدر يجيب فيها لاعب ولا كيف شايف اوليفر يحاول ياخذ البيك عليه لكن ما في اي بيك من لاعب اوليفر اوليفر قال يصور جروب سريع برق موجود ارتفول دوز بدوز ولاعب سولو علي موجود وثلاثه متواجدين عند التحليه علي يخلد مش عالي علي تصاد داون يا علي سباي رايح بالمونستر تراك داخل بوش اوليفر وصل لك يا علي هارد لك يا علي من الآن إلا ولو إذا أصحابك معاهم إيم نار على طول راح يعطونك بسبوت والاروع منه خرافي جداً خلينا نشوف الآن دخول زميل من أوليفر تحركات سليمة إلى الآن بحث عن هذا اللاعب عرف المكان أخذ الكلاوس جميل الدمج من برق من مسافة بعيدة يا برق هذا السبورتر المطلوب هذا السبورتر اللي تقول له ينشد في الظهر ولا أي حاجة ممكن تطوف عليه صالح وصله في كورس وش راح تقدرون تقدمون الآن خصوصاً سباي أوليفر بوزيشن سليم ما في في اي بكب راح يقدر يسوونه شباب الاولد سكول نيد فيجورس موجوده جميلة النيد من فيجرز بالخبره يا فيجرز لكن سباي كذلك مره ثانيه يبيك على يمين على مين على صالح نزل نوك داون طاح ولد القصيم بارك الرياض يلا يا فيجورس يلا يا سباي انت سباي ولا مو سباي متخفي العميل العميل وصل لكن فيجورس ينزل هيك سريعه روك داون جميله من فيجورس اخذها وجابها يسخر النيد عارف ما في وقت للريفايف الا لو, لو يوزع لحق عليهم المسافه بعيده بارك في مع فيجورس وصلوا وسلم بداية في كورس يجي في كورس قدمت عليكم أكثر ما قصرتي صاحبي يوزع بعيد, بعيد 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 جدا خارج حسابات هذا الفايت بتاتا مانك حول هذا الفايت ما كان موجود معانا يوزع الله اعلم مش كان فيه لكن في جورس قدمت اللي عليك واكثر باداء خرافي جدا بالنهايه الاولد سكول لعبوه في البدايه صح بس البوش ان لاعب سولو في جورس يقدر يسوي كل هذا الاداء صحيح هم تجاوز اثنين لكن اللي قدر يقدم هذا الاداء له في جورس يوزع كسرت لحالة مشكله تقنيه الان رجع لكن جاي في الوقت اشواط اضافيه خلصت الدقائق صفر الحكم صفات الحكم يعطيك لوت الان علي الانسحاب طيب يعني لو سواها لعب ثاني كان قلنا اوكي لكن علي يسقط نكتان بهذا الشكل غريبة شوي من علي انه كان يجي العارف المكان اللي هو كان فيه استراتيجيا ممنوع يسقط ارضا ممنوع ممنوع بتاتا ما يرضى حتى لو لعب ثاني موجود كان حاسب اكيد علي علي كده راح حاسب نفسه بالاخير بانه اللي سواه لو ما في نكتان كان ممكن يقدر الفريق يعاونونا بمسافات هذه هلا هل هذا الجيم راح أجيبوش كده الان فالكون رأي جميله من فالكون الله عليك النكس الله النكس لك بالنهايه ودعت الملاعب اخذت الفنش على اوف فريك عطاك الفنش لورد الان انسحاب ستان ستان يلا وين وين اللي تجيب يا ستان عطا, عطا 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 دراج جميله من الدراج لكن ما قدر يجيب التراك بشكل كامل لورد عاش وفريك الان عنده نيد عنده نيد عنده نيد في مكان السليم ولا بيك بيك جميل فريك فريك راجنر ولا فريك جميل من راجنر بيك ابو بيك أبو فريك جابوا جابو المجاب الله يا ستان هي الباك اب من ستان دول أرض ولا سماء الارض ايش قاعد تسوون يا شباب الجي لسه ستان لوش بي وراجنر لو بي فيرست سموك سريع من ستان جميل القراءه ولورد وشوف الزون يا يا جماعه زون هاي جراوند شباب كي هاني شو باك تو دينر ونقول مبروك التريبل تشيكن دينر ولا اللورد اللاعب السولو ولا النار المتواجدين معانا بثلاث لاعبين هم قادرين وحنا قادرين نوصل لأفضل مراحلنا وأفضل حلة وأفضل حلة قاعدة تصير معانا من الجروبات الله أعلم مش راح يصير معانا في جروب بي وجروب بي وكذلك النهائي الإليت اللي راح يكون مولع معانا لورد اي تبليو ام اون فور حكاية صعبة لكن بالنهاية عبروا في الخواتيم وهذا البوش أرض موجود معانا بسولو لاست هنا هنا والاستقبال لكن صعبة بالفعل استقبال هؤلاء اللاعبين جي كي موجود هنا وسولي سبوت ريباس وحيدر الثنائية المتبقية معانا على مين على اللاعب المتبقية الأول على الثاني على تركيا الله على الإيم على الأول بداية هو ثانية هذا بعد موجودة اللي بقى لاعب واحد واخير من تواجد متواجدين معنا من النار وهنا ارض المعركه وهنا ارض النار والانتصار هنا ميرامار هنا متعه كل المباريات متواجده معنا ما بين اياد جي كي اي سبورت رنقل حاضرين في ميرامار ومتواجدين فيها حاليا بتسعه من الاقصاءات ولسه جرة ساتان متواجده وواضحه وصريحه حاليا مع انه في ثنائيه فقط متواجده بعد اقصاء مارث وغيث ثنائيه متواجده بهذه اللحظات كيف راح يتصرفوا؟ كيف راح يلعبها ساتان؟ باك تو باك دينار مره اخرى ام لا؟ حنشوف حاليا من اللاعبين ثلاثيه هنا كانوا متواجدين دبل نوك اوت كان فيها من اللاعبين النار لكن بالنهايه ريفايف تم على الاول تم على الثاني ليستكملوا المشوار في ميرامار هنا باراضي بسموك حرفيا في سماء مليانة غيوم لكن في النهاية هذه الغيوم نازلة على الأرض متواجدة بمسمى سموك من لاعبين النار من ثلاثية متواجدة حرفيا هنا واساتا على الأطراف سولي سبورت ممكن يحصلوها ليلة الأمس كانوا مبدعين وكانوا مبدعين بشكل كبير برسمهم للتكينات اللي كانت واضحه وصريحه لكن بهاي الليله غائبين حرفيا اللاعبين السوري سبورتس هل ممكن العوده امسات ناويها هنا ريباس من السو من السوري سبورتس بدايه على تركي بالتحديد واحده نكاوت هنا صخره حاميه واضحه ومتواجده ريفايف وبيتم من اللاعب عموري عم ساتان عنده لف الكامل هل سينهوها هل سيكون دبل تشيكن دينر ريباس ينهي الكلام عن اللاعب راكنار نوكاوت اول ريباس مره اخرى واحده بنيت ثانيه هنا النوك موجوده من هنا اخر من تبقى لاعب ومن تواجد ساتان لينهي الكلام هذا الفنان هذا الرسام رسم اللوحات الفنيه لتشيكن دينر من اللاعبين من جي كي سبورتس من ساتان بالتحديد هاي جراوند والافضليه للسولي سبورتس هذا مخلصها ريباس اخر من تبقى الله الله, الله الله يا الفنان الله يا ساتان الله 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 عليك يا ساتان هنا على الاول هنا الثاني من تبقى حيدر واخر من تواجد لاعب للاعب 1 في 1 حيدر وساتان جي كي اي سبورت والسول اخر من تواجدوا لاعب ومن سيكون في نهايه ميرامار هنا في الختام لمن ستكون لتشيكن دينر هل فيها نيد ممكن فيها ولا صعبه ساتان بعيد كل البعد هاي جراوند الافضليه صخره حاميه حيدر موجود بالخلف ند بعيده كل البعد من ستان. ما فيها ابدا مولي موجوده للمره الثانيه ند بعيده كل البعد هذه واحده وهذه اثنين هذه مولي بعيده هذه الجرة المطلوبه يا ساتان واحده اوبن واعطينا هات هو لقطه, لقطة البطوله هات يا فنان هات يا ساتان حتسويها ولا صعبه هنا النهايه من لاعب من ساتان وحيدر والاخير 1 في 1 وسكوب 3 هل فيها ولا صعبه هنا ساتان والاخير هنا الجرأه هنا هنا البوش هنا أوبن هنا ساتان ممكن يسويها ولا صعب واحدة فور تانية يومبي على حيدر يمين ولا يسار يا ساتان حيدر سولي سبورت ولا يمين يا جيكي هنا وفي وان هنا الكلوز وينر وينر تشيك الدينر سول اي وقضاء على ستان جي جي ساتان عملت كفيت ووفيت هذا الشيء وهذه النهايه هذه نهايه ميرامار بعد الغياب ليله الامس كان في حضور موجود برسول اي سبورتس لكن هاي الليله كان غياب لكن في الختام في بصمه وبالفعل هذه البصمة اللي كانت موجودة من السول إي سبورتس حصلوها وكانوا هم أصحاب لتشكن دينر الأخير ومتواجد على يد السول إي سبورتس نحب نبارك لهم أكيد ونبارك لكم أنتم المتواجدين على هذا البث المباشر أنه نتمنى أول شيء أنكم بسطوا أنكم استمتعتوا في خمس مباريات كانت معنا هاي الليلة معايا أنا وهنكي نتمنى والله العظيم من أعماق قلبنا أنكم بسطتوا واستمتعتوا فيها لأنه نحن مستمتعين معنا ومعاكم مبسوطين والله العظيم من بلاي هيرا على هذا الشيء وعلى هذا الاداء وهذا الجمعه اللي عم تخلينا نتواجد معانا ومعاكم يعني من كل تفاصيلها بدايه شفنا التشيكنات من البدايه شفنا الجي كي والاقصاد شفنا 21 اقصاء بشكل كبير من الجي كي سبورتس اداء مخيف ما جالاكسي كثير من الاسماء اللي شفناها ما شاء الله باداء مخيف لكن في اسماء كانت مش موجوده بشكل كبير كانت اسمائهم شويه يعني اه لك عليها يعني مو لهالدرجه هون 1300 22 دمج لاعبين سول اي سبورتس و423 هيل هون متواجد معانا ثمانيه من الاقصاءات مع لاعبين سول اي سبورتس لياخذوا يكونوا اصحاب المركز الاول والمركز الثاني للجي كي سبورتس اقول لك شيء ممكن انه ما يهمهم بشكل كبير صراحه جي كي او خلينا نحكي بالعاميه انت هدفك الفاينل بدك النهائي فانت بالنهايه حصلته تقريبا انا بحكي على الجي كي فقط حاليا ما بحكي على اسماء ثانيه كثير من الاسماء انا قادر اني حاليا اهلهم على الشيء وعلى الاداء اللي شفناه لكن بالنهايه نحن بدنا اياكم ونحبكم تكونوا مثل ما تواجدتوا هون ان كان منصه يوتيوب او ايا كان يكون بالمنصه اللي بتشاهدونا وبتتابعونا فيها انكم كمان تتواجدوا على منصه الانستغرام لتروحوا وتشوفوا النتائج هناك يعني بيكون متواجد اساسا الستوريات وايا كان يكن ونحب نختمها مني ومن هنكي وشكر مني ومن هنكي لنلقاكم باذن الله غدا ان شاء الله وننقلكم من بعدها ماو وليجند السلام عليكم ورحمه <applause> يا من على الحسن زان حسن جمال أناقة ولباقة ومتعة السول بالون في ون قدر يقتنص هاي السكن سكن حلو سكن جميل أنيق محترم وقدر يعدل شوي من كي يطلع بثلاثة تشيكن شكرا هنكي شكرا شكرا معتز ماو خلينا نشوف الام في بي وتشيكن سول واللي قدر بهاي الجوله انه ما يخلي كي يطلع بثلاثه تشيكن دينر ويمشي بطريق ما حدا عم بوقفه مثل القطار المجري. آه يب حرمه امانه وطلع بنتيجه جيده فريق السول اتوقع هذه الجوله الحاسمه غالبا اللي فرقت معاه التأهل ماني متاكد من تحصيل نقاطهم لكن في فرق كثيره برافو على ساتان بالنهايات رغم الخسارات الا انه هو يعني قاعد يحاول يستفيد من اي فرصه لتحصيل النقاط لاقصاء الخصوم لمحاوله الصعود اكثر في جدول البليسمنت بوينت في الجوله الماضيه تشيكن آه، على الاغلب راح تكون مهمه لفريق السول لايصال آه المراحل النهائيه بشكل عام فقدنا ممكن بعض الفرق اللي تحت حاجز التاهل بالمراكز بحكم اللي شفناه بالاوفر اول في الجوله الرابعه لكن كمجمل مع نهايه اليوم طبيعي ان انت تشوف الفرق المتاهله تاخذ فايتاتها وهذا الشيء يسبب ضرر معاكس على خصومهم من اللي يحاولون يعني يستفيدون من اي نقطه ممكن تسمح لهم ان يكونون فوق حاجز التاهل. والله لا يجيب خصوم، هي كلمة خصوم بمكانها ولكن الله لا يجيب خصوم ما حدا ويخلي الدنيا كلها حب وتآخي ومحبة والدنيا حلوة والدنيا بتجنن هون بالهيت تو ما بين سول والجي كي، ماو تأثير النقاط والبوينت سيستم الجديد طاغي معانا بالبطولة اللي احنا فيها واللي احنا حاضرين فيها ببطولة البي دي اس بطولة بلاي هيرا صحيح. عم نشوف الفايتات في بداية كل جولة عم تيجي معنا هون الهيد هيد ما بين ايضا الاولد سكول والجي كي هل هو بسبب تاثير النقاط او بسبب يعني الفرق عم بتجرب ستايل عم بتجرب لواعيب عم عم كثير امور ممكن نحطها او خيارات او هي برايك بسبب تاثير نظام البوينت سيستم اللي حيظهر معنا الليدر بورد يب. هلا خلال ثواني هو تاثير النظام الجديد وهذا الاسلوب اللي خلاص راح نشاهده هو الاسلوب الحديث شفنا قبل شويه التهد ما بين المركز الاول والثاني وكان متفوق الجيكي امانه بالاقصاءات ومتفوق في كذلك البليسمنت بوينت واثنين تشيكن دينر فبرافو عليهم نقدر نقول لحد التوب 8 لاحظ صاحب التوب 8 التشيكن دينر انقذته من التاهل من عدم التاهل في المركز الثامن برصيد 26 نقطه والايكورد والفرق الاخرى اللي تغادر معانا الفريق وأكيد العاشر بالضبط بالضبط هذه النقطة اللي تذكرها يا ليجند واحدة من علامات تعجب اليوم تشوف خروج فريق فالكون واحد من المرشحين خروج معلش المرشحين بالمنافسة سابقا ليس فقط المرشح يعني أقوى فريق عربي بالعام الماضي باتفاق الجميع وبالارقام وبالانجازات الحقيقه كالفريق على يعني على اللي قدمه اوكي ممكن ما نصنف في يعني هو هو في الارقام اللي قدمها في الجولات الماضيه كان من الافضل في السنه الماضيه من الافضل هو افضل آه لا لا سؤال هون حنختلف هون حال مش من الافضل هو. <applause> يعني فريق بطل بي ام بي ال فريق وصيف بطوله العالم بي ام دبليو اي اخذ بطولات كثير اخذ انجازات كثير الفريق فكان بالارقام والانجازات هديك العام كان كانت سنه فالكون سنة فالكون كمجمل في في بداية السنة ممكن كان في اسماء او حضور لا نرجع نتكلم عن امور أوكي. ثانية ونختلف على نقطة ممكن تكون فيها وجهات نظر, دلبلو نظر. دلبلو لكن دلبلو <applause> لا 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 ما هي الجواب الدبلوماسي انت كذلك في بداية السنة كان كان في في اداء مقدم من فراغ اخرى وتكملة النصف سنة ممكن برز فيها فالكون بالمجمل طيب. خروجه خروجه من يعني ختم, ختم, الـ 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 ختم ختم, ختم السنه صح هذا الكلام انا متفق معه فيه ولكن اي نعم كان في فرق ادت العام الماضي ولكن كوجهه نظري قد اصيب وقد اخيب فيها كمجمل الفالكون كان اكثر الفرق البارزه ظهورا وختمها انه اخذ بطوله العرب ووصيف العالم فكان كمسمى كعدد انجازات بالعام الماضي زي العام اللي قبليه مثلا كان النجمة العام الماضي كان النجمة هو باكتساح، كان النجمة بسبب حكم البطولات اللي أخذها ومركز ثالث على على مستوى العالم، فكان هو أوكي. بطل العرب وأقوى فريق عربي بسنة 2021 في عام 2022 بحكم البطولات اللي أخذها فالكون كان هو اللي أكثر فرق عربي نال على بطولات فينا نقول بهذا المسمى، عشان نتفق أنا وأنت ممكن بالضبط ممكن ان اهميه البطولات وارقام البطولات اللي حصلها ممكن بس اكيد يعني فيه خلاف ولا في اختلاف من ناحيه ولا قصورا ببقيه الفرق لا 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 ولا قصورا انا ما عم بقصر ببقيه الفرق ابدا في فرق كثير ادت في فرق كثير ظهرت مثل الجي كي الجي كي احنا انا واحد من الناس براهن على الجي كي انه هاي السنه سنه جي كي والله يا من المتوقع لكن شده المنافسه راح تغير الامور، ارقامهم اللي قدموها اليوم جيده ونتمنى نشوفهم كذلك بالنهائي، هارد لكل الفرق اللي ما تاهلت معنا اليوم، شفنا دروس بسيطه نتمنى يقدرون يستفيدون منها الفرق الثانيه اللي بتشارك بالمجموعه بي، ونشوف حده المنافسه تكون كذلك موجوده على التاهل على التوب 8، نبي نعم اليوم لحد الجوله الاخيره الناس تنافس على التأهلها في التوب 8 وتتواجد معنا بالفاينل. طيب. يشكروا ريكود بلاي هير على البيئه الجميله اللي هيئوها من الصفر أحسنت. من, احسنت من من المنافسات اليوميه الاسبوعيه الى الشهريه الى الشيء اللي احنا قاعدين يعني نشاهده في الربع الاول من هذا السنه وشفنا ثمارها انت كمشاهد لك حصه وانت ايضا في نقطه مهمه ثمار بطوله البي دي اس وبطولات البلاي هيرا اذا بنحكي في لعبه الباتل رويال في ببجي موبايل فريق نار اللي اخذ التشيكن دينر ثالث فريق قادم من البطولات الاسبوعيه والبطولات الشهريه هذا بيعطيه دافع الحماس الثقه انه انا بلعب قدام فلاطحه العرب والعالم في ببجي موبايل قدام اسماء حتى لواعيب يعني اسماء مرعبه اسماء مرعبه موجوده انك تقدر تقترس تشيكن دينر والك حضور وتحط اسمك على الخريطه وتلفت الانظار هذا الشيء يرفع له القبعه تشيكن سول وال في 1 كانت على شبه حفره يا ماو الأخير الاخيره آه. برافو <applause> امانه يعني رغم المس شوت اللي عملها لاخر اخر لاعب من لاعبين السول الا انه بالنهايه جدد ثقته في نفسه حلو الهداوه اللي كانت فيها صحيح كانت في مس شوت بالتصويب لكن ما خطا بالمواجهه القريبه وهذا هذا كان المهم بتحصيل التشيكن دينر الـ برافو نوضع في موقف حرج انه صار في المسافه كلوز لانه تمكن امانه وامام لاعب كان في في مستوى عالي طوال اليوم في حضوره الكبير لليوم كامل ساتان فبرافو تنحسب التشيكن لك وان انت قدرت انك تجيبها لفريقك في النهايات فبرافو اتمنى اشوف هذا الفريق القادم من الريجن العراقي بي بي كذلك اعطاء بصمه افضل من اللي قدمها اليوم بالمرحلة النهائية وهذا أحد أهم الأهداف اللي تطمح له بدي اس اليوم البطولة متاحة للجميع والكل قادر وهذا الشيء اللي يعكس أصلا حتى اليوم لما نشوف شكين دينار قاعد تروح لفرق اوريدي هذه الفرق جاية من مراحل التصفيات مش مراحل الدعوات يعني مش نفس فريق مثلا ممكن الجي كي جاي من مراحل التصفيات لكن فرق ثانية ممكن جايين بتصفيات ان شاء الله انه يكون حل. مثال جيد وان شاء الله نشوف مثلهم اكثر واكثر في النسخ القادمه من الإليس سؤال اخير ماو بالمجمل كيف شفت خمس الجولات وبالقوسين الاضافات الجديده لبعض الفرق كيف شفتها بالمجمل آه بخمس جولات جميله جدا الاضافات كل كل اضافه كانت قاعد تقدم وتعطي لفريقها قاعد تنتج لفريقها ارقام قاعد تنتج لفريقها اداء داخل الجيم وهذا الشيء اللي احنا اكيد نبيه بكل صفقه تكون بالنسبه حق اللعب ممكن في 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 مبالغ او نسبه خطوره او خوض المغامره بشكل كبير اتمنى ان بس يضبطون هذه النقطه وبالفاينل انا ارد اقول لك الفاينل راح يغير كل هذه الامور حتى اليوم المجازفه اللي قاعد يسويها في الجي كي ممكن نفتقدها بالفاينل بحكم ان الفاينل في خطر اكبر انه هو يفقد مراكز في الجو تحصيل الجوائز على الاول والثاني والثالث حلو طيب على كل حال ماو شكرا أو شكرا معتز، أعزائي المتابعين أعطيناكم فطور وحلق وختمناها بالإمساك برمضان الخير، الله يتقبل منكم الصيام والقيام والطاعة يا رب العالمين ويجعلنا آمين. ممن يا رب يغفرنا يا رب ويجعلنا بجنان وقولوا آمين بالثلث الأخير من هالليل يا رب يستجيب هالدعوة، موقعنا وانتظرونا غداً بمشيئه الرحمن بالمجموعه الثانيه اللي حتكون مولعه ايضا نار وشرار على نفس الصفحه بل بنفس الساعه ألا, الا وهي الساعه العاشره بتوقيت السعوديه كونوا على الموعد انتظرونا مع بلاي هيره مش حتقدر تغمض عينيك بالمتعه والاثاره والتشويق وليلتكم ليله حب ومسك الختام في الكلام الا وهو السلام يبقى السلام عليكم ورحمه من الله وبركاته ياتي بالثاني قد ياتي بالثاني هنا بالقرب من قبل شمشون شمشون وتنفوره 1 في 1 1 في 1 لمن النصر اللاعب لوباصو خطه رهيب من بعيد من البوتي فورس وايضا تبديل السياره للاعب الاقرع بالخدود